نحن في اللعبة الآن، تفضل أستاذ جرمي. اوكي. أستاذ جرمي ايوه تفضل، نحن في اوكي. اللايف. بمجمع مرتا وكلهم اب زجازات الكاتاتول انت ساتفون زلهم كم اون اب محبرا ومره خبيز كاتاتول نازلون كل خاتكم عزو السلام تانا يبصحكم كبز غسيلنا مجمرتا مس غاشانا كان الله ليكم أبزنا لهم مشيتنا على سلستة مي سمينارنا غاشانا كم تندي أقربين ايتي أرستي كوينو زلو دكتور عبد الرازق كرار كاب أستراليا يو دكتور عبد الرازق كرار ناي دكتور نت معارك ببوليتيكا ويسنا فلتت اب ديموكراسيا ومسفان كاب ديكن يونيفرستي اوستراليا رخيبو كمون تقدميتي ناي ماستر ديجرو اب اهجراو زمدنان غازيتنيا دلنتن كاب كارتوم يونيفرستي كسيلو ناي كال اي ماستر ديجري اب على الماونت وي جلوباليزيشن كاب اوستراليا ناشونال يونيفرسيتي رخيبو كم اون تفلت الناس زلو مزجوب غازيتنيا اب سودان يو كاب نتفتاتو تحباباري مسراتي وي كو فاوندر ناي ارتراوي ماكل اغلغلوت ميديا اب سودان زنبرا مالتيو اب او كم اكادي نايتي فنوي راديو ب راديو الشرق زفلت زنبرا كوينو اغلغيلو بخصالي دما ابزين ايدن بتقاومو بصحفي خن بكتعي خن بقنق عرب كم اون بقنق انجليز كل جزية هلاونتو عزوز كوينو اب كلو زساتفن بخمتز جلس قوة بصحفين ويخون بيبن بكتع كساتف سانحن زلوني سلزي لو مشيت قاشانا حدي ارستي حيزولنا لو ستار استي نايزلو مشيت سيمينار ناخا تقاوم حيل تقاوم وي تقاوم تحيلتات إرترا ندحر سرعات إساس تداليو اللودو تحت زبليو سلازي مس دكتور عبد الرازق كرار صبوغ مشيت كان مسي تسفى يقبر دحري بقانكو عرب مغربي تسعيلوتي على ما مرئيت نعوه كقد فوقي اني كبابي فرق ساعات وي 4 دقيق زخون كابو ابتي ناي حتون ملسن كم تلموت من حتو يدمالتي سلازي بخمزي تنتصلو اينا نايلوم مشيت سيمينارنا ضيوفنا الأكارم في الغرفة في غرفة الزوم أيضا المتابعين في منصة أستاذ جرماي تا الفيسبوك تا خستاي دي جما بليز تا عرست دي جما أحسكوان حيلي تقامو تقام بحيثات إيرترا ندحر سرعة إساس تدا اليوم اللودون يا تلي ضيوفنا الأكارم الموجودين على في الغرفة أستاذ المتابعين كرماي والمنزلين أبزنا يسدتني وين قدنا تقربت كده طبعا قصيرو دي تقولن انت له كيت من الأوليهم بزح يتريفة زلهم خنياتو صموق أبي لي زغرب زلهم امبر نسوت رايك وانا بزح تذكر له
ولو ان ات كل زكاه زنبرو على تاز زنبرو تران ناتو معدن ناتو صحفات بزحيو سلازي لكعيو ناي ناي سدتنياتات قدايو تكسل لوايو سلازي بقصال زرزير كاز ودا يكونن تي تساتفو ناي دكتور عبد الرازق كرار ضيفنا الأكارم المتواجدين في هنا في الغرفة والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي. قبل أن نبدأ هذه الأمسية سوف أقوم بتعريف ضيفنا. ضيفنا لهذه الأمسية هو الدكتور عبد الرازق كرار. دكتور عبد الرازق كرار حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية في مجال إرساء الديمقراطية من جامعة ديكن يونيفرستي بأستراليا، ثم حصل على درجة الماجستير، طبعا الماجستير الأولى في العلاقات الدولية والإعلام أو الصحافة من جامعة الخرطوم، وأيضا ماجستير في أخرى أيضا في العول يعني في العولمة من جامعة أستراليا ناشونال يونيفرستي أو بأستراليا. أيضا الأستاذ عبد الرازق الدكتور عبد الرازق كرار كان شريك مؤسس لمركز الإريتري للخدمات الإعلامية في السودان، أيضا عمل كمدير للإذاعة الإريترية أي إذاعة الشرق، وأيضا بالاستمرار كان يشارك سواء كان في مناقشات أو بكتاباته في منصات في الشبكات الإريترية المختلفة، وأيضا كان يعني حاضر في كل نشاط المقاومة الإريترية سواء كان في إثيوبيا ولا في السودان. مشاركته هي طبعا لا تحصى ولا تعد، لكن كسبا للوقت اختصر بهذه التعريف. أنا أقول التعريف مقتضب جدا، يمكن لو تحدثنا عنه لا يكفينا أكثر يعني من نصف الأمسية ممكن حنأخذها. فاليوم طبعا حيكون في هذه السمينار حيقدم لنا ورقة بخصوص إنه هل تحت عنوان هل المعارضة مستعدة إلى ما بعد نظام أفورقي. فبالتالي بعد أن نستمر في هذه الأمسية من خلال تقديمه للورقة أو من خلال تقديمه حول هذه حول تحدثه حول الموضوع، حنواصل من خلال استفسارات وأسئلة وأيضا مداخلات إن وجدت. وهذا يعني حيكون تقريبا هنستمر قرابة نصف ساعة أو أكثر من ذلك. وبالتالي أتمنى لكم أمسية ماتعة مع الدكتور عبد الرازق كرار. وبالتالي أترك الشاشة كل الشاشة للدكتور عبد الرازق كرار. تفضل دكتور عبد الرازق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الشكر لغرفة حوار لوعي مشترك، الأستاذ أبو ناصر والأخ قرماي، الأخ نبيل والإخوة القائمين على أمر هذه الغرفة التي ربما الآن لها 8 سنوات أو أكثر. خلال هذه ال8 سنوات تطورت هذه الغرفة وشهدت كثير من الأنشطة. الواحد يحس بالتقصير في أنه ما مشارك بما فيه الكفاية، رغم أنه يعتبر نفسه من المؤسسين لهذا المنبر، لكن ربما بعد المكان والتوقيت الغريب المنتشرين فيه في أستراليا لا يساعدنا كثيرا على حضور الكثير من الجلسات المفيدة. شكرا أيضا لهذا التقديم الضافي والكافي أيضا، لأن الموضوع ما هو حول الشخصي بقدر ما هو حول القضية الأساسية اللي هنتكلم عنها. في البداية تواصل معي الأخ أبو ناصر من فترة طويلة ويلح علي، وأنا أحس بالذنب وأحس بالتقصير في هذا الاتجاه، لكن أخيرا استطعنا أن
أن نصل إلى اتفاق في أنه أكون ضيف، آمل أن أكون ضيف خفيف عليكم هذه الليلة. وعندما اخترنا هذا العنوان، رغم أن المكالمة بيني وبين أبو ناصر لم تكن طويلة، إلا أنه كنت حاسم في تحديد العنوان. هو اقترح عدة عناوين في نفس الاتجاه، هو صياغة العنوان بشكل مختلف، لكن أنا أصريت على أن العنوان يكون بهذا الشكل. هل المعارضة مستعدة لما بعد أفورقي؟ كنا متفقين على الموضوع، ولكن صياغة العنوان. وبالتالي هتكلم لماذا وضع العنوان بهذا الشكل. أوكي العنوان بهذا الشكل. أوكي، يب، أوكي صحيح. بمجمر تامس كانان زتين حبرة ونخاتكم من كلهم نتوم نزي قزازي زكايدو زلو وزقزازي نشمون تي عمد زاكل بزي مقراز بزح عبر كتو غيري أنا بوغني كم تزد اللي تساتي فك بالآي كإلن كساتي فكو أنت نبرا لقن بتفعل علي مخنياتات عدي كابت مخنياتات نقزاتو تي ناي فدلي رتت نايتي زنبرلو بوتان نايتي ناي قزي فدلي كخون يسئليو جن عبر كتو فتصم زين عبر كتو إيو غيرو بتعمي زد هساسن زي كبتن عبر كتو كم زقبره خان وكل بروهيو حو أبو ناصر نوح قزي عدما أغرب الله جن بزتف على لي مخنياتات كي كم أبتز تدلي قزي وي أبتز زي تقبر لي قدمت زي كي غرب أي كاركم كم تقدم بلاز جلسبون وبزوح مخنياتات كوينو كان دفري نزي نزي مشيت زي حدا استحيزه قرب سما معنا تي ار ستي بستفعل على الجباب كواك قرب بتفتنه كان ام مود داتا اتزق عشان الجباب زي لومي حيزو وزلو ار ستي مالت تقاوم ارترا دحري سرعات اساس دلوتي وبزبل كربو كفتني طيب، العنوان واضح فيه أنه يعني المعارضة ما حيكون، أو دور المعارضة تقريبا في شبه اتفاق، أو اللي هو زي ما يقول الاحتمال الأكبر والأرجح، اللي هو أنه ما حيكون عنده دور في تغيير أفورقي، لأنه خلال 30 سنة، اللي هو لأسباب موضوعية ولأسباب جزء منها ذاتية نتحملها كلنا الآن. هذه الجلسة ما هي لتوجيه الاتهامات لطرف أو لقيادات محددة، لكن كلنا بشكل عام كمعارضة لم يكن في استراتيجيتنا كاستراتيجية عملية قابلة للتنفيذ يعني محاولة إسقاط النظام، أو على الأقل دفعه لتغيير سلوكه، لأسباب زي ما قلت جزء منها موضوعية وجزء منها ذاتية تتعلق بالمعارضة. لكن هذه الليلة ليست لمناقشة هذه الأسباب، لكن المؤكد على الأقل في نظري أنا، المعارضة بوضعها الحالي، وحتى لو حصل تحسن في وضع المعارضة، لن تلعب دور كبير في إسقاط أفورقي، ولكن مش في إسقاط أفورقي إنما في ذهابه بمعنى أقصد. وبالتالي أنا استبعدت كلمة إسقاط، يعني نظام أفورقي في تقديري لن يتم إسقاطه، ولكن هنالك احتمالات أخرى للتغيير، احتمالات اللي هو سيناريوهات التغيير يمكن أن نتحدث عنها. وبالتالي أنا سأتحدث في ماذا لو ذهب أفورقي وأصبحنا أو استيقظنا من النوم ووجدنا أفورقي غير موجود، إما لأسباب تتعلق بالعمر أو لأسباب تتعلق أيضا بوضع داخلي في داخل إريتريا. اوكي تي ار اس تي بروهيو تي تقاومو ني سرعه اساس نملغاس قدي الو وي قدر كلو يزبل اي نبل المخنياتو زي دما ني كل احنا نفلطون ونوضعون بعد بيتاو المخنياتات كون مالتيو اذا كبلون كل خوغن كسي قبل ناي كل احنا حسرتنا ناي كل احنا ودعاون بعد بيتاون مخنياتات قالوا لنا ازيك بقى انا كون كم زي كده اذا دما لومي كسين مقراب سيكوني جن بزعبازي ايكون كون اتي كزاره وي بزعبازي وين كسي مقراب ايكون لومي مشيت نزاره جن بردو عب نعون من الغاز وي وي نعون مودا قدي قالوا لنا مزراب اي 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 نفعلن كم تقدم بلز بس بزح مخنياتات قليو ودعاوي قليو دم ما بعال بيتاوي نها أب انا ازمر كوز خوني كن اذا اي كون انتخل علو دجي زلو اذا اي كلها هنا
ሓላፍነት ኮይኑ እቲ ከልዕሎ ደልየ ዘለኹ ግን እቲ ኣገባብ ናይ ምኻድ ናይ ምልጋስ ናይ እሳስ ብምልጋስ እውን ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደ ወጋሕታ እቲ ስርዓት ኣብ ዘይህልወሉ ወይ እውን ህልውንኡ ኣብ ዘይንርእየሉ እዋን እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ኩነታት ወይ እቲ ክርአ ዝኽእል ሲናሪዮታት እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል ኣብኡ የኣተኩረ ክዛረብ ዝደሊ ዘሎ። الأنظمة السياسية عندها صفات كثيرة جدا تقدر تصف بها النظام، يعني في عدة مؤشرات أو عدة عوامل من خلالها تقدر توصف النظام وتقول هذا النظام ديكتاتوري، هذا النظام ديمقراطي، هذا النظام شمولي، هذا النظام اللي هو تحكمه نخبة فاسدة، يعني مجموعة. وبالتالي لما نرجع ونشوف النظام في إريتريا، رغم أنه أسياس لا يتحمل المسؤولية الكاملة، إلا أن نقدر نقول أنه شخصية أسياس أفورقي هي شخصية محورية في هذا النظام. هذا النظام، وبالتالي الحديث عن أسياس، إذا ذهب أسياس في أي لحظة هو حيكون عامل حاسم في مسيرة إريتريا. إذا يعني ذهاب أسياس أو اختفاء أسياس من الساحة حيكون عامل مهم جدا في أنه يجعلنا نتساءل ماذا إذا اختفى سياس؟ ንስርዓታት ብፖለቲካዊ መልክዓቶም ክትገልፆም ከለካ ብዙሕ መግለፂ ኣለዎም። ፖለቲካዊ ስርዓታት ገሊኣቶም ዲሞክራሲያን ክኾኑ ምልካውያን ክኾኑ ይኽእሉ፣ ገሊኣቶም እውን ጉጅላዊ ብልሽውና ዘለዎ ስርዓታት ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ብዙሕ መግለፅታት ኣሎ። እዚ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ዘለዉ እውን ሎሚ ማለት ኣብ ኩሉ እቲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ኩሉ ኢሳያስ ዝስከሞ እዩ እኳ እንተዘይበልና፣ ግን እቲ ዋና ቀንዲ ማእከላይ ኣካል ናይዚ ኩነታት እዚ። ስለዚ ናቱ ምልጋስ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ለውጢ ወይ ብዙሕ ነገራት ክላወጡ ስለ ዝኽእሉ በዚ መልክዕ እዚ ኢና ክንሪኦ ዘለና። ኩሉ ንዑ ዝስከሞ እኳ እንተዘይኮነ፣ ግን ቀንዲ ምዃኑ ከዓ ዘይርሳዕ እዩ። ስለዚ ናቱ ዘይምህላው ብዙሕ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጥታት ኣሎ። أي شخصية محورية في هذا العمر عندما يصل الثمانين أو يقارب الثمانين، رغم أنه يعني الأعمار بيد الله، إلا أنه سؤال من يخلف أسياس أو من يخلف هذا الشخص المحدد؟ ماذا لو مات فجأة؟ كيف تكون الأمور؟ هي أسئلة مشروعة ومطلوبة ويجب أن تناقش في العلن. ኣገዳሲ ሓደ ኣገዳሲ ኣካል ብፍላይ ኣብ ዕድሜታት ናይ ሰማንያታት ኣብ ዝብለሉ እውን እኳ ዕድመ ኣብ እግዚኣብሄር እንተኾነ ብዝኾነ ይኹን ከልግስ ስለ ዝኽእል እዚ ኣካል እዚ ምስ ዘልግስ፣ እዚ ኣገዳሲ ኣካል እዚ ወይ እዚ ቀንዲ ኣካል እዚ ምስ ዘልግስ እንታይ ክኸውን መን ይተካኢኡ ዝብል ሕቶ ኣልዒልካ ክትዛረብ እውን ብኡ ደረጃ ኣገዳሲ እዩ። أسياس ليس فقط عامل العمر، ولكن أيضا خلال على الأقل مسيرته الطويلة اللي هو في الثورة الإريترية، وهو مثلا العامل الحاسم أو الشخصية الأساسية الفاعلة في الجبهة الشعبية وما حدث فيها من إيجابيات وسلبيات، وأيضا في الدولة هنالك لديه عداءات كثيرة جدا على المستوى الشخصي وعلى مستوى الثأر وعلى مستوى كذا، وبالتالي أيضا حتى من غير العمر على قلة هذه الفرضية أيضا، يعني ذهاب أسياس أيضا بفعل فاعل أيضا هو احتمال موجود ومرجح كلما كبر في العمر وقلت أيضا إمكانية تحكمه في المعلومات وإمكانية سيطرته على الأمور. إساس ኣብ ثورة ኤርትራ ኣብቲ ዝነበረ ውድብ ከም ቀንዲ ተዋሳኢን ከም ቀንዲ መራሕን ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ንነዊሕ ዕድመ ዝገበረ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ጥራይ ብናይ ዕድመ ምኽንያት ክኸይድ ይኽእል ኢልካ ዘይኮነ ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ዝገበሮ ኣብቲ ናይ ሰውራ ምምራሕን ከምኡ ውን ብደረጃ ናይ ሃገር ኣብ ምምራሕን እውን ብርክስ ብዙሓት ፀላእቲ ከም ዘጥረየ ብብዝሒ ናይቲ ዝፀንሖ ዕድመን ብብዝሒ ናይቲ ዘለዎ ዕድመን ብኡ ደረጃ ፀላእቲ ከም ዘጥረየ ዘይጠራጠር እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ እቲ ዕድመ ኣብ ዝደፍኣሉ እሞ እቲ ነቲ ዝቆፃፀሮ ዝነበረ ነገር ናይቲ ሃገር እውን ከምቲ ዝግባእ ከምቲ ምስ ኩሉ
ጥዕንኡን ደሓን ዝኾነ ዕድሜን ኣብ ዝነበረሉ ዝቆፃፀሮ ዝነበረ ኣብ ክቆፃፀረሉ ደረጃ ኣብ ዝበፅዓሉ እዋን ብኢደ ሰብ ወይ ብናይ ሕነ ምፍዳይ እውን ተልግስ ዊ ሓደ ካብቲ ዘሎ ተመክቶታት እዩ። عندنا تجارب مماثلة عندما يتقدم الإنسان في العمر ويفقد السيطرة. عندنا تجربة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، عندنا الرئيس الجيبوتي مع أنه كان انتقال سلس أيضا، لكن دائما طول العمر يضعف اللي هو إمكانية التحكم في المعلومات والسيطرة في الأمور، وأيضا اللي هو تقليل المخاطر. دائما الإنسان يعتاد على الوضع، وبالتالي أيضا هذا الاحتمال في أنه أسياس يعني طول حكمه يمكن أن يكون هذا السيناريو مطروح. لماذا أتحدث أنا عن السيناريوهين اللي هو الموت بسبب العمر، أو الموت أيضا بسبب ليس العمر ولكن العمر عامل فيه، هو أن لسبب شخصي من شخص مقرب أو من مجموعة مقربة، لأنه هو أيضا كبر في العمر. أنا قاعد أحاول أستبعد السيناريوهات التي تتحدث عن عمل منظم يمكن أن يسقط أسياس كعمل منظم، إذا كان عمل من المعارضة أو على الأقل قوة منظمة في الداخل لديها برنامج ولديها فكرة لتغيير النظام. قاعد أستبعد هذه السيناريوهات، أو على الأقل قاعد أعتبرها احتمالات ضعيفة جدا جدا، وبالتالي احتمالات التغيير في إريتريا أو احتمالات رحيل أفورقي في إريتريا في الغالب هي محصورة إلى درجة ما أو إلى حد كبير حول هذين السيناريوهين. እዚ ንምንታይ ከም ዝብል ኣለኹ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ተመክሮ ኣብ ዕድመ ምርዋሕ ናይቶም ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ሰባት ከም ናይ ቱኒስያ ሓቢብ ቡርቄባ ከምኡ ውን ናይ ጅቡቲ መሐመድ ስያድ ባሬ ርኢና ኢና። ስለዚ ንውሑ ዕድመ ጥራይ ብሞት ክኸውን ዘይኮነ ወይ ባዮሎጂካዊ ሞት ዘይኮነ ድኽመት ስለ ዝኸትል ነዚ ስለዚ እቲ ካልእ ሲናሪዮ ዝመፅእ ንዕኡ ከልግስ ዝኽእል ውልቀ ሰብ ክኸውን ይኽእል፣ ዘይተሓስበ ዘይተገመተ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ እዚ ሲናሪዮ እዚ እቲ ብጣዕሚ ዝቀረበ ሲናሪዮ ኮይኑ ይረኽቦ። ኣነ ምክንያቱ ስሩዕ ኣገባብ ምልጋስ ንስርዓት ኢሳያስ ካብ ተቃውሞ ይኹን ወይ ካብ ውሽጡ ብዝተወደበ ኣገባብ ግን ዘለዎ በዚ ኣገባብ እዚ ናይ ምልጋስ ነቲ ስርዓት ዘሎ ተኽእሎ ድኹም እዩ ይብል ወገነ። لماذا استبعدت في نظري هو العمل المنظم ضد أسياس؟ هذا يتعلق بما هي مناقشة الأسباب، ما هي الأسباب التي جعلت عمر أسياس أو على الأقل سلطة أسياس في الحكم ضد الطاول، وهي أسباب كثيرة جدا الآن ربما ليس مجال لذكرها، وأيضا ما هي الأسباب التي أضعفت القوة التي يمكن أن تشكل على خطر أسياس إذا كان المعارضة أو قوة محتملة للتغيير في الداخل. فهذول رغم أنهم ما هم جزء من حديثنا اليوم، إلا أنهم مرتبطين بشكل مباشر في أنه نضعف، أو على الأقل أنا في تقديري الشخصي أضعف أي عمل منظم يوصلنا للمرحلة اللي أنا حتناقش أو حاطرحها، اللي هي مسميها مرحلة ما بعد أفورقي. ንምንታይ እቲ ስሩዕ ኣገባብ ዘለዎ ምናልባት ወይ ዘሎ ተኽእሎ ዘርሕቆ ዘለኹ ናይ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ንነዊሕ ግዜ ናይ ምፅላሕ ሓደ ነቲ ንምንታይ እዩ ብበየናይ ምክንያት እዩ ብምንታይ ምክንያት እዩ ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ክእሉ ዝብል ዋላ እኳ ኣብኡ ክትዛረብ እንተኾነ ከምኡ ውን ምስቲ ነዊሕ ግዜ ምፅናሕ እውን ነቲ ንዕኡ መተካእታ ክኸውን ወይ ንውዑ ከልግስ ዝኽእል ሓይልታት እውን ከዳኽም ዝኽኣለ ምኽንያታት ኣሎ። ስለዚ እዚ ክልቲኡ ምኽንያታት እዚ ኣብኡ እኳ ብዙሕ ኣትየ ክዛረብ እንተዘይኮንኩ፣ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ምኽንያታት እዩ እቲ ብስሩዕ ኣገባብ ብዝተወደበ ኣገባብ ንዕኡ ከልግስ ዝኽእል ሓይሊ ምስቲ ናቱ ናይ ንውሓይ ምፅናሕ ዝተዳኸመ ኮይኑ ንሱ እውን ንነዊሕ ናይ ምፅናሕ እውን ከመይ ገይሩ ነቲ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ከልግዞ ዝኽእል ሓይልታት ከዳኽም ምኽኣል እውን እዚ ክልቲኡ ተተሓሒዙ እቲ ስሩዕ ሓይሊ ወይ ብዝተወደበን ብዝተመደበን ኣገባብ ናይ ምልጋሱ ድኹም ዝገብሮ ምክንያታት ከዓ እዚ እዩ። ግን ኣብኡ ነዊሕ ኣትየብኡ ክዛረብ ኣይኩም።
ما يجب أن نعلمه أنه مشكلة الانتقال السلس، أو من الذي يخلف الشخصية المحورية الأساسية في الدولة التي حكمت لفترة طويلة، ليس مشكلة محصورة على إريتريا، ولكن في أفريقيا هنالك نماذج مشابهة، لكن إريتريا تتفرد في بعض الأشياء سأتحدث عنها. بحن بسلاماوي ولسلس زخونة أجباب مسجار ناي سلطان أب سلام أفريقيا بزح زي تلمدي ويك زجبر تكبر أيكونن أزوين إيرترا نبين أطرح أيكونن دين إيرترا كابتي كالوت فليزو بلو أجباب بسلاماوي أجباب ويك بزي زخونة قلتمتم سلطان كابتي زنبورون أب كال سلطان زساقرلو أي رأينيو أي رأي كانيو بفلاي مبار زنابانا أنا بإرترا تراين بينا زي كون أب كل زلو يقلنا بإرترا بفليز بلقنا تات هنالك على الأقل 4 شخصيات أساسية في أفريقيا الآن، هم أكبر في العمر من أسياس، وأيضا أطول عمرا من أسياس في السلطة. عندنا أولهم اللي هو ثيودور أوبانج موبسوكو، اللي هو بتاع قينيا الاستوائية. هذا يحكم قينيا الاستوائية من سنة 79، والآن عمره 82 سنة. غالبا هو يعني يهيئ في ابنه اللي هو سيودور، الآن هو يشكل نائب الرئيس ووزير الدفاع، وبالتالي واضح أنه هو على الأقل، حتى لو ما تكلم عن الموضوع، إلا أنه هيئ الخليفة، والشعب في قينيا الاستوائية على الأقل عارفين أنه رغم أنه طول في الحكم، ورغم أنه كراهيته، ورغم أنه ديكتاتور ويعمل الدولة باعتباره مملكة، إلا أنهم على الأقل الانتقال بالنسبة لهم معروف. أز أب 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 أفريقيا أربعة مراحتي وأربعة أنا أربعة مراحت هجرات لعلي إسياس زلهم إدمي ألو لا حدث أب أتوم ناي ماكلاي كينيا ننوح عمت أزسان حب عدمي يدم ما تسعان كلتن عمت جيرولو أبز وأنا زجن أنتو حدا أبز هجرزي السلطان كميلو نعم من كسر كم زخونة بروح بينولو نسخة نودو يدالون نودو كم متكاتو كخون بايتا يتحلل أتحلل له سلازي السلطان كميلو كابي نابي كسر مخانو بروحي ثمانية كتير عدمه مش تسعة كتير 92 82. 82 اوكي 8 انكل تابعين وابنه الآن اللي هو يعتبر نائب الرئيس ووزير الدفاع. ودو ابز وانزي مكتل بريسيدنتن ناي مكلاخلي منستر كوينو خا يقل بلان الشخصية الثانية في أفريقيا اللي هو بول بيا بتاع الكاميرون، هذا يحكم من سنة 82، وعمره الآن 91 سنة، لكن على الأقل أيضا، مع أنه بول بيا يعتبر يعني جعل الكاميرون باعتباره مملكة تخص أسرته، إلا أنه على الأقل الدستور الكاميروني واضح فيه نص أنه في حالة وفاة الرئيس أو في حالة غياب الرئيس، رئيس مجلس الشيوخ يحكم الدولة إلى 120 يوم يتم خلالها اختيار رئيس، ومع أنه ولده اللي هو فرانك بيا يعتبر خليفة محتمل، لكن على الأقل هنالك نص في الدستور واضح في أنه كيف تنتقل السلطة إذا لسبب من الأسباب اختفى بول بيا من المسرح. أو كأتي خلاي بولتر ناي كاميروني نسخ عن كاب 90 ساعة 280 كلتنا بتهاجر زمر الحزولي عد 109 حدا كوينو أبزغن كاميرون كوري فيلي زبلو نجر بقوام بمسرة ناي قوام أبوم بربايتو ني 92 يوم ولا 120 يوم. من 210 معلتي كسلطان نسو يركبو زبلالو مثل زجن اتي نودو نايم الدلاون نودو ناب ودو نايم حلافن وين متفتات علو مالتي الشخصية الثالثة هو رئيس الكونغو الديمقراطية اللي هو دينيس نيجاسو، وهذا أيضا يحكم تقريبا من سنة 79، كان في فترة انقطاع اللي هو تقريبا صغيرة من سنة 92 ل 97، ثاني رجع للسلطة من 97 حتى الآن وعمره 81 سنة، إلا أنه أيضا في الكونغو الديمقراطية ابنه دينيس
يعتبر اللي هو مرشح، وكأنه الشعب مقتنع أنه دينيس هو حيكون، وبالتالي الخط بالنسبة لهم على الأقل الانتقال بالنسبة لهم في الكونغو الديمقراطية ما مرضي، لكن على الأقل واضح. تغسلوا بس الساي مراحين اي ديموكراسي اي ديموكراسي او كونغو يو كاب بريسيدنت نغستو كاب شحن كاب شحن شعت ميتن سبعنت شعت اب سلطان الله عد 180 حدا عمتيو ابزو وين ودو دينس متكاتو مخانو كله كونتات زحبريو بروي سلازي ابزو وين اتسلطان دحري نغستو ودو مخانو እቲ እቲ ሃገር ወይ እቲ ህዝቢ እውን ዳርጋ ከም ውድኡን ርድኡን ቅብሎን ገይሩ እውን ወሲድዎ ኣሎ ማለት እዩ። عندنا يوري موسيفيني اللي هو في يوغندا، يحكم يوغندا من سنة 86، عمره الآن تقريبا 81 سنة، وأيضا الخلافة ما سؤال في يوغندا بالذات في الانتخابات الأخيرة اللي كان فيها مشاكل، يطرح دائما أنه إذا اختفى يوري موسيفيني، وبالتالي هو كان بيجهز في ابنه موهوزي اللي هو الجنرال، وأخيرا كان حصلت المشكلة اللي هو لامنغال هو وجيشه مستعدين يصلوا إلى نيروبي خلال يوم أو كذا، وحصلت مشكلة وتم إبعاده شوية، إلا أنه تقريبا في شهر 3 الآن في مارس يوري موسيفيني حسم الأمر وعينه رئيس هيئة الأركان، وبالتالي واضح أنه عند اليوغنديين أنه ابنه هو الخليفة المحتمل. እቲ ራብዓይን መጨረሽታን መራሒ ናይ ኡጋንዳ እዩ ዩሪ ሙሴቪኒ ካብ 1986 ኣብ ስልጣን ኣሎ ንሱ እውን እንተኾነ ገለገለ ፀገማት እኳ ኣብ ሓደ እዋን ተራእዩ እንተነበረ ንወዱ መሆዜ ድሕሪኡ ምዃኑ ይርአ ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ወዱ ከም ሓላፊ ናይ ጠቕላላ ወታደራዊ ስታፍ ኮይኑ የገልግል ኣሎ ከይዱ ከይዱ እውን መተካቱ ንሱ ምዃኑ ዝዳለውሉ ዘለዉ ነገራት እዩ። في أفريقيا قضية اللي هو خلافة الأبناء في الفترة الأخيرة تقريبا أصبحت سمة موجودة، يعني أحدثها اللي هو ما حدث في تشاد عندما مات إدريس ديبي الآن ولد محمد كاكا، جمال حسني مبارك كان مرشح للرئاسة إلا أن مصر تختلف، على الأقل الجيش مؤسسة متماسكة لم يستطع، القذافي كان يهيئ في ابنه، سوريا أيضا بشار الأسد استطاع أن ينقل بعد وفاة ولده الكبير اللي هو جلي بشار، وبالتالي انتقال السلطة إلى الأبناء حتى في الجمهوريات الديمقراطية سميها أو في الجمهوريات الغير ممالك أيضا أصبح سمة مألوفة. ኣብ ባር ክሳብ ዝዋን እዚ ኣብ ኣፍሪካ ንደቅኻ ስልጣን ናይ ምውራስ ወይ ልሙድ ኮይኑ ዋላ እውን ኣብተን ብዴሞክራስያዊ ስርዓት ወይ እውን ዘይ ንግስነታዊ ስርዓት ዝልለያ ኣብ ኩለን ሓደ ዝረአ ልሙድ ተግባር ኮይኑ ንረኽቦ ካብኡ እድሪስ ዲቤ ንወዱ መሓመድ ካካ ድሕሪኡ ንሱ ከም ዝሓዞ እቲ ስልጣን ጀማል ሙባረክ ውን ንጀማል ሙባረክ ንወዱ የዳሉ ምንባሩ ከምኡ ውን ናይ ሊብያ መራሒ መዓመረ ቀዛፊ እውን ድሕሪኡ እቲ ስልጣን ናብ ወዱ ንክሰጋገር ከምኡ ዓይነት ምድላዋት ይካየድ። ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ ሎሚ ዘለና እዋን ትረፍዶ ኣብተን ብንግስነት እንተለዋ ኮይነን ብንግስነት ዝልለያ ዘይኮና ኣብተን ሲቪላዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ዝምራሕ ኢና ዝብላ እውን እቲ ስልጣን ንደቅኻ ናይ ምውራስ ሓደ ልሙድ ተግባር ኮይኑ ኣሎ። ናይ ሱርያ ድማ እዩ في ظل ካልኦ ሱርያ في ظل هذه الظروف، ما الذي يجعل الوضع في إريتريا مختلف؟ ما يجعل إريتريا مختلف، أولا كل هذه الدول على الأقل كان فيها تجارب للحكم، إريتريا هي تجربة الحكم الوحيدة، سياسي يعتبر الرئيس الأول في إريتريا، وبالتالي ما في أي تجربة. اثنين، في إريتريا أيضا ما في دستور يحدد أي آلية إذا حدث مفاجئ بالنسبة للرئيس ماذا يحدث. الأمر الآخر أيضا في إريتريا على الأقل بعد اعتقال شريف واللي كان رئيس الحكومات المحلية ونائب الرئيس الآن، منذ اعتقال محمود شريف لا يوجد شخص يمكن أن يقال عنه نائب الرئيس. أيضا في إريتريا لا يوجد هيئة للأركان، على الأقل مثلا الجيش المصري عنده هيئة أركان وعنده قيادة متماسكة، في إريتريا لا يوجد هيئة أركان بالمعنى المعروف.
أيضا طبيعة أسياس أفورقي خلال هذه الفترة إذا كان في الثورة أو ما بعد الثورة هي واحدة من الأشياء اللي خلته يستمر في السلطة، هو زرع الفتن والشكوك بين زملائه، وبالتالي من الصعب جدا لو حصل أي شيء هؤلاء الناس يجتمعون على شيء. الأمر الآخر أيضا عدم الحديث، عدم السماح عن الحديث عن شخصية أسياس ومن يخلف أسياس وأسرة أسياس، والأسئلة هذه أسئلة محرمة. ايضا اسياس شخصيته لم تسمح ابدا ببروز شخصيه محوريه يعني يمكن اللجوء اليها في ظل وجوده في داخل النظام، اذا كان في داخل النظام او في داخل الجبهه الشعبيه ايضا. أب تحتي كم زي زرعنا كونتات أب إرثرا زرعنا تمكروتات أب إرثرا انتايز تفلي نجر ألو أبزي أب إرثرا قد داي نجر مزيئتن كتوادا درون كلها مالت ناي محدرا ويناي منغستي تمكرو زي نبرا أي نبران إرثرا نمجم مرتاق زيتي منغستاو محدرا أب زي إساسيو تمسريتو سلازي اذا دما زخونه يخون قوام تي بزخونه يخون مخنياتات تي مرافعين ايت هاجر انت دا الجسو دحريو من يو زي تكوزبل زخونه قوام او نجر يلن كمون دحرين اي شريف ومأساب كنت اقدم ابلو شريف وكم وشتاوي قدات مراحي ابزنبرلو وي ناي ناي وشتاوي جزءات زبلو مراحي أبز نبر اللوان كان مكتل ناتوي في النيرو بدحري يكون زخون يكون ترايو أي فلت تلي تباهي لا أي فلت كم أون زتت حازي والتهدراوي استاف نتي بمؤكل درجة نتي سراويت كمرح زخل تغلال لا استاف يلنا التهاجر سلازي دحري كومو وين اتي نوح وان ناي مسنح سلطان ناي اساس كان من تاي زوجس انت دعالنا كل جزية ان كل اب تخبابي وزلو اب حلاف النت زلو نعو ان اب اسن ان اتفاننن ان اب وشتو كم زت اراتر ان اقبرون سلاز مرحن سلاز غزن ازي ام كلهم زياتهم ان تاي وحسنت اللو امامينهم كسرحو ازي حدي كابتي مخنياتاتيو كمو وين أب إرترا فتصوم بزعبا من يو كي دحر إساس كتكا أوزن إساس زبها النقر أب إلكا مزرب زي فتصوم زتحرمة نقر ويك أقبان يو سلزي إزو وين سلزي زربلو إزي كل كونتات إزي أب أتخفيسكا إتي كونتات تمي كم زمسل مدمات يكتعل الآن نعرف أنه نحن على الأقل من الكتاب بتاع المناضل مسفن وأيضا من المعلومات اللي عندنا حتى في الفترة اللي حصلت فيها مجموعة ال15 بدأت اللقاءات بيناتهم وكان في اللي هو من عمل المذكرة بتاع ال15، العلاقات بين على الأقل القيادات الأساسية بين هذه المجموعة كانت متوترة جدا، ما كان في علاقات جيدة مثلا بين مسفن حقوس وبين هيلة درع وبين بطرس سليمون، العلاقات كانت متوترة جدا جدا، وبالتالي أيضا المعلومات كثير من المعلومات اللي عندنا الآن ما في سبب يخلينا نقدر نقول أن العلاقات بين القيادات اللي موجودة الآن هي علاقات طبيعية يمكن بسهولة أن يجلسوا شان إذا حصل شيء يصلوا للاتفاق حول خليفة الأسياس. كابتي مصحف ناي مسفون كم وين كابتي من قصاصات ناي قول جل عصرت حمشت نبرك الزبون نخيل نقرات انت داخلي ولو انتم قول جل عصرت حمشت بحبار وكواي يكون نبر او وشتهم كلهم وترتات مصحابن زي متما من زنبوريو مسفن مس دروع دروع مس بيتروس مس زياتهم كلهم اتهم ابتي قدماي صفحي مرحنات زنبورو كلاتهم ابنن حدهم متئمان زينبروم يوم إذا دماء كابتي بياب مسحات مسفون يكون وين كابتي من قصاصات أبو جل عسر تحمش تزنبرا كجود دون خل سلازي تخناتات كمزن تدعا خوين وزم تريفهم زلو خل أمون قوم متأمان اللو متأمان كل يخيل لك زت أمام النقر كمزي اللو إنان وي زخونا يكون مخنيات كتركب عيد خيليني خازوم زلو سيت يتأمامن يوم إلكا كتزارب اي تخليني خان تدعى تقدامي كم زنيرو زفال ايوين كابوز تبليك خون اي تتبيني خان
حتى ما هو متعارف عليه في اللي هو في مثلا في العرف الاجتماعي الاريتري، في انك انت تحترم الكبار والشخصيات الكبيره. نجد انه في اريتريا الان على الاقل الشخصيات الكبيره، لما نتكلم نحن عن الجبهه الشعبيه، الشخصيات العسكريه تقريبا كلها الان، اذا عندك رزق هيرويتشو، عندك سامي اللي هو هيلا سامي تشاينا، حمد كاريكاري، هذول اللي توفوا، عندك سبحة أفريم الآن هو شبه متوفي أو مشلول خارج العمل. من الشخصيات الأساسية الآن تقدر تقول اللي باقين هم تخلى من جوس وودي فليبوس، هذول الشخصيات اللي موجودة. وبالتالي حتى عشان نحن نعتمد على حسن الظن وعلى أنه الإريتريين في النهاية الناس الكبار يقدروا يجلسوا ويصلوا لحلول، أيضا الشخصيات الكبيرة اللي يمكن يعول عليها في الجبهة الشعبية الآن ما موجودة. كم تقول له نفلته وما بحلنا وإن كم نفلته كل جزء عبي نايم أخبار بحل نيرو ناس لذا عبي نايم اسمع نيرو لذا كلهم تم عبيتين نبلهم أبي أبتي صفحين أي مريحنات وتعدرا مريحنات زنابوري هم كل مريحنات كم بعد جرس جهر وتشو هايلا سامئيل تشاينا أحمد كاري كاري وكم كان أوتون زياتهم كلهم يلون رومي حليفهم يمس لذي توم تريفوم دلو تخلى مانجوسن فيليب بوسون تراحم سلازي اتي بمخنيات ابهلي تموركيسكا اتعبي نقدميت كتحلفو وي عبي يقدم يلتا تزربلو نجر وين ولا بتي بهلي تموركيسنا كمزك خوني خيل يخيتبل زوين اتخونتات كمزي نريو زلنا توم زنوبرو عبيتي كلاتهم حليفهم يميلون الآن في إريتريا تقريبا الشخصيات المحورية اللي موجودة كما ذكرت، إذا كان في الجانب العسكري تخلى منجوس، فيليبوس، إيوب حليباي، ود حديش، أفريم، في الأمن سيمون جبردينجل وأبرهة كاسا، وفي الجانب السياسي يمانة جبرآب، وفي الجانب المالي الجانب السياسي المالي اللي هو حق وسكيشا، وإلى حد ما اللي هو يمانة جبرة مسقل. هذه هي الشخصيات الآن اللي موجودة في الساحة، وهذه الشخصيات أيضا يعني من الصعب جدا طبيعة العلاقات بينها، تقول هي علاقات سوية يستطيع أن يجلس في كرسي واحد أو في مجلس واحد ويتفقوا على مثلا أن الانتقال، أو يتحدثوا عن أسياس، أو يقولوا لأسياس لو تعين نائب. ما في هذه يعني، لا تتوقع هذه السمة من هذه الشخصيات. لومي توم كندي اللوز بهالو أبو تادراو شناخ كان بعال إيوب حليبا يسوم أونج بردنجيل أبرها تاسا كم وين قال أود زي أتوم اللو أبتي بوليتيكاو شناخ دمما كان بعال يماني قبرهاب حقوس كشا كم وين يماني قبر مسكل زي أتوم حدي زت أمام النجار يلوم بحبار كوفيلوم انتاي كجبر على لو يلوم بحبار كمخرو كم وين بحبار كوفيلوم ناب إساس قريب وين ندحريخا زت كأكا سب كتمرز ويكسمي يلوم أب كزاربو زخولو درجة كزاربو زخولو عقمتاتم زي باللوميوم كل هذه العوامل اللي ذكرتها في إريتريا اللي هي اللي تعرضت لها تؤشر أنه احتمال أن يتم انتقال سلس في السلطة، يعني هو احتمال قد يكون غير مرجح، أو على الأقل لا ترجح انتقال سلس للسلطة، لأنه آلية الاتفاق يعني ما في آلية دستورية للانتقال، ما في آلية بتاع مثلا جنتلمان اوريدي مثلا في نائب رئيس، ما في علاقات سوية بين مراكز القوة. العلاقات بالإريتريا مقسمة بين مدنيين وعسكريين، أمنيين، سياسيين، كل هذه الأشياء. ما في منصة، لا منصة حزبية ولا منصة دستورية اللي هي منصة بتاع مؤسسة انستيتيوشن اللي هو مؤسسة في الدولة تجمع هؤلاء عشان يقدروا يتناقشوا حول هذه القضايا. وبالتالي تفجر الخلافات بين الطموحات الشخصية أو التوجهات، أو اللي هو التكتلات المناطقية، أو التكتلات أيضا كعسكريين عكس المدنيين، اللي هو الحزبيين ضد الأمنيين، كل هذه الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها.
እዚ ኩሉ ረቑሒታት እዚ ኣብ ግምት ኣእቲትካ ማለት እቲ ስልጣን ብልስሉስ ኣገባብ ዝሰጋገረሉ ዕድል ከም ዘየሎ ኢኻ ትርኢ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ እዞም ኩሎም ዝጠቐስናዮም ናይ ወታደራትን ናይ ፀጥታ ሰባትን ፖለቲካዊ ሰባትን ዝኾነ ይኹን ጥዑይት ዝምድና የለን። ከምኡ እውን ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ትካል ኣብኡ ኮይኖም ካብኡ ተበጊሶም ክዛረብሉን ክዝትሉን ዝኽእሉ ነዚ ኩነታት እዚ የለን። ስለዚ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ብጉጅላዊ ምትእኽኻብ ነንሕሕትካ ምትፍናን ኣብ ነንሕትካ ምግጫው ወይ እውን ወገናዊ ወይ ከዓኒ ቦታዊ ምትእኽኻብ ከምዚ ዓይነት ምስሕሓባትን ከምዚ ዓይነት ምግጫዋትን እዩ እቲ ክስዕብን ክኽተልን ዝኽእል። على قمود و و و و يعني داركنس اللي هو على قمود وظلام، أو على الأقل نقول على قمود المخاوف المترتبة على هذه العوامل. إلا أنه أيضا في إريتريا في بعض الأشياء اللي هي الإيجابية، أنه ما في مراكز قوة في إريتريا عندها مثلا المال والسلاح، مثلا زي الدعم السريع مثلا في السودان، أو مثلا جهاز الاستخبارات في مصر جهاز متكامل. وأيضا الارتباطات الخارجية، هذه الأطراف، هذه المراكز اللي موجودة، مثلا المدنيين العسكريين، مثلا إذا كان تخلى منجوس، فليبوس، إيوب حليباي، والدحدش إفريم وغيرهم، ما عندهم ارتباطات خارجية بمراكز قوة مثلا مع الأمريكان أو مع الروس أو مثلا مع دول إقليمية. هذه الارتباطات الخارجية، لأنه أسياس ما سمح لهم أصلا. وبالتالي يعني إذا ما في ارتباطات خارجية وما في مصالح كبيرة أيضا متعارضة بين هذه القوى، أيضا احتمال تفجر الصراع أيضا يقل على وجوده. إلا أنه هذا عامل واحد من العوامل الإيجابية التي تكبح احتمال تفجر الصراع على مستوى كبير يؤدي إلى تفتت البلد. ምንም እኳ ከም ዝገለፅናዮ እዚ ፅልግልግ ዝበለን ዘይብሩህ ኩነታት እንተሃለወ ኣብ ኤርትራ ግን ሓደ ድሓን ዝኾነ ነገራት ከዓ ትርኢ። ምክንያቱ ሓደ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ሓይሊ መደበራት ዘይምህላው እዩ። እዞም ዝተፈላለዩ መራሕታት ናይ ሓይሊ መደበራት ክህልዎም ዘይክእል ማለት ከምቲ ኣብ በዓል ሱዳን ዝተረኣየ ከም ናይ በዓል ቁልጡፍ ወታደር ዝበሃል ወይ ፈጥኖ ደራሽ ድዮም ዝብልዎ ኣብ መንጎቲ ካልኦት ሸነኻትን ዝተረኣየ ኣይ ናይ ምርኣይ ዕድል ዘሎ ኮይኑ ኣይረአካ ናብ ኤርትራ። ምክንያቱ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም እቲ ፅቡቅነቱ ኢሳያስ ምስ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ክራኸቡ ዕድል ኣይሃቦምን። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ገንዘብ ይኹን ናይ ካልእ ሓገዛት ይኹን ወይ እውን ምትእስሳራት ምስ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ናይ ውፅኢት ሓይልታት ስለ ዘይብሎም ጎንፂ ወይ ምግጫው ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ሓይሊ መደበራት ናይ ምርኣይ ዋላ እኳ ፍፁም የሎን ክበሃል እንተዘይተኻእለ ብዙሕ ዘፍርህ ወይ ከዓ ብዙሕ እውን ዘተኣሳስብ ኣይኮነን ክበሃል ይከኣል። في ظل هذه القضايا، يعني يظل الخيارات، أو أفضل الخيارات هو، أو على الأقل تنتظر هذه المراكز اللي موجودة في إريتريا، اللي هي المراكز اللي ذكرتها، مدنيين وعسكريين، قادة مناطق، سياسيين، أمنيين، تنتظر أنه أسياس يحسم هذا الموضوع من خلال إيجاد آلية، يعني إيجاد آلية للانتقال. المنتظرين يعني منتظرين المبادرة من أسياس. يعني ذكرني هذا بالموضوع اللي حصل في سلطنة عمان، عندما، لأنه السلطان قابوس ما كان عنده أبناء، فحدد آلية الانتقال بطريقة غريبة. قال أنه آل اللي هو آل سعيد كلهم يجلسوا خلال 3 أيام، إذا ما اتفقوا هو حط رسالة سرية في مكان محدد، يفتح الرسالة هو حدد الخليفة بتاعه. وهم ما تعبوا نفسهم في أن يجلسوا مباشرة، فتحوا الرسالة واللي اختاروا لهم اختاره. وبالتالي يعني كآل سعيد في سلطنة قابو في سلطنة عمان، يبدو أنه هذه المراكز على اختلافها،
لكن يتفقوا على شيء واحد، هو أنه أسياس زي ما أوجد إريتريا يجب أن يوجد خليفة له، مع أنه أسياس لا يضع فرضية الموت. يعني هذا مش أسياس، لكن كل الديكتاتوريين تعتريهم حالة من النرجسية، ويعتقد ما يفكر في الموت عادة، لكن يتوقع أسياس هو الذي سوف يحدد آلية الانتقال. إذا كنا تات كله كم زيلون كله تي زوم استفال على حال تات مباري سبيونا غير انت دا هليو إساس زخونا يخون تكال ويون نسو بدحري وي بخمزة أقباب السلطان كخيد اللو كاب كسجادر اللو إيلو نخزاربهم تثبيت زيقابرو إيوم سلازي كله تتثبيت كابيساسيو كلهم ديكتاتورات دماء موت أرحيقهم سلازي تموتوه بن أي تربة ويدحر مع صوى الليلوم سلازي يقوم متوين كمزع عينت ناي مقبار وين بزح أي ترئيني خاص لازي مبار إزوم عيلتات زياتهم إساس كمتي إرترا الناس أنا قوم زنبورو قدي حجي وين تسلطان ناي مستقارون ناتو قدن ناتو تران ناتو توجيهين يوم سبب لك كمتي أب عمان سلطان قابوس زور سولاد أي نبرم سلزي انتاي غيرو نتوم علي سعيد وينتي نتوم أمراء وينتوم مكوان انت أكيبو كلاتكم تأكيبكم حدي دحري زخون زمرحكم تمرسو انت دا اخت مرسو زي كلكم جن دحر ثلاثة معلتي كما خاخيركم كتمرسو تدع زي كلكم كن زاد دبداب بزي أقد يفولكم اللو تا دبداب كفيتكم اتي أب آسي يميوز اللو خسر نعوه تورسي لهم ساتهم كا انتاي بزحت كمنا ثلاثة معلت انتاي صبينا حجي زي نري آيلوم كفيتهم اتي نسو زبالهم مراحيخا كم مراحيهم تقبلهم مسلزي ايرتراوين كم زعينت كمتات يوم صبيو زوم تفعل عليو والتهدراوي التهدراوي مزنت لهم قدامات مرحلتات يكونوا ويمون توم بوليتيكاوي مزنت لهم وقدام هاي درجة الزلوم مرحلتات تسميتهم كله إساس كلا يمرحكم دحريك بلوم تراي وبالتالي هذا يقودنا إلى السيناريو، أو على الأقل الأحاديث المتداولة الآن ومتداولة من وقت طويل، أنه أسياس إذا أسياس اللي هو خلافة أبراهام أسياس لأبوه، وهذا الاحتمال يعني مش كمعلومة لكن كتحليل من خلال السيناريوهات اللي ذكرتها في أفريقيا، ومن خلال أيضا التسليم الكامل لكل القيادات اللي موجودة في الدولة، لأنه أسياس هو صاحب الأمر والنهي. إذا هو رقب في توريث ابنه او على الاقل تمرير السلطه لابنه، لا توجد اي قوه في داخل في اريتريا يمكن ان تعترض او تقف امام هذا السيناريو. إذا دمّا نبتي بزح زربلو بعد نجاراتي كبسحان نازل سئل مسخة بزح جزيل مسابعة وإذا زربلو إسعاش نودو كورسو مخانو وين أبراهام كورسو مخانو زبل يو سلزي أزي كم زيلو الناخدة أبتمور داتاون تي مالتنا إسعاش من مسماينا يودو كم متكاتو انت دا غريبو كله خيط سانيحو بزح زي صاحب وين بزح صدم زفتر يكونون زقبلو زون كلهم سميهم سانح من حالتات زقبلو كوين إخا التريو سلازي إذا سيناريو زي حدي كابتي كخون زخيل كابتي كعوات تخلو ألو إلك التقمتو سيناريو يو بزوح كأ بوجن اللاون زي كونه كزرب اللو يسمع اللو زين قزار شو حادي كابتي من الدلواتي فرضية أنه أبراهام يخلف والده هي مربوطة بأنه أسياس يعني في وجوده أو في الحياة يهيئ البيئة ويهيئ المكان ويهيئ على الأقل الدولة ويهيئ المؤسسات إذا كانت مؤسسات في أنه ابنه يخلفه ويكون خليفة إذا هو رحل. لكن إذا أسياس رحل فجأة قبل ما يعمل هذه الترتيبات لسبب أو لآخر، إما يعني موتا أو اغتيالا،
ربما خلافة أبراهام، واحد لأنه حتى الآن ما تم تهيئته، أيضا الولد ليس بهذا الطموح. مثلا لما تشوف أنت ابنه ليوري موسيفيني، يعني حضوره والقوة ووضوحه أيضا ورغبته أيضا الجامحة في أنه يقود البلد، لا تجد هذه الشخصية في أبراهام. عادة الأب لما يكون قوي الشخصية مثل أسياس، دائما الأولاد يكونوا ضعيفي الشخصية، دائما شخصيتهم تضعف، إلا إذا الأب أراد أن يبنيهم بناية مختلفة، وده ما حصل في أسياس لأسباب تتعلق أن أسياس نفس قيم الأسرة بالنسبة لأسياس. أيضا كثير من الناس اللي كانوا قريبين منه يعتبروا أن قيم الأسرة يعني ما هي أصيلة أو عميقة في شخصية أسياس، لكن الإنسان لما يكبر دائما يحن لابنه. لكن إذا أسياس مات فجأة من غير ما يرتب هذه الأشياء، احتمالات أنه يخلفه ابن أبراهام نظريا موجودة، لكن هذا الاحتمال يقل بنسبة كبيرة جدا جدا. وفي الغالب هذه الشخصيات حتى لو ما اتفقت لاستمرار مصالحها ولعدم وجود مراكز قوة إقليمية أو دولية لها ارتباطات تستطيع أن تلعب بين هذه التناقضات للحفاظ على مصالحها، بإمكانهم أيضا الوصول على الأقل إلى شخصية بديلة، وقد ما يكون مباشر، لكن على الأقل بعد فترة من التجاوزات قد يستطيع أن يصل إلى شخصية بديلة. من أتي أبراهام نايموراس من البات إساياس أبه الله كله أنت الدليل ويكل تنعوه أبو كبس حوز التكالات أنت أكايد له زي كله أنت سريع له من البات إذا من البات زي كون كخون يخيل يجن كا بهندبت أنت ميتو جن እዚ እዚ ምናልባት እዚ ወይ እዚ ተኽእሎ እዚ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ሓደ እቶም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ተኣኪቦም ወይ ድሕረ ገለ ምስሕሓባት ተኣኪቦም መተካእታ ይመርፁ ክመርፁ ኣብ መተካእታ ክበፅሑ ይኽእሉ ይኾኑ እቲ ካልኣይ ነገር ዝኣርሱ ኣብርሃም ምስቶም ከበዓል ደቂ እዩ ናይ ደቂ ዩኒቨርሲቲ ከተወዳድሮም ከለካ ስጋብ ክንድቲ ሓረርታ ወይ ጥሙሕ ናይ ምምራሕ ወይ ናይ ስልጣን ስታይ ዘለዎ ኣይመስልን። ምክንያቱ እዚ ፍሉ ሓደ ኣብቲ ስድራ ቤት ንገዛእርሱ ኣተሓሕዛ ናይቲ ስድራ ቤት ካብኡ ዝነቐለ ክኸውን ይኽእል ብኡ ደረጃ ዘይተመልመለን ዘይተሳሓለን ይኸውን። ምክንያቱ ሓያል ኣቦ እንተደኣ ሃልዩ ኩሉ ግዜ እቶም ውሉዳቱ ድኹማት እዮም ዝኾኑ። ምክንያቱ ብዝከኣል ሓያላት ንክኾኑ ኣብቲ ናይ ስድራ ቤት ምእላይ ብዙሕ ከምቲ ዝግባእ ስለ ዘይከውን፣ ስለዚ እቲ ናይ ብሃንደብ እቲ እንከሎ እንተደኣ ነቲ ኩሉ ትግበር ዘለዎ ትካላትን ኩሉ ኣጣጢሑሉ እዚ ምናልባት እዚ ክውን ክኸውን ይኽእል ይኸውን። ብሃንደበት እንተ ደኣ ኣልጊሱ ግን እቲ ዘሎ ተኽእሎ እዚ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ድሕሪ ገለገለ ምስሓባት ተኣኪቦም ሓደ መተካእታ ናይ ምምራፅ ኣብኡ ክዓልቡ ወይ ኣብኡ ክበፅሑ ይኽእሉ ይኸውን ኢልካ ክግመት ይከኣል። طبعا نحن نتحدث عن ابراهام لانه حديث عن خلافه اسياس ابناؤه الاخرين اللي هم الاثنين، يعني بنت سابا وولد الثاني تقريبا برهاني، يعني ما لهم وجود، وبالتالي الحديث هو محدود عن ابراهام في الخلافه. طيب الان يعني ايا كان هذا بيودينا الى 3 سيناريوهات، اللي هي واحد اللي هو سيناريو بتاع رحيل اسياس اذا كان واللي هو بعد تهيئة الظروف لابنه، وهذا في الغالب طريق واضح ومعروف. السيناريو الثاني هو يعني رحيل أسياس قبل تهيئة الظروف، وبالتالي هؤلاء اللي هو اللي ذكرت أسمائهم على الأقل الشخصيات البارزة اللي نحن نعرفها وغيرهم، يستطيعوا أن يتفقوا على إما على أبراهام أو على شخصية ثانية بشكل سلس. والسيناريو الثالث هو يعني وهو سيناريو موجود، إلا أنه عدم وجود العوامل الخارجية تضعفه إلى حد ما، هو يعني حالة من الفوضى بسبب الخلافات بين هذه القيادة بين هذه القيادات. النقطة الثالثة إيه هي؟ النقطة الأولى هو أنه أسياس يهيئ لابن الثالثة أبراهام. النقطة الثالثة هو عدم الوصول لاتفاق، وبالتالي نوع من الفوضى، لأنه
الخلافات بين هذه الشخصيات هي خلافات، ما في ثقة بين هذه الشخصيات، وبالتالي الخلافات بينهم تنفجر في وتؤدي إلى نوع من الفوضى في إريتريا. سلازي بزعبا ابراهام راح نزارب سلازلنا سابا وابراهاني اب قمت زاتو اي كونون ابراهام راح يتزرب له زلو سلازي مباركس كاب زغسيلنا سلاست سيناريو تاع اينا كن كنتبن نخيل حدا انت دا تقدمي سيناريو انت دا إساس بزقبة نودو إن أبراهام أدالي وما كله تبايت أتات كله بزي زخون يكون سجم أب سلطان كمس زخلو من جدي كم متكاتو سيموها بكل زجير لون تدعخيدو إذا حدا كابت كمس زخل سيناريو كيد دالو أنت دعخيدو توم زجلسنا مستقل على أكلات وتدراويان أكلات يكونوا بوليتيكاويان أكلات إذا أتوم دحري قلم الصحابات كسامعوا يخلو السخاء وي ابراهام يكون وي كان متكاتا كرؤيو يخلو اتي خالق جن اب زي تفعل على اكلات زي اب سممع بزي سلا زي مسحو امس ابا سلا زي اتو اب تهدر زي مرققائن ناي فوضى نقراتن كرئي يخيل أيا كان السيناريو، أيا كان السيناريو من السيناريوهات الثلاثة، ما الذي يمكن أن تفعله المعارضة؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن ندرك أيا كان السيناريو، بالذات السيناريو الأول والثاني اللي هو إذا جاء إبراهام، إذا جاء إبراهام بعد أبوه ما هي عليه ظروف، أو جاء إبراهام باعتباره حل وسط أن هذه القيادات لم تستطع أن تتفق على شخصية، وبالتالي قالوا الأسهل أنه يعني هو وريث للشرعية، وبالتالي الأسهل أنه نحن يعتبر شخصية على الأقل نقدر نتفق فيه هو ابن أسياس وكذا يجيبوه، أو يجيبوا شخص ثالث. على الأقل في السيناريوهات الاثنين الأساسيات هذول، أي انتقال للسلطة بيفتح اللي هو، لأنه الواصل الجديد إلى السلطة يبحث عن شرعية تتجاوز الشرعية بتاع الوراثة، شرعية السلطة التي ورثها. كابزي سلسته ويتي خلت سيناريو زي زخونه يكون سيناريو انت دا كون كوينو اتي تقاومو انتاي كجبر يخلو وي تقاومو انتاي يوتر وانتاي يخطو قبرو زخيل بخالك كمتي اذا كاب تخلت كابزي كلت سيناريو تاعتزي انت تداليلو ابراهام اب سلطان يمسح وي ببو كله اداليو قدي كله وي وين توم ستاف على الاكلات دحري قلة من السحابات يكون وي دحري قلة من الرداءات ازون تحن ودو لازي ابون السامع انت دا تبعهم انت تخون زخر باركس كابزي قصيرو كابزي خلتا سيناريو زي حدا خابهم انت دا تعويتو تيز نبري حقاونت ناي ورشة حقاونت زي كوني تالي حقاونت ناي مدلاي تكبارات كرئيو ابتي اتي حدش اب مراح زمساكل حقاونت ورشا دي يكون تالي حقاونت زدل يلو كنتات تفتر ايو كما ذكرت، إذا تفتر كان نعم ايوه كما ذكرت أنه بغض النظر إذا إبراهام جاء وريثا مباشرا لأبيه، أو اللي هو محل اتفاق بين هذه القوى باعتباره حل وسط، أو جاء شخص آخر أيضا من هذه الشخصيات وإبراهام ما جاء زي ما قلت، حيبحث اللي هو يبدأ البحث عن الشرعية، اللي هي شفنا هذا الكلام دائما لمن يحصل انتقال، شفنا في سوريا مثلا البحث عن شرعية، شفنا جمال مبارك لمن كان يهيئ نفسه للسلطة كان خطابه إلى حد ما مختلف، شفنا ابن الغزافي لمن كان يهيئ نفسه للسلطة كان بيطرح خطاب مختلف عن خطاب أبوه، في تونس لمن اللي هو بن علي لمن خلف الحبيب بورقيبة اللي هو عمل اللي هو العهد الوطني ذا ناشونال باكت مع الأحزاب السياسية مع أنه ما استمر، أيضا بعد ما جاء إسماعيل عمر جيلي في جيبوتي. فبالتالي أي إنسان يخلف شخص آخر بأي أيا كان نوع الخلافة يبحث عن شرعية جديدة، أو على الأقل يحاول أن يظهر أنه هو مختلف عن الشخصية التي ورثها أو التي خلفها في الحكم. باركس ابراهام يمسا وين بس بمعتم على لو شنخات زمسو
سم ناي سم عمري حنت حقا ونت ناي من ذاي ناي قد بنيو مخنياتو بتزنبري حق ونات راح يكونن كخيد زدلي مخنياتو كاب تزنبري زتفلي مخانو كاب زتفلي زتفتحي ويون كالو مخانو زي حقا ونت زي كدلي ويزي حقا ونت زي كونن لعلن تحكم كبلي مخنياتو إذا كم تزرعين أب سوريا يكون أب جمال مبارك من جزائر سو أبو سلطان كوبوي أبشتبه على اللوك أو أبو فليز بلي زتخف مالت كال التحساس بان كال الرأيان كال حقا ونتن وسفح حقا ونت كابتن أبوهم كومون بن علي كابتن سلطان مسمسي كابتن زنبري حقا ونت ناي برقيبة كال حقا ونت مدلاي وسلزي كومون عمر قال لي سلزي زخونا يكون زمس حدش كال حقاونت ناي مدلاي وي حقاونتو كابتي ناي موراس وي كابتي ناي ناي زتوهبو سلطان كاببو دي وي تمريسو دي وي تسيمو دي كابزي حقاونت وسعي كال حقاونت ناي مدلاي اكبرات وهوبيو نورونيو النقطة البحث عن الشرعية بالنسبة للمعارضة تعتبر فرصة كبيرة جدا إذا فهمت ماذا يعني البحث عن الشرعية، وإذا أيضا استعدت لأن تجاوب على السؤال، على هذا السؤال، ما هي الشرعية؟ وأيضا كان عندها يعني إذا فهمت وإذا استعدت وإذا أيضا كانت قادرة على ذلك تعتبر فرصة كبيرة. أبزي أتي حقاونت من داي أبزينا حقاونت من داي كونتات أتي تقاومو انتاي كخون اللو انت دا نزي قداي زي ترديوه ويوين بغيعوه أبزي ناي حقاونت حدش حقاونت وي حقاونت ناي زدليو زلو أتي حدش أبسلطان زمسي أبو قديو كلالي أبو قديو كرئي ألو زي بزقبا نتي حدش حقا والناس زدل زلو انت دا ترديوه انت دا تقبلوه خوي طيب، زقبا المعارضة يعني آمل أن أكون مخطئ، لكن إذا كانت حتى الآن المعارضة على الأقل يعني تتوقع أو تأمل أو تحلم، خلينا نقول تحلم كبيرة شوية، ماذا يعمل أندر سميث للمعارضة إذا أن تغير النظام؟ يجب أنه خلال على الأقل 20 سنة الأخيرة تدرك أنه إمكانية تغيير النظام صعبة جدا بسبب أنك أنت يعني ما موجود داخل البلد، عامل أساسي يعني ما موجود في ده، يعني لا يمكن أن تغير النظام وأنت في مكان بعيد جدا، وبالتالي إمكانية تغيير النظام أو بمعنى أن تكون عامل أساسي في تغيير النظام، هذا الاحتمال يعني ضئيل جدا، خلينا ما نقول هو زيرو لكن هو احتمال ضئيل جدا لظروف موضوعية كثيرة جدا. لكن إمكانية أن تلعب المعارضة الدور في تعديل أو إيجاد شرعية للبديل لأسياس، على الأقل اللي هو المساهمة في إيجاد شرعية تحقق أهدافها، اللي هي في دولة ديمقراطية، دولة حريات، أو على الأقل دولة بالمعايير الأفريقية، أنا أتكلم عن المعايير الأفريقية وليس المعايير الأوروبية. يعني هذه الفرصة موجودة إذا استطاعت المعارضة أن تحدد ما هي القضايا الاستراتيجية. أولاً يجب دائما مثل هذا، لما الانسان الخليفه للنظام يبحث عن نظام يحاول يستميل بعض اطراف المعارضه على حساب بعض اطراف المعارضه، فاذا وجد بعض اطراف المعارضه استجابت له يكفيه للاستمرار في السلطه ان يستميل اطراف من المعارضه وبالتالي يستبعد اطراف، وبالتالي المعارضه على ضعفها تزداد ضعفا. لكن المعارضه اذا استعدت لذلك انه هي كمعارضه بكامله هي تبحث عن قضايا ما يجمعها هو قضايا استراتيجيه كبيره، انه الحفاظ على اريتريا ارضا وشعبا، استقرار الدوله، دوله ديمقراطيه، دوله مؤسسات، هذه الاشياء الكبيره استطاعت هذه ان توجد ان تحدد ما هي القضايا الاستراتيجيه وتتفق عليها، ويكون لديها ميثاق في ان ايا كان الخليفه لاسياس انه هذه القضايا يعني هي يمكن ان تتعامل معه اذا كان هذه القضايا
يعني هذه هي القضايا التي لا يمكن أن تفاوض فيها، وهذه القضايا التي يمكن التي لن تفاوض فيها أبدا. بارث تقاومو ويكم تزح حسبو كم تزدلو بتزح على فين هاي أسرع عمتات نتي سرعتنا نايم القاسو سقم كم زلوا سقم كم زخوني ريانا إذا دمّا تحدى مخنيات تي تقاومو كا وسعي خوينو وسعي كا وشت حجر خوينو نتا وشت حجر زكاي دلو نتا وشت حجر زلو منجستي كا نينمولواتو زلو عدل دخومي زي من البات زي بتعمي دخومي سلازي اب كمزة عينة كونتات مبارة يحجون انت قوني تابدكي من الواتو سقم كم زلو انت دا ترديو ابزز مس زلو حدش حقاونتو اب مركابن حقاونت مهابون عقون ابو قديقو كساوت كخلال لهم زي حدش حيد حدز مزز مس زلو حدش سرعة سلازي أبزي لكعيو تزمس سلطان زمس مستي تقاومو فلاليو كرادادائن فلاليو كزا ناي زرربن ناي سمعن مسمرات كخفل يخيلو سلاز خسبه خسيبو نتخال دقي كترفوون يبتنيو جن تي تقاومو أبناي حبار مرقس أبناي حبار استراتيجي أبزو قدايزي مأنتي لونا ديمقراسياوي إريترا بحق تمرح إريترا ديمقراسياوي سرعة السفنة إريترا ناي حزب سلام من رقائن بيعلنا حقي التأمنن أبزو كله تمركزو بحبر نزح حقاونت زتقلبن نزح حقاونت زحدت أكالن حقاونت كهبو زخيلكن أبتحتي كله إزي كوينو اب تحت كل تسامع على النت بتاعت كون على اللو نزخ عني حدا كيدان كله اللو بزي كيدان زي كخربو كم زلو تزي كوينو جوزاجلو وين تحقاو النت وتزدلي حقاو النت كرقاقص زي كتمر له مخنيات يلا هذا يعني على المستوى العملي، على المستوى العملي أن المعارضة يجب أن لا تبحث بالضرورة عن الوحدة التنظيمية بقدر ما تبحث عن اللي هو وحدة خطة العمل اللي هو يونيت اوف اكشن، اللي هو أو على الأقل نقول التوافق حول ميثاق، حول ميثاق تلتزم فيه المعارضة. واحد أيضا يعني بشكل مباشر أن المعارضة أن تدرك أنه البديل للنظام، البديل للنظام إذا رحل الأسياس هو من داخل النظام، وبالتالي التفاوض مع النظام أو مع بديل النظام ليس هو حول السلطة ولكن حول مبادئ، ليس تقاسم سلطة ولكن هو حول قيم ومبادئ تتعلق بكيفية إدارة الدولة وليس بمن يحكم الدولة، لأنك أنت وانس أنك أنت عاوز تقرب من السلطة يعني حتخش في صراع مع هذه الأطراف. وبالتالي المرحلة الانتقالية أو المرحلة يعني يجب المعارضة تصل إلى هذه القناعة، إذا وصلت هذه القناعة ما الذي يحدث؟ بالمقابل الخلافات في داخل المعارضة التي تتعلق بال هو السلطة المتخيلة وبالنفوذ المتخيل على الأقل هذه الخلافات تقل، أن هذه المعارضة يجب أن تتوافق على ميثاق، هذا الميثاق هو أن لا تفاوض مثلا أي خليفة للنظام مثلا للمشاركة في السلطة اللي هو في قياب الآخرين، واحد. اثنين، أن تفاوض حول قيم مشتركة، هذه القيم تتعلق بوحدة الدولة، وحدة الشعب، إطلاق سراح السجناء، إعادة اللاجئين، اللي هو حكم ديمقراطي، دستور، مؤسسات، الأشياء العامة. أيضا يجب أن لا يعني أن لا تبحث عن يعني مثلا تقاسم السلطه، يعني مثلا تنظيم عاوز يكون في المجلس او يكون كذا، يعني اذا انت ابتعدت من هذه الاشياء وركزت على هذه القيم، هذه القيم موجوده اصلا في كل مواثيق هذه القوى السياسيه، هي محل اتفاق بين هذه القوى السياسيه. القوى السياسيه ليس لديها، انا دائما اقول ليس لديها مشكله في النصوص المكتوبه بقدر ما لديها في النفوس، اذا انت ابعدت الملف بتاع السلطه والامل بتاع السلطه والطموح بتاع السلطه في الغالب بامكانك الوصول الى اتفاق اذا وصلت لقناعه انك انت لن تكون جزء من السلطه الانتقاليه او السلطه التي تلي اسياس، اذا ابعدت هذا العامل بشكل كامل، بشكل بقناعه كامله تستطيع ان تصل مع الاخرين الى قاسم مشترك. እዚ እምበኣር ብግብሪ እዚ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ናይ ሕጋውነት ናይ ኣብቲ ሕጋውነት
قدام سواس بل بقبر خريو انت دارنا حادي تي ودبات حادنت ناي ودبات من لازم يكون حادنت ناي 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 متكرن ناي ولاتن حادنت يوتي زاد الله من جزء ودبات زيادة سلازي مسؤو أبز مستي حدش حقاونت زدلي زلو ويزتلب زلو ويز زنادي زلو حدش حيلك خربان كلنا ما أب سلطان زي يكون أب متكلات ينكز زارة بازل لون زي ما يتقاوم حالته أب سلطان مقرب أب مسحاب كتوكاس لزخيل زي أبتي زدلة كبسة حيك على سلازي تزواز بحبار كوينكا ناي حبار كبرتات ناي تهاجر ناي حبار كبرتات كم زخبر قوامه يتهاجر كم تخون ناي أسرات ناي سدتنياتات كتا تي كله أبتهاجر ني قدميتن عبيتن ناي تهاجر زد أمتي متكلات أبود أبتي سمعت كتزارة بالو كم استحدي سلطان بر أب سلطان قرقسن أب ناي سلطان أب تناي مسجاجر سلطان مهلاو كان زي مهلاو كان كابزي عينت كتعتن كابزي عينت سمعتن زي كرحق له كل جزية تسجن أب سلطان أنت دع كتزارة رب جميركا أتي زي مسمعن أتي مدريش أون أتي متفنانن أتي مفللاين مجمعن أبو يزمس سلزي أتي نحقاونت نمن داي اللي علن تحتن زبل الله حدش حيلي أتي تقاومون بحبر كي تفلالي أب ناي حد أب أب حد النتاو حد ناي حد ناي حد النتو إلها اللي وب أب تو علوم تي بتونا علوم مسرد كاب سلطان بزر حق الجباب مسؤو زاتيلون مسؤو زسامام علون حقاو النت زرقبولون زهبول كثون اللو سلازي ازي بقبو التي تقاومو كردو اللو حتى لا يفهم كلامي خطأ، أنه طالما أسياس موجودة الآن في السلطة، يعني أنا ما قاعد أقول أن المعارضة تلغي كل برامجها الآن، لكن قاعد أقول طالما أسياس موجود المعارضة بإمكانها أن تستمر، بإمكانها أن تحلم بتغيير أسياس، بإمكانها أن تمارس الضغط الإعلامي، الضغط السياسي، الضغط العسكري إذا بإمكانها طالما أسياس موجود، لأنه هذا الواقع. لكن ضمن مهامها الأساسية وضمن محاولات الآن، يعني يجب أن تكون لديها مساعي أو يكون لديها اتفاقات ولديها مواسيق للتعامل مع هذا السيناريو، في أنه إذا رحل أسياس يجب أن تدرك أن رحيل الأسياس تترتب عليه فرص وتترتب عليه تحديات. هذه الفرص والتحديات لمواجهة هذه التحديات يجب أن تكون موضوعي وواقعي. الذي يأتي بعد أسياس يريد أن يحتفظ بالسلطة غالبا هو من داخل الجبهة الشعبية، يبحث عن شرعية يمكن أن تستفيد من بحثه عن الشرعية. للاستفادة من بحثه عن الشرعية يجب أن تكون واضح في مطالبك وواقعي في مطالبك، تتركز هذه المطالب حول المبادئ والقيم الحاكمة للدولة والمؤسسة للدولة، وليس في من يحكم الدولة أو من يشارك في السلطة. حسابي متان جيجا كي تردو هو زي اي سياسة بزلو اللو وان كلو اتي قد محجي خقبرو السنحي اتي تقاومو اي سياس نايم القاس دلو سرعات تخلو زكايدو زنبري بوليتيكاون كل عين السرعات نتسلطان نايم القاس كلو ازي ككايدو اللو ازي زبلو زلو خوكن كنت اقدم ابلنا زقاسة تزمس متكاتا كاوشتو سلو زخونو دحري ازي اساس اتي مستي زمس حدش تكائي مراحي زقبريو سلازي تزمس كلو ادلاتن بدهوتاتن سلو زلو اقدم كا مس زحجي التكايدو زل خاسرح صباح وين دحري اساس كمس زخيل ك بخميك قدام اللون زبلقل من كله تداري خالو بحبار تسامي عكالو اتي حقاونت بزت اللبن حقاونت حقاونتون خسر بحن زمسن اكرار باخا بخلو شنخاتو اتي ابتهاجر زلوكا امتخا نتهاجر مرحلو زلو ادبا بزعوتن اتهاجر ناب
ንቅድሚትን ናብ ምቅብልናን ናብ ዕብየትን ናብ ግዝኣተ ሕግን ናብ ዝወስድን ኣገባብ ዘእትወካ ኣገባብ ስምምዓት ኢኻ ከተተኩር ዘለካ እምበር ኣብ ናይ ስልጣን ምምቕቓልን ናይ ስልጣን ምምቕራሕን ኣብኡ ክእቶ ከም ዘይብሉ። ስለዚ ምስቲ እቲ ክልተ እዩ ኣብ ዝቐሚጠ ዘለኹ ኣቐሚጡ ዘሎ እቲ ሓደ ጋብ ኢሳያስ ዘሎ ከምቲ ዘለካዮ ኩሉ እቲ ክትገብሮ ፀንትካ ኢሳያስ ናይ ምልጋስ ኩሉ እትገብሮ ኣገባባት ከተካይድ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ግን ናይ ግድን ዝጠልቡ እቲ ዝደልዮ ሕጋውነት በቲ ዝረኸቡ ሕጋውነት ጥራሕ ደው ክብል ስለ ዘይደሊ እቲ ኣፍ ደገ ናይ ሕጋውነት ኣብ ዝተኸፍተሉ ግን እስኻ ውን ኣብዚ ኣፍ ደገ በዚ ተኸፊቱ ዘሎ ኣፍ ደገ ናይ ሕጋውነት ኣተኣታትዋኻን ፅልዋኻን ንዕኡን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ብግቡእ ብሓባር ኣብ ናይ ሓባር መትከልን ናይ ሓባር ስምምዕን ናይ ሓዳር ዕላማታትን ዝተሰርዐ ክኸውን ኣለን። ግን ብሓድነት ክኸውን ዘይኮነ ብናይ ሓባር ውዕል ኣብ መንጎ እቲ ተቃውሞ ከመይ ገይሩ ምስቲ ዝመፅእ ሓድሽ ሓይሊ ይቀርብ ነዚ ድሉው ክኸውን ኣለዎ እዩ እቲ ሓሳበይ። عشان أختم حديثي أقول هذا الموضوع يجب أيضا في أدبيات وفي عمل المعارضة، يعني ليس هو مهمة إضافية إنما هي مهمة مركزية أساسية، كما ذكرت لأنه أسياس كبير في العمر الآن، لأنه ما في طريق واضح للخلافة ما الذي سوف يحدث، وبالتالي هذا الاحتمال وارد، يمكن أن يحدث في أي لحظة، يمكن أن يحدث غدا أو ممكن يحدث بعد 7 سنوات، لا ندري متى يحدث، لكن حدوثه حيغير اللي هو في مسار الدولة، حيفتح فرص وحيفرض تحديات. إذا كانت المعارضة بوضعها الحالي مقسمة، حتى في حالة انفلات الأمن أو السيناريو اللي هو اللي نأمل أنه ما يكون وهو ضعيف، لأنه الارتباطات الخارجية حتى الآن قليلة على الخلافات اللي موجودة، إذا استطاع جناح في السلطة الاستعانة بقوة لأسباب من إقليمية أو لأسباب مثلا كانوا زمان معه في الجبهة الشعبية اللي هو أسميها اللي هو الكلانش اللي باعتباره قبيلة من الجبهة الشعبية، أو لأسباب أخرى استطاع أن يستميل طرف من المعارضة ويضرب طرف آخر استمرار لحالة الفوضى، وبالتالي المعارضة على الأقل إذا ما استطاعت أن تغير نظام أسياس، يجب أن تكون عامل في إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، أولا كدولة قائمة، دولة موحدة، شعب موحد، ودولة تسير نحو قيم الديمقراطية، أن تكون عامل مساهم، كاتالايزنج رول، تلعب كاتالايزنج رول مش سنترلايزد رول، يعني اللي هو دور في هذا المجال، وهذا لا يتم إلا من خلال جعل هذه المهمة مهمة مركزية، وأيضا أن تكون الاتفاقات هي اتفاقات واقعية مبنية على واقعية سياسية حقيقية وليس على تمنيات وطموحات. وشكرا جزيلا. ስለዚ ሓሳበይ ክድምግም እዚ ክገብሎ ዝፀናሕኩ ተወሳኺ ሓሳብ ዘይኮነ ኣገዳስን መሰረታዊ ጉዳይ እዩ። ኢሳያስ መዓስ ይኸይድ? ሎሚ ድዩ? ድሕሪ ሓደ ዓመት ድዩ? ድሕሪ 7 ዓመት ድዩ? ብዘየገድስ ግን ከም ተወሳኺ ኣብቲ ክግበር ዝፀንሐ ስራሓት ከም ተወሳኺ ዘይኮነ ከም ቀንድን ኣገዳስን ሒዝናዮ ክንከይድ ዘለና እዩ። ስለዚ ሓደ እቲ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ርክብ የለ ብዙሕ ፀገም ኣይረአየልና ናብኡ ብዙሕ ስለ ዘየሎ ግን ከዓ ኮይኑ ግን እቲ ቀንዲ ክንጥቀቐሉ ዘለና እቲ ስልጣን ካብ ውሽጢ ዝመፅእ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዝተፈላለየ ዝምድናታት ምስ ገለ ካብዚ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ኣብ ደገ ዘሎ በዚ ይኹን በቲ ሓደ ዘራኽቦ ወይ ዝምድና ክህልዎ ስለዝኽእል ስለዚ ምስ ሓደ ሸነኽ ወጊኑ ነቲ ካልኦት ሸነኻት ኣዋሲኑ ክግበር ወይ ክፍተን ስለዝከኣል እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ነቲ ሃገር ኣብ ፀገም ዘውድቕ እዩ። ስለዚ እቲ ክኸውን ዘለዎ እቲ ተቃውሞ ኩሉ ብሓባር እቲ ሃገር ወይ እታ ደውላ ኣብ ቅኑዕ መንገድን ኣብ ቅኑዕ መስመርን ናብ እትኸደሉ መንገዲ ዝግበር ስምምዕ ኩሉ ብሓባር ምስቲ ዝመፅእ ሓይሊ ብዝኾነ ይኹን ካልእ ምክንያታት ተፈላለዩ ዝራኸቦ ዘይኮነ ብሓባርን ንናይ ሓባር ጥቕምን ንናይ ሓባር ናይ ሃገር ረብሓን በዚ ኣገባብ እዚ
ክግጠምን ክቅርብን ኣለዎ እቲ ዝመፅእ ሓድሽ ሓይሊ ኣብዚ ነዚ ዘሎ ከካፍሎ የ ዘለኹ ሓሳብ ኣብዚ ውድእ እዩ። شكرا جزيلا جرماي على الترجمة الرائعة والترجمة الدقيقة، شكرا جزيلا. شكرا شكرا. طبعا حجي كابزي غسيلنا أبحثون مثل كن أتوينا أبحثوتاتنا جن كابزي لو مشيت زغرب زعبا كتا كابتي سلسة سيناريوتات كابتي ذهبوا كله كخون يلو زقمتو نطبتاتن كابو وسائي ولا زجزا يدلي ولا عبد الرازق يدلي أنا كقبل أيكون كنتي حتو مخنياتو كاب حسابنا وكابتي زعبا سلزو سألنا أبزيد اللي خدنا نزو كله كتبهال الصنحة أب قلة قلة تمكراتاتنا كاب مريو زلنا عيو سلزي حتو أبتي كوهاب زصنحي زتواهبي حسابن أبتي زعبان زتوكوري كخونيو سلزي قداماي حتاتاي أستاذ أحمد قيسي مثلني جرماي حجي عاد خن قبل اللوم هنيات بزحت تكون يا زحته تبقى هو تكون عاد تن قبل اللوم تايمر حدا نسو كالأي وجن وين كالأي نجر وين ناي جزيف اللي ناي داشانا أبجمت بمئتاو حجين دعي كيد كسيد وجحول لهم مثلاني سلازي زوين أبجمت كنأتول لنا سلازي أنا وين جزية كي وصلكم قبلك ثلاثة قبلك يا هو ماشي تي 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 جزية حزل دايخة دكتور نبيل تفضل أستاذ أحمد. أستاذ أحمد الغيسي، أستاذ الغيسي ايش الو انا من يا عند جماعة كعب يا ريت الله هني دحر استاذ داويت عدلنا هي بلخون يا احمد قيسي حتى نجزار سوت ناي يمن ناي ستايوين سقم سلو زلو سلو غلطيفنا انا احمد كنوبو ويتوي حساب ويحطوه دحانيسنا حلنا لا 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 ابزات ولا انا حكاية جرماي هو اذا متحساس ابي ذهب كا كل جزء خاب استي ار اس سي اي نو سائل كامو مساء انت كمل الكادلي كل جزء جرماي ترجم ماي ده امبري ملا ساي سلازي كون كا كل جزء اتي حتو بقى انا زقرب اتي بعلوتي تاي بهالات كملو سولو اتي غاشانا نسو كملو سولو مسخاخ من السنة عين السبعين سياخا خط حساس الفوتو اوكي مخان ملي سايب باي بلتن قندحان وسيله له أستاذ أحمد الغيسي تفضل أستاذ الغيسي انا اب اخمان اشتي متحساسه بيتالات قبل ما نجمر ناتي متحساسه بيدمع في الليميت ناي جزيه ديالكم موديل لهم كان شخصيات من شخصيات قروت اللي كنفاليو هنك لنا كان بعل احمد قيسي ننوع جزيه بسن كتب لو كنا أسي جزائر كبيرة ما هو إلكتريكي أوريت قال خوني ما مستي زلوم حلف الناتن قال أنسني قرب عدلات أنت توحدة ما حاشا زي الأمن تعلمني ويغني لي هالراي هالراي بوين انا احمد اكو غلط في نبلو زلنا قلنا يسمعنا الا احمد مثلني استاذ احمد الغيسي السوي استاذ قارب الاستاذ قيسي لكن دمتم سامعين لنا امسخه استاذ يلان انا تتكلم انت ما في صوت يا استاذ احمد في عندك مشكلة الصوت ما مسموع عندنا استاذ قيس وتي خا خلا اكزي اتوموني سمعني تلخا مغنياتو مايك سلازي بالكا اي خن سمعك كاينينا
جرماي ناب كالق محلف استاذ قيسي تملسنا دحري وابدا مسح له قدام الناس بوكاي ولا تايدو همان فيدد كوين هذا. هو اوكي اوكي حراي بالمني ايفون 3 أمير 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 تفضل أمير اوكي شكرا جزيلا استاذ جرماي، شكرا جزيلا ابو ناصر سمع الله هو والاداره. سمعت الله هو حجي يا حجي اسمع الله. صنع أمير صنع أمير تفضل قيسي سامحنا أمين صنع أمير عفوا عفوا مسامحه. انا عايز اضيف مستجدات جديده. المحاضره قيمه جدا جدا، وانا في اعتقادي هذا النوع من الطرح هو المدخل لفهم الصورة الحقيقية اللي موجودة في إريتريا، سواء كان من جانب المعارضة أو من جانب النظام نفسه. فعايز أعطيكم معلومة مهمة جدا جدا، المعلومة هذه شبه مؤكد الآن، النظام احتمال كبير يوم 24 يعلن أنه جهز الدستور، واحد حيعلن تغييرات جذرية في النظام، حيسحب البساط من المعارضة ما تطرحه في مفهوم الديمقراطية والدستور. النظام قاعد يعمل سيناريو كبير جدا ومعدله إعداد على طريقتهم بشكل جيد، وهذه مسائل لما نجي نربطها مرتبطة بتاريخ الجبهة الشعبية. يعني أول مؤتمر لها مع دستورها كان سنتين بعد 10 سنوات عملوه، لما تجمعت كل القضايا وبعدين بدأوا يحلوا القضايا بعد 10 سنوات. هذا النوع من الأسلوب كان معتمد في الساحة الإريترية على كل حال. نفس السيناريو الآن قاعد يكرر. أنا في اعتقادي أنه هذه المعارضة يجب أن تنضج، لأنه بالإجراءات التي سوف يتخذها النظام سوف يسحب البساط على المعارضة اللي نعرفها نحن اللي موجودة في الخارج، نترك الجماعة اللي موجودين في الداخل. زي ما ذكر عبد الرزاق، جائز تكون هناك مراكز قوى في حدود معينة، مجموعات شلة، وهذه طبيعة الجماعة. في حقيقة واحدة، الناس المتنفذين الآن داخل السلطة بعد إسياس يمانة قبر أب حقوس كشة واحد اثنين من الجنرالات الى اخره، هذه التركيبه. حتى الان يمانه قبر اب هو اللي قاعد يعد الدستور اللي حيعلنوه، وهو اللي قاعد يعد كل الاجراءات لعقد المؤتمر لهجده الجبهه الشعبيه. حاليا في وضع جديد حيبدا بعد الاعياد مباشره، وانا في اعتقادي هذا الشيء يجب ان ننتبه له، لانه حيخلق وضع سياسي بأطروحات جديدة حيلخبط الصورة تماما. ويمكن في جزء كبير من المعارضة قد تحمل حقائبها وتذهب، لأنه ما حيطرح هو نفس الأشياء اللي كانوا يطرحوها، مفهوم الديمقراطية ومشاركة الآخرين. لكن أنا ما أعتقد النظام أنه يبدأ بالاعتراف بالمعارضة باعتبار أنه هذين الناس باحثين عن سلطة، هؤلاء الناس لهم ارتباطات، هذا النمط من الاتهامات اللي تعودنا عليه. ففي اعتقادي أنا حتى النقاشات تكون مجدية، يجب أن نعرف أنه في تطورات كبيرة سوف تحدث في خلال هذا الشهر. هذه الملاحظة حبيت أقدمها وشكرا. تركي أوكي بتركي زوجي قسم أقول لكم أخو ترجم الكاجر مايك من الراي الراكين حساب الراي الراي التمرين اللي نقول لهم هو تطبق. هو انت اخو البلي. انا ساب نايلومي خدت انا بحكي اجداسي يبين حدش مع بالتها تابع حجي ابدي متكن اتوز لنا ابي سمرات سرعات يدالو له من البحث قد حجي نوحد هو صدر له نقر كخوني خيليو دين حجس فيري سيريس بوينو مالو ابزو بعال زبرنا ينات انك وجوهم من البحث قد حجي زكير وازن بري نحناس مسريتنا ينازل لنا حنتي أكال نتفيناي كونستيشن جلمتات زبلا حجي من الباتي دقما ودينا هذا لنا تدابي يظلوا في قوام حجي صدقاتي نمزدقوا إن أنت شمون يقبر لنا خالي من قياراتها في منجستي ولا نعوم تكاتاك قوون زقل كلتا سبات اللوم من الباتي زيهم كلتا سبات
مسوني جزار أسو بروبوغاندا يقبلون لهم يقومون أفلام سراوي يقبلون بيوم ما يقبلون تالي زرباي يماني قبل أبن حقو سكشان عندي قندي خايا يماني إيد كوين ذو حجي يماني قبل أبن من الباك مس يماني قبل أب حد من معي قبل يقومون زعبا ودو نبير متك أتا ودونو كمل تأسي كم عينة الرأي باللونجين سمي جيركا تدالوان دمت ذلو مدرخات من البعث أبسل معكم دي أنا بوتينن أي يالسن زت قدرت أبروسيا كم عينة نجرات في جبل التالي سلازي سي إذا حدش معبالتها بوزح بلوكتا وحتتها تلا على سلازي أبدن بتقاومه بحجي تداليهم لخد أنحوكم ذلوهم أقداسي خويدين سمعني أنا سلازي خمس عينة حبيريتا سلازي الله نقولاتنا بروح وخون أبو تمر كيسناها أثر أنا في بسكوب ملكع نتي خونتات ده حشي بغندي بغندي حسب ولد قبوم زيهم دم بيتقاومو سلفتات دين والدبات دين أشماتين مالتي تقاومو خاب تبا هلسي قدمنا نزي حدش بلوت كوي بروفوك زي قبر زولو بزي مدرخزي تدالينا له ونتنح يجبعنا شكرا. شكرا. في عندك اي تعليق استاذ عبد الرازق؟ دكتور عبد الرازق. لا واصل واصل ما مشكلة اوكي واصل خلاص. واصل فيه. ممكن تجمع شو اسمه، يكون عندك امين، أمير. امير. أوكي، شكرا جزيلا أستاذ ناجرماي، وشكرا جزيلا أبو ناصر، كل العاملين في الوعي المشترك، وأيضا شكرا جزيلا لأستاذنا عبد الرزاق. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الندوة جميلة، كانت جيدة. وشكرا أيضا لأستاذنا الغيثي على هذه المعلومة، رغم أن هذه المعلومات موجودة ومن فترة بعيدة جدا، إنه بالذات بعد ما انتهى الحرب في شيبيا، تساؤلات الشعب أو كمان في داخل في التساؤلات اللي كانت موجودة. انتهى الحرب، جيم أوفر، بعد ما قال إنه مثلا شنو هي الرجوع للداخل. هذه تساؤلات كانت في شعبنا، أكيد المعارضة منتبه لها طيب أعتقد. لكن أنا أرجع لسؤالي لأستاذنا عبد الرزاق كمان. يعني التغيير، مثلا قلت القوى المعارضة تراهن أو كمان التغيير من الداخل. الداخل عموما طبعا معروف، كلنا عايشين في المعارضة الإريترية، والتغيير الإيجابي لازم يكون من الداخل وتطبيق الدستور لما آخره، هذه التصوابت. لكن على الشخصيات في انتظار هذه التغييرات، وأعطيت بعض الدول مثال كبحرين إلى ما آخره، هل من الإجحاف للمعارضة الإريترية إنه هي تنتظر أشخاص معينة لتغييرها، وكأنه هي تطمح للسلطة فقط؟ يعني من أين لك هذه الاستنتاجات، أو كمان رأي في هذه النقطة؟ كيف هي المعارضة تنتظر أن يكون شخص معين لتغييره من الداخل حتى تراهن على الشخص التغيير في الداخل؟ يعني شكرا. ترجم سؤالك يا أمير. أوكي، أنا قلت سؤال لك بس. أستاذ. أوكي، حفيشاوي يغني لنا كايتي، يغني لنا نقاشان عبد الرزاق، نيلو مجزم سي نيم حق أقداسن أقداسن تمر توز فني مبرهي، وكمان كتب لنا تنحكى تيها قند قدامي تحطوز اللاتني ويحن تحطي أنا بعلا تي كيارك متسن حرفينو أو وشت ويكا قيارات مثل حركينو من البت زتدالو كابراهام يكون ولا خالد زموت له او ين تين بوليتيكا وحيلتات ويك تقاوم تودبات زلو نزع نتزين زتبيا زلو زبل او تيخا مالتيو نزس كم منتاي تبقيسكا خازت بلو مالتيو تم قيار زبل كوشتي تي وكي
هذا متكلاو زخنا نا بزحتنا ودبات زلو يبقى لتي سقاب كندزي كم زعينت ينزت بياوكا ونقيارات وشتي ناي بسياد زمت مقيار بولكي ناي سرعة تكائي أو تصفاتات ناي مهاب كم من تاي تبقي سكاها كم زعينت تغرب ويكا أختبر كيلكا وشكرا تكون إن شاء الله ترجمة تكون وصلت. ناخذ سؤال واحد ولا سؤالين ناخذ؟ آخذ سؤال واحد. اوكي خلاص طيب ناخذ اسماعيل طيب ثاني. شكرا. يعني سرد جيد جدا يا دكتور، مشكور يعني. بس انا غير تفكير يا استاذ قيسي، معلومة و ترجيحها كمان معقول يعني، معقول. لكن حأصيغ السؤال بنفس السؤال اللي كان في ذهني على ضوء ما تفضل به الأستاذ أحمد قيس. يعني طبعا زي ما تفضل الدكتور رازق، إنه المعارضة يعني ما عندها أي فرصة يعني في وقت إذا في وقت إذا في قاعد تتحرك يعني. يعني الفرص بتاعتها كله انتهى، زي ما أنا أتفق مع دكتور يعني في طرحه حول المعارضة يعني. يعني دورها حيكون دور مطلبي يعني، زي ما هو كمان سرد كويس يعني، إنه الحفاظ على الوطن وعلى الشرعية، على إيه ما أشبه ذلك. لكن يعني لو ممكن كمان هنا يساعدنا أستاذ قيسي، ممكن الجبهة الشعبية يعني في داخلها يعني كجبهة الشعبية يعني عندها طبعا ظروفها وخلافاتها وانقسمت إلى معارضة وإلى موالين وحاجات كده يعني. يعني حول الشرعية يعني، حول منبع الشرعية، عندهم تاريخ يعني، عندهم تاريخ، عندهم ميثاق مثلا، ميثاق يعني محتوى وما بطال يعني. بعد برضه كمان عندهم دستور بتاع 67 يعني. يعني هل تعتقد يا دكتور رزاق يعني ممكن الجبهة الشعبية يعني يتبلور الموضوع يعني، فالجبهة الشعبية كجبهة شعبية يعني تتمكن إلى انتزاع المبادرة من هيكدف يعني، من الحزب الحاكم حاسة تحت الأشخاص اللي سماهم الأستاذ قيس يعني. وإذا كان كده يعني من أجل انتقال سلس، من أجل المعارضة يعني تراهن على السيناريو بتاع الجبهة الشعبية، تستعيد الجسم بتاعها، تنتزع فرصتها من هيكدف وترجع لجسمه يعني على أساس الدستور. دستور أنا ما بأيده، لكن كمان الدستور موجود يعني. وبعض الجهات من المعارضة من ثقافة الجبهة الشعبية لسه يعتمدوه يعني كدستور، وقبله كمان ميثاق يعني، ميثاق آخر مؤتمرهم يعني 95 هو، ولا ما أعرف يعني. ممكن هنا كمان الأستاذ إذا كان يسمعني الأستاذ قيسي يساعد في الموضوع. وشكرا جزيلا مرة ثانية يا دكتور. معك بالاختصار طيب ترى كتر يعني، هو وانا زبل زلخوسي زي تبع لي يعني بحثير يعني بحثيره انا حاسبه زمسخو يعني حتى زعد يعني استاذ قيسي بالزبوله شوية لوتو يعني أصل سيتي كونتكست لوتو إيه. فجين كان بحثر دكتور عبد الرازق خبزبالي يعني زي أوبوزيشن وكان تقاومه حيلي أبي توصح زي حوزول يعني اللي في حل هو كم حتاتاي وكان كم مثل حتاتاي بزعبها هاجر بزعبها وحسن هاجر كله اذا حسي تي بوتوسي تي رول ناتو ويكات جدا ناتو او تحسيرو زول يعني حتى جنسي زي استاذ قيسي زبولو
اب قمت بميتاو يعني امو عند حدا زي دم بتقاومو يعني جدا ناتو خوينو امو هاني نا هاجر زحنتين نا هاجر شمون قدسون تخوينو يعني جبهة شعبية وكان جنبار حزب جنبار يعني تاريخ الله من كل يوم كل يوم تمر اليوم زلوا زي قدوس زلوني نعوز قاون كله يعني من على نساتهم زحشة ناي شرعية منشي ناي شرعية لهم يعني بما بي 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 قندو تي ناي تسعة نحن مشتن شارتر له يعني تي تحسون هاتو ما يكون وتي ناي تسعة شو عتني ناي تسعة شو عتني حق من قصها لهم يعني ولو انا زي قبولون انتهم كوكين ابز زول لخو نتاتي كنا ابز لخوينو يعني ازي اوبوزيشن زولو خال اوبوزيشن زولو سين ابزي جبهة شعبية زخنو يعني تحقاو الناس ناتون كم هقدف من تيلو من دهرة دامسيوم بتي شارتر ناتون مسرتني بتي حق من قصتي مسرت دهرة كي خنو خيلو أو سب انت عسلو وكان هزين تدقفه انت اي مسلك إلي حتي تيزر لون الدكتور رازق يعني ويغني لي طيب عند المايك جمال ايوه اوكي. طيب استاذنا الغيسي، اولا السلام عليكم وسعيدين سمعنا صوتك. نعم الكلام هذا موجود زي ما ذكر اخونا امير، ايضا كان متوقع من بعد اللي هو الحرب الاخيره مع تيغراي، لكن دائما الكلام كلامي انا هو هنا عن الاحتمالات الليس لايكلي والمور لايكلي بروبابيليتيز، اللي هو يعني اي هو الاحتمالات الراجحه. انا شخصيا عندي قناعه، يعني قناعه كامله، انه في ظل وجود اسياس ما حيحصل اي تغيير، ما حيحصل اي تغيير في يعني التغيير يعني ما حيكون في الدستور، حتى لو في دستور ما حيكون دستور، اولا ما اتوقع حيكون في الدستور، اذا في دستور ما حيتنفذ، واذا تنفذ ما حيكون يعني بالمعنى اللي بنتكلم ان احنا عن الدستور، يعني تكون في انتخابات ويكون في مثلا تعايش سلمي او تبادل للسلطه او اي شكل من الاشكال المعنيه. ما اتوقع اسياس عنده احتقار كبير جدا للشعب الاريتري ولفكره الدوله، ويعتقد انه عنده فضل كبير جدا على الشعب الاريتري، والشعب الاريتري المفروض يبوس يده وش وظهر طالما هو موجود وقاعد يحكمهم يعني، وبالتالي ما يبحث عن اي شرعيه. موضوع الشرعيه بالنسبه لاسياس ما اتوقع يعني هو موضوع مؤرق، وما اتوقع ايضا في الجبهه الشعبيه الكوادر اللي ذكرها الغيث واللي ذكرتها انا، هي اذا كان يماني ويماني وحقوس كيشا ولا سيمون ولا ابراها كاسا ولا ودي فيلبوس ولا يعني منجوس، هذول كلهم ما اتوقع في واحد عنده الجراه او عنده القدره، لانه الاساس يقول له انافس اناف وخلي نعمل على الاقل الدستور يعني، ولا حتى عنده القدره عشان يجي ويقول له بجخه وبومبر مكتل وبومبر قبير انت قاتم قال ما نعرف، ما في حتى هذه، ما في، ما اتوقع موجود في الجبهه الشعبيه. عشان كده انا تكلمت عن اذا اسياس رحل او ما تكلمت عن اذا تم تغيير النظام او اسقاط النظام، الاحتمالين هذول في نظري انا احتمالين على الاقل البروبابيليتي بتاعهم منخفضه جدا جدا، يعني احتمالات ضعيفه جدا جدا. وده يقودنا للكلام بتاع امير ايضا، هو انه يعني ما اتوقع انه أنا يحصل تغيير في اريتريا، تغيير بمعنى يعني تجي قوه منظمه من داخل النظام او من خارج النظام، اللي هو من المعارضه في الخارج، او قوه تغيير في الداخل وتغير اسياس بشكل منظم، يعني اما عبر ثوره شعبيه او عبر انقلاب عسكري او عبر ضغط خارجي للمعارضه، كل السيناريوهات بتاع التغيير، او مثلا جيش يجتاح، مثلا جيش للمعارضه يجتاح زي ما عمل بول كاغامي، ولا زي ما عمل مثلا في الكونغو ولا في الثمانينات. هذه السيناريوهات الان ما موجوده، يعني الظروف الاقليميه ظروف كلها ما تخدمها. وانا زي ما ذكرت يعني تجاوزت موضوع انه ليش النظام طول في السلطه وليش المعارضه ضعيفه، لانه ده موضوع منفصل، لكن كحقيقه مفروض الان مسلمه يعني. لكن ما اتوقع في داخل اريتريا في قوه عند امكانيه التواصل مع بعض لتنظيم نفسه ومواجهه النظام. عشان كده انا تكلمت في الفرصه والنافذه اللي يمكن ان يتيح اذا مشى اسياس، باعتباره الشخصيه المركزيه، في قيام الشخصيه المركزيه دائما يحصل كراك في السيستم، يحصل نافذة، يحصل في الفتحة المعارضة يمكن أن تستفيد منها إذا استطاعت اللي هو تنظيم نفسها بشكل جيد وفهمت هذه الفرصة.
بالنسبة لأخونا إسماعيل، أيضا الكلام مش بعيد. ما أنا زي ما قلت أستبعد أي تغيير للنظام بشكل منظم. رحيل أسياس إما بالموت أو مثلا الاغتيال زي ما قلت، واحد زعلان منه مثلا قتل أبوه ولا يعني ابتز مرته ولا أي حاجة، اغتيال وارد، هذا ما مستبعد يعني، أو الموت الطبيعي لأنه الآن الرجل يوشك أن يصل الـ80، هذا موجود. المعارضة بالمقابل عندها أدفانتج كبير جدا. المعارضة صحيح ضعيفة، هي ضعفت في تغيير النظام لأنه لا زي ما قلت ظروف موضوعية وظروف بعدها ذاتية ما أقدر أتعلق لها الآن، لكن المعارضة عندها يعني عندها تاريخ، عندها قواعد شعبية، المعارضة عندها الحق اللي هي عندها مطالب عادلة، يعني إذا لم تكن القوة معك فليكن الحق معك، وبالتالي هذه المعارضة هذه الأشياء رغم أنها هي أشياء معنوية، يعني ما هي جيش وما هي قوة، لكن هي قوة كبيرة جدا جدا. وبالتالي إذا حصل أي تغيير، إذا أسياس مشى وجاء خليفة الأسياس أيا كان، هذا الشخص هذه الخليفة يبحث عن الشرعية من خلال القواعد التاريخية، أقصد القواعد الاجتماعية اللي هو الإرث التاريخي، وأيضا المطالب العادلة أو الحق اللي بنتكلم عنه، اللي هو على الأقل يعطي النظام أو يعطي نظامه اللي هو الذي يخلف أسياس بنوع من هذه المطالب العادلة. وبالتالي يعني هذه المطالب المشروعة وهذه القواعد الاجتماعية وهذا الإرث التاريخي هو إرث، أو على الأقل هو رصيد للمعارضة يمكن أن تستفيد منه، في أنه ليس للوصول إلى السلطة أو تقاسم السلطة، ولكن لتوجيه الدولة فيما بعد أسياس في المسار الصحيح. أزغرما أقول لك عبد الدهري تجاني مغنيات وريق نير ضد يدل على نير وريق الدهري أبو يا أنا بقى أب أنت دكتور عبد الرازق أب هلون إسهاز زقونا يقول لو إيه أي سبان وي ون تسبيو نجر أي كونن مخنياتو إساس أبهلون انكلو قوام مقبار يخون ويمسبات بزعباز قدتاي زم الزراب يخون دلو إلي أي أمنن بسو نبسو كم بعد عبي وعلتني إرترا نسو زبولو قبارن حداقن كم مخان راح زري أمبر زخوان يخون ذكر برلو اللو ويزخ خونا اللو ويلتاز قبرو نقر يدلو تم كن الزارة برلو مسانح ما كان بعلي ماني وكشاوي كان بمانجوس ديو فليبوس ديو كانوا زي آتهم كلاتو يترفدو كمزي قبر ويلوم كزاربو ولا من كحتو اني كمزن تتقبر يا حاشي الكازبل عقمتات ويكا كلتات يلون سلازي زرحو من الباتاتي وتأتي بزعباتي لو تيجن بدحريقو نزبرك وقن اتي كلتيو من الباتات ابو ك ك كزرابي كالاساس بهرلونو كاب جوجن تقاومو يخون بتنايت اتي حتوتات حواوي سي انا زمل سو زلخو وي زي زتمل سي زهبو زلخو عب زهبو زبرلو عبد الرازق اساس بهرلونو ودب ناي بلغاس تخولو يلن زي تي تقاومو دخمة قوامي دخمت وين زال على ما هو دخمت على لو مالت هيكون من انت خوانه بود انك انت داخل تمت كوينا ابزي وان زي اذا تقولو زي يبلون سلازي تي دخمت رؤي ابزي زي زي سلازي اذا سلازي خوانه تي اذا تقاومو زيد ما كمزي سلازي خوانه يا خا اتي دحر اساس مس حيلي ب سلوت اجباب ملوات ناي سلطان يمسا وين بن بسمع ناي توم زبلنا يمسا اذا تقاوموا زي ابزي بترؤك خون زلو ناي تهاجر ناب زحاشن تهاجر ناب ناي قوامن ناب ناي حقن ناب ناي فتحن اجباباتن زنبرة شجرات زفتحلون انت زي كوينو ناب سلطان زما عدولون ناب سلطان جزء وزت عامتولون كيخون يبلون زبركوين بز مخنيات زي كن كستاي كبلولو زي ك ك ك نعايز الرئين نقل هلونا
ناي اساس جن ويتي تي سيناريو تاتتي بزخونه يكون ملكعو كمس كم زي كإلي خا تي تي زر رأس قاب حجي زر لو زي خا كابتناتو بحريات كابتناتو طبيعتهم زي بالدسي المعارضة عندها زي ما قلت نقاط القوة تبعها اللي هي عندها إرث تاريخي، عندها قواعد اجتماعية، وعندها اللي هو مظالم عادلة اللي هو يسميه الحق. وبالتالي أي نظام، أي شخص يخلف أو أي سلطة تخلف أسياس تبحث عن هذه الأشياء، وبالتالي تستطيع أن تقدم تنازلات. المعارضة تستفيد من الأدفانتج أو من الميزات اللي موجودة عندها، ليس في تقاسم السلطة ولكن في إعادة الدولة إلى مسار الصحيح. أو تي تقاومون غزا تي تقاومون خم تزبلكو تاريخاوي ورشاتات اللو حقاوي حقاون فتحاون طلبات اللو إزي يتحيال قلنات قلنات يوسي لازم استزخونه يكون متكعتا خوين مصر حيلي كم تجاراتي وكم تقارقاسي ناي سلطان زي كوني إزي حقاون تعاون طلبات وزيت زخك على سلو سرحن نتي تاريخاوي ورشاتاتون حيزو ازين معوات كقرب الو سلازي تحيال قولنو اب سمعن اب مسؤو اب كان هابان ناي مؤتاو نايتي حقا ونزل طلب سرعتات كأتون تداخوينو بزي اقباب زي كوخونا اللو تعب دقم مؤتاو انبر ناي سلطان ممغال وي ናይ ስልጣን ምውድዳር ክኸውን የብሉን ዝበልኩ እዚ ሓያል ጎኑ እዩ ኣብዚ ሓያል ጎኑ እዚ ክጥቀም ኣለዎ። أبو العباس هذا. أبو العباس أوكي أبو العباس عبد القادر يا هلا، السلام عليكم. عليكم شكرا لمنبر الحوار لوعي المشترك والقائمين عليه، وشكرا للدكتور عبد الرازق أيضا على هذه السياحة السياسية في واقعنا الأريتري. الحقيقة أنا أؤكد يعني أو أوافق الأخ دكتور على أن التغيير الذي لا يريده السياسة، التغيير بالقوة أو التغيير بالانقلاب، لن يحدث في إريتريا حسب المعطيات الموجودة، لأن أفورقي طهر الجبهة الشعبية والذين حواليهم من الناس اللي عندهم إمكانية أن يقولوا لا، أو إمكانية أن يحدثوا تغيير، وإمكانية أن يحصل نجوى وتفاهم بينهم ضد أسياس. الآن لا يمكن أن يوجد شخصان من الناس اللي حوالي أسياس يكون عندهم نجوى ضد أسياس، هذا منتفي نهائيا. الخطورة إنه أسياس يموت دون أن يحدث تغيير في أريتريا، وبالتالي الناس هتعود إلى، ربما أريتريا تعود إلى مكوناتها الاجتماعية أو إلى أقاليمها الجغرافية، ويحصل تنافر داخلي، ويمكن هذه الخطورة الآن التي يمكن تمثل أمام الناس. السيناريو التوريث هذا يمكن أنا لو قالوا لي أديه نسبة ممكن أديه 60%، لأنه السياسة لمح به قبل كده، ولما أراد أن يغير وزارة الدفاع، يمكن لو الناس يمكن المعلومة قد تكون صحيحة وقد لا تكون، استشار سبحة فريم في أن يعمل السياسة فورجي ابنه وزيرا للدفاع، وسبحة ربما طرح كيف يقبل مع وجود هذا العدد من الجنرالات في الجيش أن يقبل شاب في عمر أبراهام وزيرا للدفاع، واليوم الثاني سبحة أخذ طلقة في رأسه أقعدته عن السياسة وعن الدنيا إلى هذا اليوم. والآن أيضا في معلومة يمكن أشار إليها الأستاذ القيسي، وهي أن الجبهة الشعبية مقبلة على إحداث تغيير معين، والمعلومة التي عندنا شكلت لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الرابع للجبهة الشعبية خلال 24، والهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو توريث الجيل الجديد، وهذا أنا أعتقد هو غطاء للتوريث أبراهام للنظام في إريتريا. هذه لو صحت المعلومة، واللجنة حقيقة من الذين حوالي أسياس، يعني فيها يمكن أغلبها من الناطقين بالتجرية، وفيها يوسف صايغ وفيها عثمان صالح،
ولكن الآخرين كل المجموعة التي حول سياسة فورجي، وهؤلاء منهم أيضا. ولذلك التغيير الذي تريده المعارضة من الداخل لن يحصل، والتغيير الذي يريده سياس هو التوريث، وهذا هو شغال له وسيعمله. المعارضة الآن في أضعف حالاتها، أهم نقطة هي تفتقد الوفاق، والنقطة الثانية أيضا بدأت تفقد السند الخارجي، وسياس لعب في الخلفية بتاع المعارضة في دول الجوار، ورمم علاقاته مع كل دول الجوار، واستفاد من الأزمات، استفاد من أزمة اليمن في توطيد علاقته مع دول الخليج والدول العربية، واستفاد من أزمة السودان أيضا في توطيد علاقته مع السودان، واستفاد أيضا من أزمة الصومال وإثيوبيا في توطيد علاقته مع مصر. وبالتالي هو الآن في أقوى حالاته، ويمكن هو في مأمن الآن من أن تصل إليه المعارضة للتغيير، ولكن الأبواب ليست موصدة أيضا أمام المعارضة، فعندها فرص كثيرة ممكن أن تلعب عليها، لكن ينبغي أن تتجه نحو الداخل وتقوي بيتها من الداخل. المعارضة لم تهمل أيضا الجانب بتاع الأفكار والرؤى والمستقبل، هذا يمكن ناجحة فيه في هذا الاتجاه، وعندها نقاط لو طرحت سيد عبد العباس جزيخة أنا عندها ما اتفقت عليه ممكن أن يؤمن البلد. على العموم، على العموم أنا أريد أن أختم الليلة كانت دسمة وسياسية بامتياز، وشكرا للدكتور، Thank you. وشكرا لكم جميعا. Okay. نعم. يغني النعبة تيز اللو حتى تات انت دا اخر اخوي النعبة بما فن كلا منغستي هون ويتا بايت هذا اللو حتى تات بإرسال انت دا اخر اخوي النعبة بما فن كلا منغستي هون وين بسرع الجباب نتيس إساس نايم الكاس زي حسابي مخنياتو كل تي الزنبرة نبار حيلتات نايز قام قنبار مكور حيلتات نايز قام قنبار الداخمون بتاتينون يسلزي بزي كاب كاب اتوم وي بوشتي اتاتوم استسرحه مت كاتا كتسبه زي يتقال يسلزي بتي متكعتا زرقاء تزلو حالتات انت دا حمد بتاوي ملقاس ناي ساس مسيو ابتي محبراو متسارو زقاتو مسحابات نايتي تريفو زلو حالتات نسو كرقاء اللي خونقن سساخا ميتي موراس ناي ولدو ابراهام سساخا ميتي تعدلات زلو اي مخنياتو ازي اقدم ابلوك سرحلو وانت جميل زنبري ايو كم تزفلت نزك جمر كله نسبحات افريم رخيبو ابراهام نايم كراخلي منستر فون بزقربو الحساب زو كله زتقال سي زو كله مكر قادالاي مريحون تمريحون زاتون كله كمي غير كانسو يخون ايلو بزسمعو بزهابو مرسي نسبحيتو انت كم زقوانفون او ني اسبحات فريم رئينا هنا متقعة تفسيمو ابرسيو ابزوان زم بقرب عاي قبائي كم تيف قلت سن ابق مدقيسي اب افق ددد تمزرلو يرزخا ازو قبائي زفقا ني ابرهام ني ني كم وراسي غير كان مقراب زي ابو زي كخون زي تحسبه ايو زبل ترئيو لأن انتو تي تقاومو قن بزيز اللو عقمين بزيز اللو دخمتن اتي نسوز دليو ويفهمت نسوز دليو الجباب ناي ملوات ويلوطي ناي بإرترا اي كرؤون يو مخنياتو إساياس بو غيرو كداي نگر مز كبابي و عيلين خيهلو مز كبابي سبو كيرو كم زباتخن كم زي الرخبن غيرو يو عبز خبابي سي سلازي تحدي دلات تعدل زي تقاوموزي كم تخبال الصالح متأسسارو مس مشتي كدلدل كخيل علو بزترفي زيناي لوم مشيت سيمينار صبغن بزح حساباتن
بزحمت بتاعتن زحقوا في سيمينار نيرو امسجنو يفوتوني دكتور عبد الرازق رجعنا بو كان وريقني كستاي نيرا ريتوي نيرو توسخ حسابي نيرو حساب زد الرعي نيرو سلزي مرسي وين بزح زد لي اخوي ناي سمعنن عبد الرحمن طه تجاني ابو قرماي او ودوني رعان توي من تجاني استاذ تجاني جهار او اب ام ابي لري الاخونا حجزوني اتولى انا حق ذاك الاخ تجاني جهار انت احنا لغا حج عند الكل بكاها بصراحه هذا الاخ ودو على يكون انا عذر اوكي خير زارو نبخات تجاني جهار. هاي سمعك عن هذا الان جاني موهن خلفك سلازي سقاب وزيد مايكروفون زدلدلنا وزيد عبد الرحمن طه نعم الو ما الله وسيد هنا سمعك عندنا اينو اوكي قتل استاذ عبد الرحمن طه اعطيك حق ذكاء قبل ما ينحى اوكي قتل اي زاربنا اي سمعك عندنا السلام عليكم مسموع؟ مسموع ايوه سمع لك عبد الرحمن قصر شكرا لكم وشكرا جزيل الشكر إلى الدكتور عبد الرزاق، تقديم ضافي جدا جدا وواقعي برضو. يعني أنا عندي بعض الملاحظات ممكن أعلق عليها وسؤال. يعني بالنسبة لمن يخلف النظام، سواء جاب الترتيب أو جاء فجأة بعد موت رأس النظام، فأنا أتفق إنه حيبحث عن الشرعية، لكن ما أعتقد إنه هو البحث عن الشرعية فقط الموضوع المهم لمن يخلف إسياس. مشروع تأمين من يخلف إسياس من أي مساءلة، لأنها منظومة هي في النهاية، إسياس مشروع يعني. فالناس دي كلهم والغين في الدماء، وكلهم أجرموا في حق الشعب الإريتري، فلا يمكن غض النظر عن مساءلتهم إلا في حالة كان هناك شرعية وجزء من المعارضة، كما أسلف الدكتور إن يكونوا موجودين. وللأسف الشديد مع معلومات الآن متواترة، في معلومات قديمة أيضا إنه في مساءل من النظام في إنه ينقب ويختار من المعارضة الإريترية من يراهم مناسبين للمرحلة الجاية، ممكن ما يكونوا شركاء لكن ممكن يكونوا أدوات أو لاكتساب الشرعية. ثاني، بالنسبة طبعا دور المعارضة ميؤوس كما ذكر وتجاوزوا، لكن أعتقد أن الكلام كله كان على المعارضة المنظمة. يعني المعارضة المنظمة هو حصر دورها في أنها تتفق على المبادئ والكليات، وفي حالة حدوث أي فرصة من يخلف النظام إنها تكون على الأقل موحدة، وبيحذر من إنها تكون طرفين يعني، وما تنازع السلطة. ففي سؤالين هنا، واحد، ليه المعارضة حتى إذا هي ما سعت بإنها تشارك في السلطة ممكن تطالب بمشاركة شعبية أو بإقامة حكومة مدنية؟ للموضوع ده المستبعد واحد. ثاني، الحراك الشعبي في الخارج الآن كبير، في حال سقوط النظام ده هل ممكن الحراك الشعبي ده أيضا يقوم في داخل الدولة داخل إريتريا، أو ممكن يكون عنده تأثير مباشر في سير الأمور لصالح الشعب الإريتري في حال حدوث أي تغيير؟ شكرا، السلام عليكم. كرماين راحة عبد الرحمن يترجم من بعد عبد الرحمن بعد خاطر قم هذا احنا كرماي يسلم بس يسمعنا. وأنا يعني دحرمس قنا انت عايز بالله اللي هو تي قد داين اي
ሕጋውነት ወይ ሪኮግናይዝ ምሃብ ማለት እዩ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ስርዓት ወይ ክትክኦ ዝኽእል ንእሳያስ ከም ትስዒቡ ክገልፆ ፀንሐ ዲክቶር ኣገዳሲ እዩ። ግን ኣነቲ ናተይ ርእቶ ኣገዳስነት ናይቲ ሸርዕያ ወይ ነቲ ሪኮግናይዝ ንምርካብ ጥራይ ዘይኮነ ንዕኦም ውን ዋሕስ እዩ። እቲ ክትክኦ ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ገበናት ውን ኣትዩ ዘሎ ኣካል እዩ። ሼር ክገብረሎ እቲ ነገር ወይ ከዓ ምስቶም ገለ ዝተመረፁ ኣካላት ናይ ደንቢ ተቃውሞ ምስኦም ኮይኑ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ስልጣኑ ምስ ዝጠጥሕ እዩ ካብቲ ተሓታትነት ካብቲ ካልእ ነገራት ክድሕን ዝኽእል ዝብል እዩ ማለት እዚኣ ከምቲ ዕዝብቲ ላትኒ ካልእ እዚ ክኸይድ ፀንሐ ሓበሬታ ውን ኣሎ ምዝ ማለት እዩ። ኦልሬዲ ገለገለ ፈተነታት ኣሎ ማለት እዩ በቲ ስርዓት ንቶም ደንቢ ተቃውሞ ገለገለ ኣካላት ካብቲ ውድባት ይኹኑ ካብቲ ካልእ ብሕርያት ብምርጫ ንመፃኢ ምስኦም ዘተ ንክኽፈት ወይ ከዓ ኣካል ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ምስኡ ሼር ክገብሩ ዋላ ሙሉእ ሙሉእ እንተዘይኮነ ግን ገለ መሰጋገሩ ክኾኑ ዝኽእሉ ምስኡ ኣሎ ማለት እዩ። እታ ካልኣይቲ ሕቶ እዩ እንታይ ክብል ፀኒሑ ዲክቶር እቲ ደንቢ ተቃውሞ ኦልሬዲ ድሉው የለን ወላ ንምውዳቅ ንስርዓት ወላ ንድሕሪኡ ዝኸውን ግን ክልተ ነገራት ማለት እዩ ጠቂሱ ሓደ ኣብ መትከላት ሓደ መትከላት ኣፃሪኡ ክፀንሕ ኣለዎ። ካልኣይ ከዓ ንስልጣን ክሃርፍ ይብሉን ዝብል ማለት እዩ። እንታይ እቲ ሕቶናተይ ብዝዋ ሓደ በርገሳዊ መንግስቲ ክቀውም ክጠልብ ይኽእል ዶ ኣይክእልን? ከም ልሙድ ማለት እዩ ህዝቢ ባዕሉ ንክመርሕ ዝብል ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ዘረባ ብምሉኡ ዋላቲ ደንቢ ተቃውሞ ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ ውድባት እዩ ኣትኩሮት ነይሩ። ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓብዪ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። እንታይ ታራ ክህልዎ ክእል እዚ ምንቅስቃሳት ኣብ ዝኾነ እዋን ሃዋፍ ምስ ዝርከባ ብውሽጢ ኤርትራ ህዝባዊ ምልዕዓላት ወይ ከዓ ምንቅስቃሳት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክንርኢ ንኽእል ዶ? ኣብቲ ዝመፅእ ስርዓት ንስርዓት ተኪኡ ውን ገለ ፅልዋ ዶ ክህልዎም ክእል ዝብል ሕቶ እየ ዘቅርብ ዘለኹ ይቀኒለ ኡስታዝ ግርማይ ተመሊስካ ዲኻ ሰምዓና ኣለኻ ኦኬ ኣፅል ኡስታዝ ግርማይ عندي برضه أسئلة من البث المباشر في الفيسبوك إذا اديني ادتني فرصة بعدين اوكي اذا حطوا انا قصتها لا حتقصن لي حد اللي توصل ولا تخمل لي ساعه حد اللي دخل دخل نوسط ثاني احنا نيرنا اوكي ما دحري قبرزقي على كام وين اي ابو ناصر ابو فيسبوك الله يبقى حانتي امسك قبرزقي خصم تقال ابو ناصر زدالو قبرزقي ما يكافر تابلك على انا هذا الكلام تسمع له معك هلا هلا سلام سلام كما قال لكم مجمر يا جزي ايه بالله الخبزي الحين اذا الكاميرا انت تبرنا تطفانا يا اختي ام كاميرا شاي يا ريتا سو مس دكتور ولد جميران يا جزي يقني لنا دكتور عبد الرازق ድሕሪ ኢሳያስ ዝመፅእ ድልዋት ተቃውምቲስ ድሕሪ ኢሳያስ ዝመፅእ ድልዋት ድዮም ናያ ትብልታ ሕቶ መስለን ታርእስቲ እታ ኣነኻ ከም ዝመስለን ሲ እንታይ ዝበሃል መሓሸ ነይሩ ቅሚጦታት ተቃወምቲ ኤርትራ ንመፃኢ ሃገር ኤርትራን ህዝባን ኣብ ወፃእን ኣብ ደገን ዘለው ዘጋጥሞም ብድሆታትን ፀገማትን ብከመይ ክገጥሞ ክእሉ ትትኸውን መሓሸኒ ነይሩ። ስለምንታይ እቲ ብድሆታት እንታይ እዮም ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኣብ መስትያት ወፂኻ ምርኣይ ዝሓሸ ይኮን መስለኒ ነይሩ። ቀዳማይ ዕርቂ ምስ ታሪክን ሕድሕድን ምትዕራቕን
زي اليوم تقاومت دا يكون كالا اي ابستفلا ليخ في العالم زلو حزبي ايرترا كم دا فحيلهم زلو بزعب مسان عدلاتن بده تاتن زقات مم زلو ولد تاتهم كي مزتاي دايم حاشن نيرو سالساي حاد قتات إيساياس خمانسي أب هكدف تراي هكدف 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 تراي كيكونسي أبزي مسا 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 أمبيرام دولو تمالت مالي إيساياس يصنع حالنا إلوم زمقوتن مس إيساياس نورو بتقاس خمان ألو بزي شم كده قصير بعلم فلت غيم سلزي آتومون حادقا خبتي إيساياس ميتو تتب ميتو أي موتن لنا بلولو خستايسي إزون أبقمت كأتونيرو قد إليه بزعبه حق قاونت نحن تقاومتي منين نحن تقاومت حق قاونت كلبسهم زخيل نتايو الحركة أسي حق قاون فتحاونت تقاومت سالوه بخمي ملكعي ملقاس سرعات إسياس كي الحالة في أربعة أربعة عامتات تمكرو تمهيرو اللوديو تقاومت ودبات إيرترا حادنت بحادنت زي كونسي بوع المتكلات كل محجكو كيدان زبهال نيري مثلاني كابزت تمكير الري وتقاوم تيرترا انتن لو تيكا وشتي خمت تامن تخونكا تخوينا ناي واتس ايز لو تقاوم تي تسات فودا تادلي ويكا ترغم الله سي انا اذا خمس مسلنتي كاب حلاف النت سقاب حجي كاب حلاف النت حد مالو تقاوم تي تزخف ايه ترئيو التاوين حباراو بحقتات حرنت بزي مهلاونا نت جوعزو حرنت عسلنا ون بزي مكلاسنا يقداس ابتخيلا والمجدن علي تاوي انكل تشميمنا ننبر كم زلناس زردانا اي مثلن يغني لي Thank you, good timing. My... طبعا هو بدأ سؤاله طبعا بدلا ان يكون يعني دور المعارضه، هل المعارضه هي مستعده لما بعد إيساياس؟ كان من الافضل ان يكون العنوان لو كان انه يعني المعارضه ويعني دورها في ازاله المشاكل التي تواجه الاريتريين في المهجر ومعاناتهم ومشاكلهم، وايضا اجراء المصالحة فيما بينها حتى أن تكون رغم أو تتسدى للنظام، ولكن هذا لم يحصل. وأيضا توجد هناك اتجاهات تعمل في داخل المعارضة وهي أصلا يعني تتفق أو تتواءم مع النظام، ويمكن يعني مشاكلها هي أو إشكالياتها هي مش ليس إلى ذلك إلى حد أن تعمل من أجل إزالته. أيضا إذا كان هو التغيير يعني آتي لا محالة من الداخل، فما فائدة المعارضة والمعارضة إذن؟ هذه هو تقريبا الأسئلة. طيب أنا أعلق بسرعة إن شاء الله ما أطول أوكي. عشان الزمن ماشي. أولا شيخنا أبو العباس شكرا على المداخلة، مداخلة مهمة. هو طبعا أتكلم عن ليش النظام اللي هو الأشياء اللي تعرض لها أنا أجملتهم في قضيتين. هو ليش السياسة والنظام بتاع السياسة عمره طال الآن إلى 30 سنة وماشي، وليش المعارضة ضعفت؟ ودي تقريبا موضوعين كبيرات وطويلات وفي عوامل متداخلة جدا قد ما يكون الآن مكان عرضه، لكن النتيجة أو على الأقل الخلاصة هي أنه أسياس عمره طال والمعارضة ضعفت، يعني في أسباب كثيرة الآن ما مكانها. يعني المعارضة بالتأكيد عندها زي ما قلت عندها أدبيات كثيرة جدا. أنا واحد من الناس اللي حاصروا المعارضة على الأقل في مجال الأدبيات، إذا كان في الملتقى وفي مؤتمر عواسة وفي مؤتمر سويد والتنظيمات السياسية. لكن أيضا في نفس الوقت هي بتتكلم المعارضة بتتكلم عن مرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية تتصور المعارضة على الأقل إذا ما كانت هي العامل الأساسي في إسقاط النظام
الا ان على الاقل عامل مركزي وعامل جوهري في اسقاط النظام، وبالتالي في المرحله الانتقاليه يجب ان نفعل كذا وكذا، والنظام يجب ان يكون مثلا عبر حكومه مؤقته ثم حكومه انتقاليه ومجلس وكل هذه الاشياء. لكن ما اطرحه انا كل هذه الخيارات الان مع استبعاد مع ضعف المعارضه المتطاول وطول عمر السياسه الان وصل لل 80، السيناريو بتاع انه اسياس يزول او يختفي عن المشهد فجاه، السيناريو مطروح ويجب المعارضه ان تتعامل معه بشده. وبالتالي الاوراق المكتوبه في قضايا الانتقال اللي موجوده في المعارضه قد لا تصلح للاجابه كليا حول السؤال ماذا اذا اختفى اسياس. وايضا الاوراق الموجوده او الافكار الموجوده في قضايا الانتقال قد لا تستجيب للتحديات وللفرص التي تطرحها قضية انتقال السياسة المفاجئ من المشهد. جرماي أكمل خلاص كودي أوكي. اوكي بالنسبة لأخونا عبد الرحمن طه، شكرا جزيلا عبد الرحمن وسعيدين بس سمعنا صوتك. بالتأكيد كلامك صحيح، هو لكن هو موضوع الشرعية يشمل كل اللي يشمل اللي هو شرعية في أنه يستمر، أنك أنت يعني ما يحاسب عن الماضي تخليه يستمر لقدام في السلطة، اللي هو اللي هو الاميونيتي في انه ما يتحاسب على الجرائم، كلها هي جزء من الباكج بتاع الشرعية، هي انك انت عشان انت تستمر في السلطة ما عندنا مشكلة تستمر في السلطة، لكن نحن ما حننازعك في السلطة، لكن عشان نحن الادفانتج او الميزات بتاعنا اللي تتعلق اللي هو بالارث التاريخي وبالقواعد الاجتماعية بتاعنا وب وباللي هو المطالب العادله بتاعنا، انت لو تبنيت المطالب العادله بتاعنا اللي هي تتعلق بالدستور وتتعلق بالدوله وكذا كل هذه الاشياء، يعني وبالتالي هي جزء من الشرعيه عدم المحاسبه. بالنسبه للمشاركه الشعبيه كمطالب، نعم ذكرته، هي هذا اللي ذكرته في انه المعارضه يعني ما عندها امكانيه في ان تقول نحن مثلا انت السيد ابراهام الفرغي دار تبقى رئيس، نائب رئيس مثلا يكون من المعارضه مثلا، هذا الخيار ما مطروح لانك انت بتضيع الفرصه بتاع التغيير اللي حيحصل، لانه هو حينكمش للداخل وحتستمر السلطه بدل ما هو يبحث عن شرعية شعبية وعلى الأقل رضا شعبي، خلينا نقول حيبحث عن عن سلطة الأمن واستمرار الديفاكتو بتاع السلطة بتاعه على ما كانت عليه، وبالتالي حتضيع الفرصة. فالأفضل أنك أنت تركز لمصلحة حكمك في أنك أنت توسع، تكون في دستور، يكون في مشاركة شعبية في السلطة، يكون كذا، لكن ما معناها أنك نبحث عن سلطة انتقالية مثلا أنت تشارك فيها ونحن نشارك فيها، هذا المقصود. لكن بالتأكيد المطالب العادلة أنا أقصد بها المشاركة الشعبية، الدستور، الانتخابات، إطلاق سراح المعتقلين في الأولويات، لازم يجي في الأولويات كل هذه الأشياء، وأي نظام يجي بعد سياسة مصلحته يعمل هذه الأشياء إذا ضمنت له فقط أنه يستمر في السلطة. يعني الحراك الشعبي أنا ما أعول عليه كثير، الحراك الشعبي الحالي في أنه يغير النظام، لكن الحراك الشعبي أعول عليه إذا المعارضة استطاعت أن تضغط على السلطة التي تأتي بعد سياسة إذا كان إبراهام أو غيره وتحصل نوع من الانفراج، واستطاعت هذه الجماهير اللي في الخارج جزء منه يدخل واللي في الداخل يكتسب ثقة في نفسه في أنه يقاوم النظام، يمكن أن تشكل وسيلة ضغط لقدام في أنك أنت تضمن النظام من عدم الانحراف عن المكاسب التي تحققت بحثا عن الشرعية اللي هي إذا كان انفتاح سياسي أو دستور أو كذا، على الأقل يكون عندك أنت قوة تضمن هذه الإصلاحات التي حدثت. لكن في مرحلة إسقاط النظام لا أعول كثيرا على هذه الأشياء، على الحراك الجماهيري اللي موجود في الخارج، يعني لسبب بسيط لأنه ما موجود في الموقع، والناس اللي جوا الكلام اللي كان يقوله أبو العباس، الظروف أسياس يعني عشان يستمر في السلطة خلق ظروف أنه نفرين ما يتكلموا مع بعض، ما يقدروا يتكلموا مع بعض في شأن سياسي. يعني واحد من اليوتيوبرز قبل يومين ثلاثة يتكلم، لما تقول لهم أسياس يقول لك ها الناس كلها يجروا منك، يعني اسمه ما تقدر تذكر في الشارع. الكلام اللي قاله أخونا قبل رزقي كلام صحيح، لكن يعني هذا ما ينفي السؤال اللي طرحناه. طبعا المعارضة عندها قضايا كثيرة جدا تقدر تشتغل فيها، حتى لو وصلت لقناعة أنه إمكانية تغيير السلطة صعب أو على الأقل غير متيسرة الآن وخارج نطاق يدها، لكن هنالك قضايا كثيرة يمكن أن تعمل عليها في القضايا اللي ذكرها، المصالحة الشعبية اللي هو تخفيف الاحتقان اللي قاعد يحصل، الشباب، هذه التوجهات المتطرفة كيف تحتويها، كلها في أشياء كثيرة جدا تقدر تشتغل عليها تساعد بعد ذاك إذا هي قدرت تعمل ديل مع سلطة جديدة تبحث عن شرعية من خلال التعامل مع المعارضة تسهل الفترة التي تلي ذلك. لكن هذا لا ينفي السؤال الأساس في أنه نحن يواجهنا ويجب أن نتعامل معه، ماذا
لو اختفى أسياس وهو ابن الثمانين أو ما يقارب من الثمانين فجأة عن الساحة؟ يعني هذا السؤال يجب أن يكون حاضر ويجب أن نكون مستعدين له. شكرا جزيلا. أبو العباس يغني الليل أساس نخلو كي ننوح قزية تسألنا حزاق على مخنياتات انتايو كم اون تتقاومو بزي درجة زي دخول كخون زقبرو مخنياتات انتاي وزي عبي ارستي مغزار سو ابو اتيك الزارب اي درخون قن مخنياتات علو اتي تقاومو كبتي تقلسي بزوح سندات علو سند بز سنداتو اقباب دما نا اساس الجيسكا بحر اساس وين بخمي اقباب بمساقاقر منقست ابيلتا ابي قوامي وما هو من قستناي مبصح كله ازي بسندات علو اتي الجبابات وين كله استقمت يخد من حجه كمتي ابتي كله قبعتات ابتي وعلات زتقبري قن ازي مستي زقاتم زلو بدهتات عدلات التحيزنا كريو كنكئل علونا ابتي الجبا ازي الجبابات ازي اقداسيو قن كعب اتي زلو عدل كسقاب كنديو ازي خرج لنا بزعبا اتي حاونا من يزحتته كان ناي بزعباتي ناي جبنات دور اسكي جبنات زلوم زبلن ازي عبد مجزع الرحمن سو طه. ايوه عبد الله ابتي جبنات زي مزرابن مجزع فسو اكال نايتي حقا ونتي يسرزي نحنا اتي اقداسي كخون زلو اتي فتحاون حقاون حتوتاتنا هاجرنا خاب كاب زخونه يخون سنكلكل دحينا لقدمي تتخذ الاجباب ازي زعوتلو كنري على الناس لذي اتي حقاونت انتدعى بسطان بسطاو حقاونت كان وين محبراوي دقفاتن محبراوي حقاونت الرقاقيسو تي نحنا ان حتو حتوتاتن ويتي حقاو حتوتاتن تقوسيو كخيادي كالي بتزلخ بتاع سلازي اذا عد لزي كملت كخيل يلون بزوس لازي خوني تخون زلو مستينا وشتي زلو حيلي تدمامير كانت حقاو الناس حتى تدلو حيلي ويحقاو النت كابتي زرخو حقاو النت لعل سفع حقاو النت كلو لعل تحت تنزل زلو حيلي ناي حيال ناي سغتي حيلي كتكون 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 قالونا تاتي قبرزقي زرع الكاي حطوه هو تحطوه عاد حطوه يكخون زلو حطوه يدلقى مستي زغربنايو حطوه زقاراتو ايكونن اتي تقاومو انت دا بخوش تخوينو دمسة لوطي تقاومو نمنتاي عدلين ازي بالقن ابزي وانزي ازي دا بسمانياتات ادميو زتقمدمي مراحي انت دا بهندبت البيسو امو نحنا خاعز كنتاتاتنا كمزي زلو انت دا خوينو ناي تحقر كنتات ابقمت بمتاون اتي زقدسنا خا اتي حقاون فتحاون نحقرنا يخون ينبلو اب كل سنداتنا دلو نسو زعوتلو الجباب دا كر لنا نبر نحنا نايتي سلطان تشارتي ويناي سلطان تما قلتي كوينا كن قرب يبلنا نعوز خون ابز وان زوين نعوز خون عقمن حيلن وين يلون سلازي اتعدلاتن بدهوتاتن اب قمت اتينا بخمزه الجباب تنكيد قالونا اذا جن تتقاومو تاريخه وحلاف النتون تاريخاوي قبون ازيتات كله ترسعوا ما مالتا يكون النسون معواتي التي مستيك مس زخيل حيلي نابزن نابزخونه يكون قال التي بلون كله اب تحتي بتزوز في الترسة وقيمس مش تلمس دلدن بز مستوى حالتات مش تزلون كوينكا ناب ربحان هيتهاجرن ناب تغمين هيتهاجرن ناب سلامن من رجعنا هيتهاجرن كمزوع المكبات كزي كابتي نايت قاومو كقبلو
زلوه زي تبدو تاتي زي خاي تزلو عدلاتي أستاذ قرمي، ايوه في عندك من ال أوكي شكرا لك. الأستاذ دكتور عبد العزيز الكرار، في سؤالين من الفيس البث المباشر. السؤال الأول من الأستاذ موسى بيقول: هل هناك بديل جاهز للمعارضة في حال تغيير النظام في إريتريا، طالما إن الرؤية غاتمة في الداخل لمن يخلف أسياس؟ السؤال الثاني من الأخ محمود، أستاذ محمود بيقول: إلى أي مدى تتوقع أن يحدث فراغ سياسي في ظل غياب البديل الواضح حتى الآن، سواء في الداخل أو من جانب المعارضة؟ اوكي. تفضل استاذ عبد الرزاق، ممكن تجيب على هذه السؤالين وبعدين ناخذ سؤالين اخر. ترجمهم ولا ترجمهم ولا لا الإجابة بالاختصار: هل اي هنالك بديل جاهز للمعارضة؟ لا، المعارضة اوكي ما عندها بديل جاهز، مش بديل جاهز، حتى ما عندها رؤية. يعني هذا اللي قاعد نتكلم عنه، يعني الرؤية الموجودة زي ما اللي هو الأوراق أو على الأقل الأدبيات اللي موجودة عن الانتقال، هي بتتكلم المعارضة باعتبارها أن على الأقل طموحها يعكس طموحها في أن تكون هي إما هي اللي تغير النظام، وده حق مشروع للمعارضة إذا عندها القدرة في أن تغير النظام، أو على الأقل تكون عامل أساسي في تغيير النظام، وبالتالي تلعب دور جوهري في المرحلة الانتقالية. وبالتالي هي كل اللي هو أدبيات المعارضة في المرحلة الانتقالية تتعلق بكيف تدير المرحلة الانتقالية، كيف تدير المعارضة المرحلة الانتقالية، وليس تدير مثلا بديل الأساس. وبالتالي ما يجاوب، يعني بما داري أقول الأدبيات تاع المعارضة لا تتناسب قدرات المعارضة الموجودة على الأقل في الوقت الحالي. الفراغ السياسي زي ما ذكرت أنا الكلام زمان بدري برضو قالوا اللي هو شيخنا أبو العباس في أنه 60%. أنا أيضا وضعت السيناريو بتاع أنه إما أسياس يهيئ لابنه وبالتالي وصول إلى السلطة يكون مضمون، إما عبر الإجراءات القسرية أو الإجراءات اللي يتكلم عنها أستاذنا القيسي اللي هو المؤتمر والأشياء دي كلها تكون تمهيد لانه ابراهام يصل للسلطه، او ايضا حتى لو مشى اسياف مفاجئ وبالتالي لقوا زي ما جهاز الاستخبارات في سوريا لقى انه ود بشار الاسد اللي هو حافظ اللي هو ولده الحاكم الان، ولده لحافظ الاسد بشار، بشار. انسب واحد انه حل وسط في انه تستمر الدوله كما هي. وبالتالي هذه القوه اللي موجوده، القوه العسكريه والقوه السياسيه في داخل الجبهة الشعبية تتوافق أنه أفضل واحد أنه على الأقل ابن يحكم، وبالتالي حل وسط، وبالتالي عنده هو فرصتين مقابل فرصة ثالثة في أنه هذه القوى تتوافق على شخصية ثالثة بالنسبة لإبراهام، وبالتالي هي نفس 60 أو على الأقل 66% في السيناريوهات اللي وضعت أنا. الخيار بتاع الفراغ موجود، الفراغ هو إذا انفجرت الأوضاع ولم تستطيع مثلا أسياس لم يمهد لابنه، وهذه القيادات لم تستطيع أن تتوافق على غائد، وأي واحد رجع إلى قواعده الاجتماعية وقواعده الدينية أو قواعده نقول الإقليمية، إذا رجع لهذه الأشياء وبعد ذلك أيضا استقطب المعارضة وتدخلت قوى خارجية، مع أنه حتى الآن ما في قوى خارجية مرتبطة بهذه المراكز، بالتأكيد حيحصل فراغ سياسي وحيحصل أيضا انهيار للدولة أيضا. لكن هذا الخيار في تقديري أنا على وجوده، إلا أنه ضعيف جدا في تقدير الشخص. شكرا لك. أخي بالاختصار الأجوبة هي كالتالي، أولا يعني السؤال وجاوب بالتقرير يا استاذ قرمي. بالتقرينية الازل الاول أوكي بوليتيكاوي ناي تقاومو متكاتا اللو زتدالو متكاتا اللو دي برقص مرسي يلون يوغن تتقاومو بسنداته بليخون بخاله كله كم نتي با نتي متكاتا كمي اللي يمثل بمساقاقر مدرخة بيلكا ازي كله قالو كن مستكون النت كان الرأيون كلنا ابزي وانزي تخولتاتون قبراونتون اي رأي كانيو اتي بادنت ناي 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 سلطان وي بوليتيكا وبادنت كر اي غير اللي نزبل لكعيو زي اب تحتي اتي تقمت سلسته وي كلتا سيناريوتات انت دا عود زي كوينو بوليتيكا وبادنت كر اي عنوت نايتي اب نايتي دوله عنوت وين كخت لي خيل يوغن زي ناي ناي زي عدل زي تثبيت زلو تثبيت وي زلو منالبات زو واحد ايو مخنياتو وي بإساس قدمي مخادو متكاتو انت
ንወዱ ከምቲ ዘለዎ ኣብቲ ዘሎ ናይ ሃገር ትካላት ወይ በቶም ናይ ሃገር ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ብኣታቶም ኣቢሉ ኩሉ ቀሪቡ ተቐባልነት ረኪቡ መተካእታ ይኸውን ወይ እውን ንሳቶም ሃንደበታዊ ናይ እሳያስ ምኻድ እንተ ኣጋጢሙ ነቲ ንወዱ ይኹን ወይ እውን ንካልኣይ ካልእ ኣካል ብስምምዕ ክመርፁ ይኽእሉ። እዚ ክልቲኡ ክኸውን እንተ ዘይክኢሉ ግን እቲ ዘሎ ፋይልታት ወይ እቲ ዘሎ ዝተፈላለየ ናይ ፀጥታ ናይ ወታደር ፋይልታት ናይ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ምትእስሳራቶምን እምነታዊ ምትእስሳሮምን ኣውራጃዊ ምትእስሳራቶምን ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ ዘይተመራፅን ዘይተደድላይን ኩነታት ናይ ዕንወተ ሃገር ክስዕብ ይኽእል እዩ። እዚ ግን ዘለዎ ትፅቢት ውሑድ እዩ። ኦኬ ዑስማን እብራሂም ድዩ ዘሎ ሕጂ? ወዑስማን ቃይም ኣለካ ኣነ እሱ እዩ ዝረአየኒ ዘሎ። ወፅበኣሎ ኣሎ ኣሰላሙ ዓለይኩም። ሽክራ ለወቅት ልሕዋር ወሽኩር ኣስታዝና ዓብድረዛቅ። بس في تساؤلين كده، موضوع بتاعت لو في نظرية معرفة الرصانة لها زمان هي مدى صحتها، موضوع بتاعت إنه في قول نظرية الأسود والقرود والأسود والثعالب، يعني مدى صحة النظرية في النظام الإريتري الآن بتواجد سياس ويعني عامل الصين وعامل الزمن وعامل الطبيعي، إنه الناس اللي حواليه هم والجيل الثالث أو الجيل الثاني مدى سعيه للسلطة، دورهم حيكون كيف؟ دي حاجة. والحاجة الثانية موضوع برضو بنفس لو جينا موضوع بتاعت النظريات، برضو موضوع بتاعت إنه من الحاجات اللي درسونا، يعني موضوع بتاعت إنه في تاريخ الأفريقي أي حكومة أو تجي بعد الكفاح المسلح بتنقلب لأنظمة ديكتاتورية، ممكن في أفريقيا كلها لو استثنينا الثورة ولا ثورتين الباقيين كلهم انقلبوا لأنظمة ديكتاتورية، وشفنا يعني النظام بتاعنا نفس اللي اسمه ده. هل النظرية دي هتستمر ولا هيكون في تغيير حقيقي؟ ومعاه كمان إضافة لإنه ما تطاول، لكن ما بتنظر إنه موضوع بتاعت إنه الناس صامت لفترة طويلة، ولو حيجي من نفس الناس ونفس النظام ما بتفتكر إنه نحن نكون فطرنا على بصلة زي ما بيقولوا؟ ما أكتر عليك طبعا، زمنك شوية بيكون في استراليا حتى، المفروض الفترة بتاعت النوم برضه عندنا لسه بيجاي. المهم شاكرين لمحاضرتك صراحة، أنا انتهيت. تصدقني هو طرح نظريتين، نظرية الأسود، يعني كل صح صحباوي تحستو زلو حسابات يغربو ناي أنا بسن أهباين ويكا إدخال إشان خدمة زخونة يخون بعد قاوي قالسي زمس من قد قاوي قالسي زمس قاوي قالسي أكايدو زمس منقستي كل جزء تدارينا أب كله ታሪክ ናይ ኣፍሪካ ምልታዊ እዩ ዝኸውን። ስለዚ እዚ ኣገባብ እዚ ገና ይቅፅል ዶ ይኸውን? ካልኣይ እዚ ኩሉ ተፀቢና እቲ ለውጢ እንተደኣ ካብ ውሽጢ ካብቶም ናይ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ባእታታት እንተደኣ ኮይኑ ክኸውን እዚ ኩሉ ፀየምናስ ብእንታይ ሽጉርቲ ቆሪስና ድዩ ክኸውን? ከምኡታት ዝዓይነት እዩ ወይ እዚ ኩሉ ተፀቢና ማይ ሓቁፍና ተሪፍና ዶ ኣይመስልን እዩ እቲ ኣባህሉ። ስለዚ እዚአን እንተን ክልተ ሓሳብ ወይከም ብሕቶ ዘቅረበን ናኹድ ዓብድራዘቅ በር ናዕ ኣኹድ ዋሱ أستاذ قيس لك هذا أستاذ قيسي تفضل.
وإن شاء الله بشاي كي هذا يكون آخر واحد على كذا، لأن الوقت أنا عندي. اوكي، على الله. حسب. الحقيقة كل الأخوة تحدثوا، بس أنا عايز أنبه في نقاط على أساس تكون بالنسبة لنا مجهر نقدر نشوف المستقبل في المواجهة مع هذا النظام. أولا يجب أن ننتبه لقضية واحدة، وهذه القضية نحن كلنا كنا نرددها باستمرار، نقول والله إذا مات إسياس حيخلق فراغ. اللي اكتشفناه أنه هجد في الجبهة الشعبية للديمقراطية وإلى آخره، في السنوات الأخيرة ركزوا على الجيش، حوالي 80% من الجيش منظم داخل الحزب، وعاملين الخلايا بتاعتهم وعاملين كل شيء، يعني شرعيتهم بعد كده حيستمدوها من العسكر. القضية مش حليباي والجنرال فلان والجنرال فلان، القضية إنه المؤسسة بتاع الجيش الآن مسيطرة سياسيا عليه الجبهة الشعبية. هذه مشكلة، هذه كارثة، وهذه يعتبرها صمامات أمان إسياس. لمعلومات، مشكلة إسياس في هذه المرحلة مش الاستمرار في السلطة، هو قادر يستمر، يعملوا أي مؤتمر، يجيبوا أي ناس على طريقة اللي شفناهم مجتمعين في كرن مع المسجد تسفاي. هذه التمثيليات مشت في الجبهة الشعبية، هم قاعدين يكرروها الآن، حيجيبوا من الناس العاديين يدخلوهم المؤتمر، بعدين أصوات أصوات، مع السلامة تمشي الأمور. فالقضية مش هنا، إسياس عايز يبيض صفحته. إسياس بقدر الإمكان التساؤلات حول قضية القتل، حول قضية الربط، حول قضية الطرد، حول قضية كل القضايا اللي الناس يحملوه إياها، هو عايز يصفيها الآن. يعني الرجل يموت مرتاح البال. هنا الإشكالية اللي موجودة. كل السيناريو مش في استمرارية السلطة، هو عارف إنه الآخرين مش قادرين يجوا. طالما في مؤسسة عسكرية قوية ماسكة النظام، في جهاز أمني ماسك النظام. هذه النقاط يجب أن ننتبه لها في المواجهة. قصة المعارضة من الجانب الثاني، أنا في اعتقادي أجد توقيت الحساس إنه هذه المعارضة حتى تستمر وتنقذ هذا البلد هي بحاجة إلى مظلة معينة تتكلم بلغة واحدة، تتكلم بوضع يعني الكل، بمعنى مش بالضرورة هم كل واحد يقدم برنامجه إلى آخره، كل واحد ممكن يحتفظ ببرنامجه للمستقبل، لكن حاليا في هذا الظرف لو كانت متوحدة المعارضة في إطار ولا مظلة واحدة، كان ممكن هم يصيغوا الدستور ويطرحوه للجماهير في الخارج، مش مشكلة، ويجادلوا فيه سياسيا على أساس أنهم ينزعوا الشرعية اللي يتمتع بها إسياس. فأنا في اعتقادي يجب أن نقرأ الوضع جيدا. الغريبة في الأمر اللي حصل في أسمرة واللي حصل في إريتريا كلها، أول ما بدأت هذه حركة بريغيد حمدو، الفوضى اللي عملوها الجماعة الشباب هذين، هذه خلقت وضع سياسي جديد داخل إريتريا، حتى النظام نفسه اهتز، بالرغم أنه نحن كنا ننتقد أنه هذا الأسلوب غير مريح حتى للحركة الوطنية وهذا الأسلوب إلى آخره، لكن هذا الفعل خلق رد فعل في الداخل. الاستعجال لعقد المؤتمر، الاستعجال، الرجل عايز يبيض صفحته تماما. قصة ال 15 جي 15 حيجيب وثائق مزورة، هذه كانوا مع السي اي اي، انتهت القصة، فلان 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 عندنا نحن وثائق تقدروا تقرؤوها، نحن ما طرحنا الناس، اللي هرب هرب هذا لأنه رغبته هو في الهروب، نحن ما دفعناه للهروب. يعني حاجات من هذا النوع هم قاعدين يعدوها وهو يجهز لها الآن، حتى الجماعة اللي موجودين معه، وهذا كلام أنا حصلته من الداخل، هم قرفانين الوضع اللي موجود، قرفانين عاوزين يخلصوا من القصة هذه. الرجل مستحوذ على كل السلطة، متهمين هم يعملوا حروب هنا في السودان في إثيوبيا، المسائل هذه ما مش قادرين يتحملوها، عاوزين يخلصوا من الموضوع هذا، فيجب أن يحلوا المشكلة سياسيا.
فيجب أن تكون قراءتنا قراءة عميقة جدا، مع احترامي للطرح اللي طرحه عبد الرزاق جيد جدا. فما نروح في الأشياء الصغيرة، مثلا هل حيورث ابنه؟ ابنه ما يقدر يدير دكان، مش عشان هو ليش جابه في قضية المشتريات في القوات المسلحة؟ لأنه هذا المكان كان مكان سرقة أصلا. أرمياس بابايو مسجون بسبب العملة اللي أخذها من الصينيين. بعدها جابوا مين مسجون؟ بعدها هو بدأ بنفسه يعمل مع المافيا اللي تبيع سلاح، هو اللي عمل الديل. أخيرا أجا في ذهنه أنه العائلة هي اللي تمشي البيزنس هذا، جاب ولده على أساس أنه تحت مظلته، ولا أساسا أبوه هو اللي يقوم بعملية الشراء وعملية البيع للأسلحة. فيجب أن تكون عندنا معلومات جيدة جدا. الأجهزة الأمنية بتاعتهم طوروها إلى أبعد حد. الاجتماع اللي عاملينه نحن الآن ينقل في دبي، عاملين 40 ضبان إلكتروني في دبي، جايبين أجهزة، جايبين موظفين لبنانيين، جايبين موظفين فلسطينيين يشتغلوا معهم في هذه الوظيفة. قاعدين يعلموا 40 شخص حول المسائل السبرانية في الصين. هذا هو النظام اللي نحن نعرفه. فيجب أن نحن نكون عندنا إدراك جيد لهذا النظام حتى نقدر نواجهه. أما المعارضة ليس أمامها إلا خيار أن تتوحد تحت أي، يجب اختراع أي شيء يوحدها ويوحد طرحها. أقل شيء أنه يكون لها ثقل تقدر تتكلم فيه هذا العالم. فهذه قصدي أنا، بعض الإضافات حتى نتنور للوضع اللي موجود. شكرا، وأعتقد الجنريتر عندنا حيطفى بعد بس قليل. بكلمتين قول لها ليش اسمه بتاعتك بالاختصار. الترجمة يعني انت اي بلا له في عبيد اقم تفت اردو اريتها ازياء وان في قدرة في نجزة رؤوس امسي يجي فهمون في مختاب نزي ام سيفل زبهلو زي امسي ما من لا تاف تقوبا اخونه يقول يوم دمسي ومخوبه عند عنده حقوق ينو زلونة تسلفي تسراوي فيه ثمانية خامئتي تسراوي ابتحت هي قدر في تسرح بزخون شيم قال لي ام افتتحت خوين امس قال لهم بلوتيكالي بوتا دعلي تمراحي نايت بريد وينايت بطوليوني بخمس يوم اغيمهم زلو تلازسي صباح دهر صباح سي باكيومي في الارضو يخون سياس فموته يوم عسكري يوم دمتهم بشيم نايت سيلفي يوم عسكري يوم دمتهم لي انا سلسة عالم تيوري كلها تنام في الحياة. انا ذكرني بعلي مس عبد الله جابر اتخذت عقول له نجرا له بزعب هذه او قدام نحن سكن جن دوم على لنا نزي ام سراوي نيرو ودحقو سنيرو كم اخت قبرو تخون كم سي ديموكراسي نرسع كل نجرا نرسع سراوي تحسكا اتتا تحسكا دلائكا تعزب ذا عالم بفلا عالمنا سالسة عالم سو نزي انا يوم تأمامي نوم زقورو غزلو عبي شدرو كينو ظلون اسياس نتخلو أي إذ جبروا الدخول عمتات نصوص كما يجروا ناس أخم دوت نايمان كعال من خما ينيرو قلم إلى قلم إلى الله ناتو ملسي ناي جي 15 الله ناتو ملسي ناي بعال توتيل ناي بعال عمره ناي بعال من في أم غمانات سقيقهم نزيئن دهر ملي شو تعقبه نتهزبي ناس أو تقي مالك نصوح جس أب ناي تاريخ من سباق يدولو ناتو شقر مبر أبو خميس غير كاتقت سلاف تسلت أن معود أجا ما يكونن already يتسراوي تلو أبتحتنا في كنترول كان أي تنا يودو قروتين عبيال لنا ودو سي أنا دكان خمر رح الكوينيس معنا أبرها ما تسبي عيز بل نودو سلمنتاي أمس إيو سراوي سلمنتاي ناي ناي مشمات ناي أرمي غيرو مخنياتو معات كوربشن سلسترائي من بعد كوربشن هيكونن كمان معلوم من فاش خمسي انا باباي ارمياس نسي دوز اوزن بلاتي ابصورا خلنا دوز اوزن بلاتي مساريا نورمال يو تشاينا غير تاخذ جزء كلها كوميشن على كان اجيتي ا كوميشن ابي في اي تو باسي اجيتي كوب اودي اي كوب اوندي من تاي وعيلا ابزو خمس عين الكوربشن ناتهم قد ما حجي فت يوم فتينو ما نيرهم بنا ارمياس يدحري وخالد منتي رسال سايمتي أمود أتابع له عزواتي أو قدائي مزيون كلهم مافيا
أنا ستساتفكو أخيرا نيرو ود سوريا أمتيوم أمار بيا بسبين عابي شقات أيناي برد ديل زقبنا مسوء سياسي حيجي نزي أنا قرن من محياش أبتحتنا تو كنترول تكون ودو أمتيوه مش ودو ليتو تراخيبه متاجر كان تاي سو تي كوميشن نبغي أتغيد بكوميشن كنزارة بتقولنا خالق ناتو مقصر 100% مالتي ودو حيزوات هنا امبر نودو نخمس او ولا خمس حدا بتاعنا وزير الدفاع ناي مكل خال قال لهم ودو نخم عينه بعده ودي افريم اي قبلون ني رو متي ام جنرالات انا ذكرني بات خبت اخيرا وطيب بعدنا مسينا عيب يجبرني نخم او قال لهم تاع ذكرني مسبع الكريكاري نعقد زنوبرم اب لعله ودي افريم ما لا يبدو ازاي تاريخهم زي ام سبعة يوم جين حجز ببرو دول حدا جني يعني حدا جني يعني زي ام اوبوزيشن دول حدا جني يعني من عدلنا اريتراي تلزسي اسفح ما ترى ترانا يا تقداي اعمق ما تفلتنا في سرعه تبغوا المسرين ابناي اتتا ابناي اتتا حد عبي بيت صحفه غيره ما له دبي نزي اخي بعد دقطاتر مزخونه خبرات اليوم بذكروا أبدي يوم أوبوزيشن زبالو ناتو من الفتاة تاب إنترنت نجلي مفتاح تحت من قد صارنا يوم أربعة عادي قال يوم دك إليبانوز قال يوم دك بالستاين اللو زمرحهم سوات إريتريا حجين جزار رؤوسهم أربعة زخونو سديدهم ما لو أشمات ناتو مسائل تلزسي كن فلت لنا سرعة كن بده تاخذ الناس كن فلتو انا اذا عجر قد نقبره دلنا بدقتي اذا زربح نقرا يكون حدا جن يا زخون عين بسرعه السياس كاب تقولنا يتسلموني ام دلهم بر انا حدنت ما هزبي حدنت ما هاجر اذا كلاخن دلهم وياني خمسي سي اي اي خمسي غيرهمني نزي انا قر اتاري تاريخه اتبعه موت يدري دلهم زيت خنتات حق أن يكون ذا بقى هو زجور وزي أم بريجيد محمد أنا وين سواي سمرا أنا وين ولا كل تمن إسيد اللو بسمرا في ناي بحق أن أساق أساتهم من البعض نحنا زي أم شي فالول يوم زجور دلو جيجان بناتنا من زني تجس لزلناي جين ريفلكشن ناي تزجورو أبوشتي عبي إنيرو ولا نتسرعة أسم بيدوي so that is the moment حجي مسكتي جزيه نحنا اللي احنا نايب حكي بس لنا بخمي الجباب تنقط ولا لا بسرعه زي مملأت انا عبد الرزاق ودوزدلوه وشكرا اوكي لاني يلا يعني لا دكتور ماي اوكي هي 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 وات كابتن مس كل اخبرت دحر باشاي كان عصوص الرزقنا ابتي زغسل انت دا غسلنا مسانا استايت تكوني خدم إدكي انت وركيا دحاشيو عدل يلون عبد الرازق ناي كزيو كناتات حماقيو منوح كزي حزنايو ناي دكاس كزيو وقي حوديو ولا ناي سراح كزيو ينخون حجي سازي خيار دحريو رمضان كرتياتكم حتو خماق ربوان صباح الخير، تفضلي ابو راشد. نعم، السلام تفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم جميعا ولكل الأخوة الحضور ومشاهديكم في الفيسبوك، وتحياتي للدكتور عبد الرازق. ويعني أنا بصنيه يعني هذا الجهد بعتقد ماشي قريب من أحرار إريتريا، يعني الناس اللي تكون دائما مهمومة بالوطن، أن تكون حريصة على أركان الوطن في أي تغيير آتي حسب الظروف اللي نحن موجودين فيها، فده يسنى يعني. وأيضا المقاومة الإريترية يعني كل أدبياتها ورؤاها يعني مرنة وبتعرف، وكانت أيضا على دراية بطبيعة هذه العصابة وهذا الحزب، وبالتالي دائما الناس يعني
مرنة في التعامل مع أي شيء من بحيث تكون الدولة الأريترية بأركانها تكون سالمة من الفوضى ومن السيناريوهات اللي الناس ما تتمناه يعني وده عشان بعد نضالات وجهد ومآسي وكده يعني. ففعلا اجتهاد في مكانه ومشكور عليه جدا، لكن أنا عدنا لبلو يعني إلا للرأي لس إيه وربي لبو يصبر لبلو يعني. فالقصد إنه المشكلة يعني في الجهة الثانية اللي موجودة في إريتريا، أن يكون في تفكير أصلا لمصلحة الشعب الإريتري يعني. فهذا الجهد اللي قدم به الدكتور جهد مقدر وأكيد هيكون مقدر من المقاومة الإريترية، لكن اللي موجود هناك أعتقد يعني ما في تفكير حتى بالحد الأدنى على مصلحة هذه الدولة يعني، عصابة تفكر. وبالتالي يعني مثلا نسبة كم مثلا الناس ممكن التغيير اللي يأتي ممكن الإنسان يناقش لمصلحة الشعب الإريتري أو للدولة الإريترية. والارتباط الخارجي موجود يعني، موجود الحزب الحاكم في إريتريا هو المرتبط بالخارج، وهو يعني منذ مجيئه في السلطة دائما مرة كده ومرة كده يعني، من داخل الدائرة الأثيوبية أولا وبعدين خارج أثيوبيا أيضا يعني. يعني للأسف الشديد يعني أنا أعتقد في ال يعني الدكتور أقول نسبة كم ممكن تديها هذه الفرضية إنه ممكن القوى الجديدة والعناصر الجديدة اللي تأتي وممكن تبحث في شرعيتها من خلال مصلحة ولو كانت بشكل هزيل لمصلحة الشعب الإريتري يعني. شكرا. كرمان خلصت، أنا كنت مسموعة؟ لا ماشي مسموع لا اتيز غربة استمروا يعني يدقفوا ايه بافلوتو بافلوتونا نتي سرعات تتقاوموا اصبغوا يفلتو كم اون تعصاصا في مرقصات نيرو ايو اتي ارستي كما استمروا زغرب كايا بزوح ستسعرلون زي مسجانيو بتخل وجن جن أنا أبتي حجر نجزارسو ندحنت نربحان نايزة حجر زي زحسب حيلي اللو يون تلو اللو ديو بحالي كالم تلو خي سكاب كنديو كالي تي مسموسا متأسسار تي سرعات كاب زدكال أتحيزو مستوى ناي وسعى متأسسار تهاجر زي مسوى ناي وسعى فعلتات كمستأسسار زي قبرين مسيو حنسام مس إثيوبيا حنسام مس كارو تحيلتا تبتف على لي وهم مستف على لي ككم كرب حلو زفيلن ككم بدس بولون مزم بتسارات قبل سنحيو جن اتي حتو يا موداتا اتي حدش حيدي نبلو زلنا مخا حقاونت كابتي زنبرو حقاونت زسفحي مسدقه يخون مشوشتي يخون كاب كله كرخبو زخيل حقاونت يدلي ينادي يتبلو إذا حيل زي كندي كميت يخون كم زي عينة التحساسبان كم زي عينة الرأيان زلو حيل تبل جرماين اب كالي تحتو من اب ابراهيم رمضان مخيط تحال أوكي. ثلاثة اختر فوقها شعب حان ساعة توستن منك وخك كلتن دينان وسد لنا إبراهيم رمضان قلت ابراهيم فيك رمضان ترجع اختر بركو من يا استاذ ابراهيم رمضان السلام عليكم ورحمة الله. تفضل مرحبا. أولا في البداية نشكر إخواننا في إدارة هذه الندوة والأخ كذلك الدكتور عبد الرزاق على حديثه الكبير في حول هذا الموضوع. حقيقة أنا كان طرحت بعض الأسئلة في الشات لكن يمكن الأخوة ما انتبهوا لها.
عموما انا ساتجاوز هذه الاسئله، وبس تعليق سريع لانه الاخ عبد الرزاق برضو الوقت عنده غير مريح الان. يعني الاخ عبد الرزاق طرح سيناريوهات سهله، لكن ما اعتمد أسوأ السيناريوهات اللي يمكن ستقع بعد هلاك رأس النظام في أريتريا. يعني في حالة عدم ترتيب النظام نفسه من الداخل، بالتأكيد ستترتب سيناريوهات سيئة جدا، من ضمنها هو صراع سلطة وكذلك تدخل خارجي، وده معروف وحوالينا تجارب موجودة كثيرة، وكذلك الانفصال والتفكيك. يعني لدينا صراعات يعني في طبيعة الأنظمة الدكتاتورية دائما تظهر انفصال وتفكيك، لأنه عندنا إشكالات كبيرة تنوعت، هذا حتى التنوع الموجود بيناته بعض الدغائن وكذا بسبب هذا النظام. كل هذه السيناريوهات الثلاثة حقيقة هي مطروحة بقوة، ما لم يكن هناك ترتيب ل إذا لم يرتب النظام نفسه من الداخل. لكن حقيقة بما يخص الوضع أو دور المعارضة في هذا الاتجاه هو ضعيف جدا، لأنه المعارضة حتى الآن لديها انقسامات داخلية، وكذلك ما لم تستطع حتى الآن اختراق المجتمع الدولي اللي يمكن يساعدها في تغيير المطلوب في داخل أريتريا. فهناك عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية حتى ستؤثر على أي من الاحتمالات المرشحة. والأخ عبد الرازق لو عنده فرصة بسيطة لو يا ريت يعرج على هذه العوامل، لأن هي مهمة، سواء كان طبيعة النظام والنظام السياسي الموجود وتأثيره وكذا، كذلك الصراعات الموجودة وهكذا. وشكرا، وجزاكم الله خير. صوتي مسموع إن شاء الله؟ كان شكرا. صوتك كان مسموع جدا، يغني لنا اني جزاكم اني دكتور عبد الرازق انا سزلوني تعليق قبل تزغمت كا دكتور السيناريوتات تغميت زلو ثلاثة سيناريوتات لك رئينايو قن ازي كون انت زي كوينو تكسعب زخلتات مقالون كله زي صبيون زي مبهبون شقرات بحضرنا نمسايد بعد زي ثلاثة سيناريوتات زي تسرعات انت دعا سلط لو اي تزازي اتاتيو اتوم كابزوم ثلاثة سيناريوتات زي قربو حده كاب أومي كخون زخل فلاي أتي أبسمع أب زي بسحلو أتي خمس زخل أتي أدر أب أب سجمن أب أم مقالن يو كودغ سلازي وأتي الشروقن أي فسكون أي تردان تعليق إلو أخريبو هل كان في سؤال بالضبط أنا ما العوامل اللي يمكن ستؤثر على أي من الاحتمالات أوكي دخونا رقحي بوغن كاغتريو تخيل دخونا رقحيتات نزي سلست رقحيتات زي أبكدني يكتنم عنك فات كوينو كخرب زخيل انتاي رقحيتات اللو تبلي اوكي، احاول اقدم اجابات سريعه ان شاء الله على الاسئله. طيب، اخونا عثمان ابراهيم، شكرا على المداخله. طرح النظريات بتاع اللي هو اذا كان نظريه القروض او نظريه اللي هو الدوله القوميه او الدوله ما بعد الاستعمار في افريقيا، وموضوع الجيل الثاني والثالث اذا كان عندهم طموحات في السلطه. الجيل الثاني والثالث كان عندهم طموحات في السلطه، لكن النظام عبر يعني سياسة ممنهجة مدروسة وصل الشعب الإريتري، أي قوة عندها طموح في إريتريا اللي هو القوة الحية، نتكلم عن الشباب تحديدا، وصل القناعة أن إريتريا ليس المكان المناسب لتحقيق طموحاتك، وبالتالي الحال أمامك هو إما أن تهرب وإما أن تظل جندي في الخدمة المدنية. وبالتالي أي زول في إريتريا اليوم عنده إمكانية في أنه يطلع من إريتريا طلع،
الناس اللي ما قدروا يطلعوا هم لظروفهم الاجتماعية ولظروفهم الاقتصادية ولظروف ما ارتباطاتهم لم تسمح لهم بالخروج من الدولة. وبالتالي هذه الطموحات استطاع النظام يعني اريتريا ان يجعل من اريتريا دولة لا تحتمل او لا تتسع لاي طموح. مش الطموح في السلطة انما الطموح في الحياة الكريمة حتى. وبالتالي من الصعب جدا ان نتحدث عن طموحات في السلطة للجيل الثاني او الجيل الثالث في اريتريا. كل طموحاتك انك انت تعيش بامان وسلام وتقدر تاكل وتشرب، هذه الطموحات اللي محصوره. الانظمه بعد الاستغلال صحيح يعني هو عاده يعني التجربه بتاع افريقيا كانت مريره جدا، اللي هو فتره بتاع الدوله ما بعد الاستعمار دائما اعترضتها مشاكل، لكن نحن الان ما نتكلم عن الانظمه الديمقراطيه بالمعنى الديمقراطي اللي هو الاوروبي وكذا يعني. أفريقيا حتى لو كانت أنظمة ما بعد الاستغلال هي أنظمة يعني ما ديمقراطية، لكن على الأقل في جزء على الأقل كثير من دول كان في استقرار، كان في تنمية، كان في انفتاح، كان في المشكلة في إريتريا ما هي قضية ديمقراطية، قضية ديمقراطية نعم مهمة وأساسية، لكن قضية استمرار الحياة، قضية وجود الأمل، انهيار النظام التعليمي، انهيار النظام الاجتماعي، اللعب في المكونات في النسيج الاجتماعي، انهيار النظام الصحي، إمكانية أنك أنت تعمل دكان، إمكانية تصلح بيتك، إمكانية تبني بيتك، إمكانية تشتري أرض، كل هذه الأشياء. وبالتالي الوضع في إريتريا هو أسوأ بكثير جدا جدا من النظرية اللي هي بتاع اللي هو بناء الدولة القومية بعد الاستقلال، لأنه هم القادة اللي جابوا الاستقلال كان عندهم هوس أنه إذا فتحنا ديمقراطية ممكن يحصل اللي هو الخلافات الاجتماعية والقبيلة والأحزاب، والوقت ذاك كان الشيوعية في أوجها، التوجه الشمولي كان موجود. نحن استغلينا في 91 بعد انهيار اللي هو المنظومة الشيوعية، ومفروض كان الأمل أن نحن نتحول إلى سنغافورة، ما كانت دولة ديمقراطية لكن كانت على الأقل دولة آمنة ومستقرة وسالمة. هذا النموذج الآن يعني ما أبعد عن الخيال مش عن الواقع. القضية أنه نحن نفطر على بصلة، يعني المشكلة أن نتمنى ذلك شيء، يعني نحن نتمنى أن نحدث التغيير، أن نحن نزيل النظام اليوم قبل بكرة، لكن الواقع هو غير ذلك. الواقع أنه نحن النظام استطاع عبر نظام ممنهج يعني يبعد أي قوة حية من الخارج من الداخل. أي زول في إريتريا اليوم عنده رغبة يعارض اللي هو إما يخش السجن وإما يطلع برا إريتريا، ما عنده خير الخيارات هذه. وبالتالي التغيير زي ما قلت أنا أستبعد التغيير أصلا، مفهوم التغيير في أنه قوة منظمة حتى من داخل الجبهة الشعبية تغير النظام زي ما قلت استبعدته لظروف كثيرة جدا. وبالتالي تكلمت أنه إذا لظروف طبيعية سياسة مات أو لظروف فردية مش منظمة، يعني واحد عنده صار عنده معاه مشكلة سياسة عمل حاجة ما عجبته وبالتالي انتحر به، يعني حاجة زي كذا. هذه السيناريوهات المور لايكلي أو الاحتمال الأكبر على الأقل في تقديري أنا لذهاب أسياس وفرض واقع سياسي محدد. استاذ القيس طبعا اتكلم فيها اشياء كثيره، انا اتفق معه في كثير من الاشياء. الاشياء اللي ما اتفق معه انه اسياس ليس حريصا على تبييض وجهه ولا يهم موضوع تبييض وجهه، هذا انا في تقديري الشخصي، هذا ممكن اكون مخطئ، هو ممكن يعرف اسياس اكثر مني. قضيه انه يبيض وجهه وتاريخه هذه ابعد ما تعني اسياس. ممكن يعمل بعض الاجراءات اللي هو الشكليه، نعم ممكن يعمل، لكن ما دربش في الجوانب العلميه اللي هي انت دائما عشان تحمل اصلاح في الدوله او تغيير لنظام شمولي زي نظام اسياس، يعني يكون نظام منفتح تحتاج يسموه كراك، لازم يحصل كراك في السيستم. اسياس ما حيسمح حتى لو عمل مؤتمر ولو عمل اي شيء ولو حاول يبيض وجهه ولو فكر يطلع بعض المساجين او برر سجنهم، ما حيكون الكراك المطلوب هذا، الفتحه النافذه من 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 خلالها تقدر تخش المعارضه او القوى الحيه او القوى على الاقل المحبه للسلام والعداله، في انه على الاقل تفرض جزء من وجهات نظرها في النظام المقبل. هذه في ظل وجود اسياس غير يعني امكانيه احداث اي تغيير ايجابي في اريتريا لصالح القيم التي تنادي بها الديمقراطيه في ظل وجود اسياس غير متاحه، هذا في تقديري، وامر ان اكون مخطئا. بالنسبه لاستاذ اخيار شكرا على المداخله. الارتباط بالخارج انا بعني به، ومش النظام مش عنده ارتباط بالخارج، لكن اقصد محاور، مثلا انت في اريتريا مثلا القياده العسكريه، خلينا نقول عن القاده العسكريه، مثلا فيليبوس مثلا يكون عنده علاقه باثيوبيا، مثلا اللي بعده مثلا اللي هو تخلي منجوس يكون عنده علاقه بمصر، مثلا دي مراكز صراع متصارع، مثلا يمانه قبراب يكون عنده علاقه بالصين مثلا وروسيا، في الوقت حقوس كيشة مثلا يكون عنده علاقه وثيقه بامريكا وكذا. فانت لمن يحصل مثلا اسياس يختفي عن المشهد، كل هذه القوى الدوليه والقوى الاقليميه سوف تدفع اللي هو الشخص اللي عنده بها علاقة، وبالتالي إمكانية حدوث الصراع هو كبير جدا جدا.
في الفترة بتاع الأحزاب من 86، من 85 لحد 89 مثلا، حزب الأمة كان عنده علاقات مع إيران ويمشي إيران، الحزب الاتحاد الديمقراطي يمشي العراق، وهدول دولتين متصارعات وبينهم حرب. فأنت إذا خلقت هذه بتوجد يعني احتمالات، عشان كده أنا قللت من احتمالات الكلام اللي قاله أخونا إبراهيم أختم بيه، قللت من احتمال انفجار صراع بين اللي هو هذه القيادات او هذه المراكز. نعم هي مراكز قوى، نعم ما في شيء يربطهم كمؤسسه، العلاقات بينهم متوتره لانه اسياس ما يستمر في السلطه الا يخلي بينهم يعني الشك والحذر والخوف من بعض وعدم التفاكر مع بعض، كل هذه الاشياء، لكن ايضا ما عندهم هذه الارتباطات والطموحات الكبيره المدفوعه من قوى خارجيه. وبالتالي انا يعني قللت، ما استبعدت بالكامل، لكن قللت هذا السيناريو في انه يحصل صراع دموي مثلا يؤدي الى تفتت الدوله اذا اسياس اختفى فجاه من الساحه. شكرا جزيلا. اوكي اتي بزعباتي قال اي ولدو يخون سالساي ولدو هرالتا ناي سلطان اللوم ده زبل لك عيو اللوم زخوني حيلي جن هررتا زي نبرو وي نزي نقرات زي تمتا اي نبرا انتقونا جن اذا حيلي زي بتي ناي اساس تكباراتن بتي ناي اساس نخلو مجباتون تسفا زقورس وكوينو قاليو ويا بتهاجر تسغي توز تخمت ويا كأنا تهاجر قدي فوز وسم كويني بنياتو تهاجر كنبرلا زي تخيل غيروا بتي ناي أفريقا دحري مجزاتي زمس منغستان بزعبا ديمقراسي أي حيزو ماي مسون بمقصال نتي ملكيهم قصيلهم زبل أبزي تلكعتي ديمقراسي مالتي نتي ديمقراسي حتى ديمقراسي ويوم ديمقراسي اي تقبرن ويقبر نيرو مالت عيكون النا بصعب هذا عيكون النزارة بزرلنا أتي انت تو حدا اتهاجر بسلام كن مبرلو هي وزق صرلو سريحك صامات ترخبلو جزاخ تعطولو بسلام اتملا لسلو هاجر زي مخانو يوتي ززار بزرلو سلازي تي ساقمنا كمتي أقدم أبيلو زي تباهلو وين إذا خلو سانحنا توشتي كاوسائي راح نتدع أخوينو تلو تخاوسات راح نتدع أخوينو كمسك نيرو تسبيتنا موزو خلو سايم كاسنا زي ربح أفلوغام مفتحي كوينو نزي تباهلو إزي إتي كتلعلو الدخل إتي أبايتا زلو حكين إتي أبايتا زلو عدلاتن بدهتاتن تملكتك إتي كتلعلو تخل عدلن إيخا كتلعل التخيل سلازي بمنصر نايزي كرر اللو كمتي كايس زبولو أنا عبد كل زبولو يسمامه عبز عبا إساس تاريخه نمس عداو جن بزح زقدسو أيكونن ولا قا كايسين إساس كعباين العلي يفلتو يبردس جن أنا إساس إسي ناتو تاريخ ويزلو جبنات كابوتات كناقف ويكاب أونس عن خون إلو زقبرة زخون يكون نقر عالو وين إذا نقرات زبزوح يقدسوا له إليه أي حسبن إساس زخون تنعوز قدسوا زخون كال حساب دسو أبهلونا ناتو كم حساب كوينو مس حسابو بمود دار سيترف كم حساب وين أبتهاجر كله زي فكر زخل إيو سلازي إذا سلازي زخون يكون حيلي يوزي زخلكل بزعباتي أخيار زبلوتو زمدنانا يوسعي خلون كلخو تي سرعات زقبلو زمدنان مسنا يوسعي عمانقستات مالتي عيكونا نغاني تبولكو توم اب تي سرعات زلو استفال عليو بالاتات وين حيلي مدبرات إلنا نريون ويبوجلتات زخونا يخون متأسسار مس وسعي يبلومون إذا خاء إساس نزين خجورو عدل زفقد سبع يكونن سلازي ساتو نوردي قلة وتدراوين حالتات مسنا إثيوبيا دي وين مسنا كلا وسع حالتات زمدنا يبلومن كم تي مستوم كار أبتوم كار أوت ناي كبابينا استفعل عليهم ناي حيل مدبراتن ناي حيل مجلتاتن مستفعل عليهم منقستاتن كار أوت بوليتيكا وحيلتاتن ويوتادر وحيلتاتن كينوتي نتي سرعات سديرون مسؤول زلوهم زمدناتا عب إرثراء إزي لمود عيكونان إزي عدل إزي يلون إزي عدل إزي بزي مهلاو بقالة درجوه كرلي خيلي خوانقن بدز سكي أقباب
زي ما لو هذا كم تبو زر انا داريوس لازم نازم على تيمبر اتي سرعات زغبرو زم بالنتات مت السارات وقحس ابحيز الله وطن مستفعل عليه مستن تنزغبرو زم بالنتات مالتي عليكم. مايكريت اللوحة باشاين شانتن هلو باشاين شانتن اوكي شانت شانت مين لك دحري باشاي دحري خباشاي اللغة. السلام عليكم، مساء الخير على الجميع، وشكرا لإتاحة الفرصة. وفي نفس الوقت أشكر الدكتور عبد الرازق على الإفادة، عن جد استفدنا منه الكثير، شكرا للتنوير. في الحقيقة النقطة اللي كنت عايزة أعلق عليها أو أذكرها باين علق فيها الأستاذ الغيسي، اللي هي لماذا لم تتمكن المعارضة لماذا لم تتمكن تحقيق أي إنجاز هام في السعي إلى تحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في إنشاء مظلة قوية للمعارضة، أو بما معنى توحيد المشهد السياسي في كتلة متماسكة يمكن أن تشكل بديلاً أو تحدياً يذكر في مغارعة النظام. هذه النقطة هو علق فيها. فالنقطة الثانية هي ملاحظاتي، هي تقريباً أو تقدير المعارضة حتى يومنا هذا تطرح مشروعها ورؤيتها في غرف مغلقة لم يسمع بها الشعب، ولذلك ما عندها قاعدة جماهيرية كبيرة. وفي نفس الوقت من السوشيال ميديا اللي أنا دائماً المنصات اللي بشارك فيها زي أقول تيك توك فور إكزامبل، فيها شباب يعني في أعمار صغيرة جداً، والشباب هدول زي ما أنتم عارفين إريتريا أغلبية تمثيلها هي من الشباب، تقريباً يمثل فيها أكثر من 60% على حسب المعلومات اللي عندي. فليش الجاب كبير بين النخب المثقفة والشباب؟ والملاحظة اللي أنا لاحظتها في الشباب الإريتري اللي جايين من داخل إريتريا تقريبا ما يمتلكوا تاريخ الثورة الإريترية من بداياته، بس يمتلكوا المعلومات اللي كان فيها إسياس فترة 10 سنوات في ساحل. هم اللي يرددوا التاريخ هذا فقط، لأنه فقد الشيء لا يعطيه، لأنه غزاهم فكريا وثقافيا في الحقيقة. فالشباب محتاج تنوير، وفي يعني في تقصير من النخب المثقفة صارت ما تواكب الشباب. الشباب هو اللي حيجيب التغيير في وجهة نظري. فليش الفشل؟ ليش الناس ما واكبت منصات الشبابية ووضحوا أفكارهم أو وعوا؟ فهل إحنا إذا هي المعارضة فشلت في أشياء كثيرة، بما أن أنا بقدر يعني بذلوا جهد كبير بس ما قدروا، بس هل هذا يعني أن يتركوا الشباب في مهب الريح يعني يتخبطوا؟ فلماذا الفشل؟ ليش الجاب هذا كبير؟ لأن الشيء اللي دائما يقلقني حاليا هي في زعزعة في النسيج الاجتماعي الإريتري، ففي تخوف كل تقريبا ناس كثيرين اللي كانت مقتنعة إيفن بالمعارضة اليوم صارت تفكر هل إحنا لو طاح سياس نظام سياسة وراح من الحكم مسدد الحكم هل حندخل في حرب أهلية؟ من الأشياء اللي نحن بنواكبها وبنشوفها. فيا ريت النخب المثقفة تركز في الشباب ما دام ما هي ما قادرة تعمل شيء في المعارضة الإريترية، على الأقل تنور وتملك التاريخ للشباب. وشكرا لحسن الاستماع، أنا بكتفي بهذا القدر. اوكي،
بالاختصار طيب عشان نجاوب تجاوب عليها برضو، أولا هي طبعا بمجمرتها مسقانا من دكتور نزقزان نتستوى بعد دل تيك تبلوز دليت نمنتاج تقاوموزي دلدل صلال تقبر زي ما قالوا تمواسي دمها بزيكا دلدل صلال بمسرات انت زي كوينو كالك كم زي له بدكتور بممهر قيسي سلاز غربي أبو كأتو أيكون كون سلازر إيتوي نسو أبريه وؤيو أنا رؤيتي بكالك أربوز دلدن أب إزيدن بتقاوموزي مدباتو يخون رؤيتو أب عصو قزا سلازر أربو أب بزوح حزبين أب بزوح من إساياتن أي بسحن ايو بو سلا خم سلا زخونا دمه افلوتو بزعبه اوم زلو افلوتو وسوني ابزو وان زي في لا اب تيك توك من اسيات انا بسكتاتلو ببسحي يساتفو يوم جن انغزوم من اسيات زي اتوم زلو افلوتو اكتر ان كلخه زوم من اسيات زي اتوم امونغو من امونغو تمور اكالن ويت صلاو اكالن نبلو غاك كم زلو يخاطر سلازي እቲ ብዛዕባ እቲ ሃገር ዝፈልጥዎ ታሪክ እንተዳልዮም ብጣዕሚ ዝተወሰነ እዩ እቲ ድሕሪ 10 ዓመታት ናይ ቅድሚ ናፅነት ወይ እቲ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ 10 ዓመታት ብዛዕባኡ ወይ ካብኡ ንነጀው እንተዘይኮይኑ ወይ ድሕሪ እቲ ናፅነት እንተዘይኮይኑ ድሕሪኡ ዝነበረ ድሕርካ ነቲ ታሪክ ናይ ሰውራ ኤርትራ ኣይፈልጥዎን እዮም። ስለዚ እዚኣቶም መንእሰያት እዚኣቶም ከም ናይ ሓይሉ ለውጢ መጠን بتاريخ انت ذا زيت عاتهم بحبريتا انت ذا زيت عاتهم اتلوتي كميل وخمسي خلص لازم مزيئاتهم متأسسارن ناي متأسسار دندل أمونغو أمن أمونغو تيس ألاون مهورن أكال يلون سلازي ازي دلدل زي كمي غيركاك الناس يكال كمي غيركاك نزي من أسيزي بتاريخن بحبريتان كتعتقو تخيل إذا دونجوس لازلو إذا نقرات إذا بخمي تريو بخمي كيف السام يفهم أستاذ عبد الرازق قال أوكي أبو تفهم باشا ناب باشاي خير مبار باشاي أوكي سلام غزة يغني لنا كومر ما دكتوري thank you very much. أنا مالسي زي نايلو معات قرب نتداليهم زي صن حسابات قرب زي سن بديو تدالي خان عرسان إحكاقن ولا حنتي كونن إزي سلز هنا إنا أبزح على فقزية تذكرون لحركونكم هل علنايو سدالو مهلاهم فلاي تال عقاد المسيح اللي بزنا برقوان هتبيق إذا حتتكون كومون رئيتي إذا غمت كله نعوي زن سبارق الزمالتي እቲ ዝሕዝን ነገር ግን ናትና ኣገባብ ኣቀራርሳ ናይ ደንበ ተቃውሞ ፈፂሙ ዘይተቃዳዊ ኮይኑ እዩ ክጉዓ ፀኒሑ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ክዳናገር ጥራይ ፀኒሑ ምትእምማን የብሉ ኢንፎርሜሽን ብሓባር ኣይፀሙቕ ብዙሕ ሽግራት እዩ ሓሊፉ ማለት እዩ ዋላ እዛ ኣልቀይሲ ዝበለና ንባዕሉ እውን ኣነ ነቐፌታ ነይሩኒ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ናይ ቀይሲ ኣገባብ ኣካያይዳ ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ንተኣከብ ዝብል ጭርሖ ሒዞም ክከዱ ስለ ዝነበሩ እዚ ንባዕሉ ሓደ ፌይለር እዩ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ኢንፎርሜሽን ካብ ኣልቀይሲ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኣልቀይሲ ይኹን ዋላ ናይ ዶክተር ኣቀራርባ ብምሉእ ተዛማዲ እዩ ካብቲ ሓሲብና ኣፀንሓና ድማ ክሳይ ዝገብር ንበይኑ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ሓድሽ ኢንፎርሜሽን ኣይኮነን ማለት እዩ ንሕና ዘይምድላውና እዩ ዝነግር ማለት እዩ ሓደ ነገር ንሕና ክንሓስበሉ ዝግበኣና ነገር ግን ዕጥቅና እንታይ ከም ዝነበረን እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎን ምፍላጥ እዩ ተቃልሲ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ሓደ ስርዓት ዝገብሮን ዘይገብሮን ብርክታት ናይ ቃልሲ ናቱ ምፍላጥ እንታይ ዘይኮነሲ ንሓዋሩ እንታይ ዓይነት ምዕባሊ ክረአ ኣለዎ ኣብ ይንዋሕ ይሕፀር ብዘየገድስ ዓመታት ብዘየገድስ ሕጂ ብዚ ሰዓ እዚ ኢሳያስ ከም ሓደ ዝሞተ ወይ ዝደኸመ ገርና ወይ ዕድመ ብዙሕ ዝገበረ ገርና ክንግምግሞ የብልናን ምክንያቱ ኣክቲቭ እዩ ዘሎ ካባና ንላዕሊ ኣክቲቭ ዲፕሎማቲካሊ ቅድሚ ሕጂ ዘይግበር ዝነበረ ነገራት ይገብር ኣሎ
ريسنت لغمان مهرات عبيت مرحة الحجي عبدي مسيوم بعد بيرو لمن بخي ترفه أمسكينهم موز خود زلوي أنا أتوسي زي مركوسينيا أبقدام زي مركوس منغستي ويهاجر إلهم يما دنقوا موز خود زلو توم أني زبهارو فلاسفاتات مهرات من أفريقيا مالتهم إذا نبعلو مسنبريو أنا خمان كومو خبيديو بيرو لمن بايدي زدنقوا أكال سلزخونة إسبينا وركم جن كما يتأمزي زولو نتي سايكولوجيكال تايد بهال اتيتيود ناي مهورات كمان كي ترفه اكتيف كم مهلاو يخرج دا الناس اساس مالتي نحنا جن اتقنا زلقلق يلو دارغا ذهب وخا تقبل يا تبهال دلا اذا بروباغاندا ناي لهم معناتي كنري عند حركوينا جن حقاونت اب حقاونت تحبابر اتا دم بتقاومو تحبابر حقاونت تحبابر سخاتا خنقال سلاصنا حنايا بس هاو كما قلنا انا ما بحبرنا حق اونت كنداله ذا وورد ديموكراسي ذا كونسبت اوف ديموكراسي از توتالي لوست تفي الله ما لتي انت دا نساتهم كم دلهم كغبر خوينهم ميبي اساس اب سعزي ريشافل كغبر خيل خون ناي ناي زليوم منسترات كم ذا مثلا ويد ما رياكشن ناي دم بتقاومه كفتش دليون يخون بزناي لو معتي سابسابن جمجامن كرن دار كوين حجي تو زير ادفانتج يزلو مخنياتو نحنا خمزي تدارنا ولا حنت ترقم كم زي بلنا انا نقد زلنا مالتش سلازي نحنا اذا كنكبر قبا انا يزبل هذا تايد بار كمان ناي عتقي ناي قالس كمان نرئي لنا ديموكراسي سي تايمو تايمو نساتهم تتغير ندير ديموكراسي زي لا الكشن ندير زي لا ترانزيشن ندير زي لا سي اواج بوشتي خنسمعينا بهالالو إذن أي ناتنا ما كل أي أواجه ناقدام مالتي حراي ناب حراي إذا ذهب كله مالتي نمين إن أنا حج حقا ونت قبري لنا كان بلو كنت أوقع ويك أخن أودو هاي اللي زي بلنا بعض الناسي حقا ونت قبركم لا عين خلينا لعد حق خوين ولا حق خوف أبينه خوف قبل خيري كم تناين القصة most probably إذا نريه زلنا ودم سا كلم سا كلم سا بزي قد السي في سيستم قتل كم مخانوينا نأمن زلنا مالتي زين انا قم بدلنا 80% يبل الله الكيسي مشو يزول السراويت انا كن 20 اب تو 20% خنسرح لنا 20% حيال خون غيل 20% زقبر قبر غيل مغنياتو بزعات هيكونوا نتي لو تتعاتي قوم نصنعو بفلاي اب كم زني عدنا ذا مسله التعمي مخفه لي بلو ديكتاتورشيب لازم احنا حيالات نكون لنا تصفح نقرص يبلنا نابتي 20% كنسرح لنا تزي كوينو إيلوم يوم بقدامي بعال حريون شيم اوني وقال لما نتات فلوني رمغنياتو حرايز بلا أكلات كم زلو سلز بولتو زلو نحنا هون لومي عب حراينا نودق لنا مالتي سلزي نزي اتيتيود زي كنكيرو علنا نحنا نحنا صباح كنعوت راح زي كونس دحر صباح دحر يود الله كنعوت لنا كنحسب علنا بنوح مالتي بحثير معوات امو فتينو موس فشيلوم يوم بزحان سخاي فحفح زبلنا سلازم احنا ابنا وحي كنعود كم زقبالنا بفلاي زم عبيت زبلنا تمكرو سورا زلنا عتقنا شت كنبل علنا تقرز تنكون يبلنا زمن اسيد ما قرز كم زلو كنقبر يبلنا بزعبا زلو اقبابنا من اسيا افريون اسايس نو قال لما لبت بدا بينو نو انا هم عينت حسابي بالليل اسايس ترى حيا لمرار حلكا حيا كرسال لكا يخا تفرو تخيل نبر بزي فركشكش دبلمو كوموم كمتناتوم ميدياتات نا اغلابات سديد اللوم سي عفوا ما تحزوا ما له بعراتهم سديد اللوم من عاتهم زاكل لازم احنا we should know تاي قبر الله يساس بعلو كندي زاكل عمد كس النحيو تعنو خما يالو how active he is now اليوم كلهم اب قمت ايتنا كنكيد يقبعنا النابلكو اجهم اي نحمق بهالاي جزية سلزي اللمبر نوح كنكا تعالون كل ما يطرن زقبعنا هيو يغني اللي كرمال اوكي موضوع اليوم قد يكون صادم للذين لم ننتبه الى الاوضاع الجاريه، اما المعلومات الوارده من الاستاذ غيسي والدكتور متقاربه، ولكن الشيء المؤكد اننا غير مهيئين، وايضا اساس ليس في حاله وهن وعجز، بل بالعكس فهو في أقوى في أقوى حالاته إذا ما قرن بالمعارضة، ولكن نحن في أضعف حالنا،
فموضوع اليوم القبول بالمتاح هذا أنا لا أراه، لأنه هذا هو يعني منافي للديمقراطية التي كنا ننادي عنها والذي كنا ننادي من أجلها. فبالتالي بهذا اليوم نحن وبهذه الطريقة نحن اليوم أفسحنا عن حالنا وعن أننا ضعفاء. وكيف يمكن أن نضغط للجهات التي تطلب شرعية ما ونحن في هذه الحالة في حالة ضعف؟ أيضا كما ذكر الأستاذ أحمد قيسي، إذا كان 80% من الجيش هم تحت سيطرة أو يعني يعملون يعني مع النظام، إحنا يجب أن نعمل في المتبقي 20%. فبالتالي القوة يعني أو التغيير لا يأتي بالكم أو بالعدد الهائل، لكن إذا كان عملنا في 20% المتبقي ممكن أن نحول حالة ضعفنا إلى حالة قوة، وأن نفرض مطالبنا وأن نحقق الديمقراطية. ويجب أن نعمل على هذه الفرصة الموجودة والمتبقية. إساس طبعا اليوم رأينا حتى أن الجهات أن الأفارقة الذي أتوا بعد القيادات الذي أنا كنت أراهم أنه هم يعني ترى فيهم الأمل، لكن عندما أتوا إلى أريتريا فأثنوا على النظام. فبالتالي وأيضا يجب أن نفهمه هو أن إساس لا يخاف يعني من الضعيف، أو في حالة أنت في حالة ضعف لا يمكن أن تفرض عليه وعلى ما يطرحه هو. فبالتالي نحن ما علينا إلا أن نكون نحول وضعنا الضعيف إلى القوة، ومن خلال القوة ممكن الضغط. بإمكاني كنت أتحدث أكثر بأكثر عمقا، ولكن المجال لا يسمح، فبالتالي أكتفي بهذا القدر من المداخلة. وشكرا تفضل معي أخ عبد الرازق. يا أيوة بس لو سمحت لي لدكتور عبد الرازق. دكتور عبد الرازق في سؤالين مهمات وردوا الآن. نحن يا أبو يا نحن نكسر القانون بنفسنا. لا لا ما كده، بس السؤال في جانب ما تم التطرق اليوم، في جانب مهم جدا في موضوع التغيير. فحين يعني أنزلنا أيادي، أبشر فبالتالي نعطيهم هم كمان اللي وين خلاص، أبشر وين أبشر موجودة. أبشر أستاذي. فبالتالي هل جزت ده حتى عشان ما نلعب. ودكتور أبشر نبيل، مين كان اللي رافع إيده؟ كان. فبالتالي إذا كان حناخد السؤالين حق لا خلاص معلش خليه ياخذ ممكن يده. حناخد برضو السؤال اللي كانت أخت كانت رافعة إيدها، أنا قلت لها نزل إيدي، فبالتالي ايوه يصعب حبيبي. علي أن لا أقبل. جماعه اخوي خلي يمشي الدكتور بعدين، انا في الدرجه الرابعه. أوكي. فدكتور الإجابة، فبالتالي خلي يمكن في الدردشة إذا كان الدكتور موجود معانا السؤالين ممكن نطرحه. أيضا الأخوة اللي خير ان شاء أنزل الله. اللي نزلوا أيديهم برضو رفعوا أيديهم، لأنه هنعطي الفرص بالتساوي ويكون نكون عادلين في توزيع الفرص. وشكرا. تفضل دكتور عبد الرازق نجيب على هذه الأسئلة ثم نشوف وضعنا بعدين. شكرا جزيلا. الأسئلة بتاع الأخ شانت، شكرا على المشاركة والمداخلة القيمة، وأيضا الأخ باشاي على المداخلة. هما الاثنين تقريبا قريبات لبعض اللي فيها يتعلق بوضع المعارضة. أنا عشان كده في نهاية التقديم بتاعي قلت عشان ما يفهم خطأ، أنا يعني ما أدعو أن المعارضة مثلا تستسلم وتقول خلاص نحن بعد أسياس ننتظر الآن نوقف أي حاجة لحد أسياس مثلا يموت، او اسياس يتم اغتياله، او المهم يختفي من المشهد، او على قول الجبهه الشعبيه النظام المصطلح زمان اللي هو خارج مسرح العمليات، يكون خارج مسرح العمليات وبعد ذاك نبدا نشتغل. لا لا ما المقصود، لكن انا يعني قصدت بتقديم الورقه هذه انه هذا الاحتمال او هذا السيناريو، الرجل بعد ما يصل الى 80 وكل هذه العداءات، اما اغتيالا أو موتا طبيعيا، رحيله هو احتمال قائم، واحتمال رحيله بخلق
فرصة أو بيخلق كراك زي ما بسمونها هذا الديموكراتيزيشن في السيستم الموجود. هذا الكراك يمكن، أو هذه الفتحة أو هذا المنفذ أو هذه الفرصة يمكن الاستفادة منها. صحيح رحيله بيخلق تحديات، لكن يخلق فرص. أي تحدي معه فرص، بالتوازي مع ما تعمل فيه المعارضة والكلام اللي قالته شو أنت والكلام اللي قاله باشاي، كله مطلوب في أن المعارضة يعني يمكن أن تكون في وضع أفضل مما هي عليه بكثير، لكن تحتاج تغير أشياء كثيرة جدا. هذا موضوع مختلف الآن، أنا ما أقدر أتكلم، ما أقدر أدي قيادات المعارضة جزء منهم موجود، ما أقدر أدي محاضرة كيف في أن المعارضة، يعني زي ما قلت في ظروف موضوعية فعلا، وفي ظروف ذاتية تتعلق بقوى المعارضة أدت إلى ضعفها اللي هو معروف لدينا، ما يحتاج أنه إحنا نتغالط فيه. فهذا يعني عمل مطلوب وواجب وضروري لازم ينعمل فيه. والكلام اللي قاله أيضا جبرزجي فيما يتعلق بالمجتمع نفسه، تهيئة المجتمع والصلح الاجتماعي ورتق النسيج الاجتماعي، كل الأشياء دي مطلوبة. لكن إن بارلل هذا السؤال يعني سؤال كبير وسؤال موضوعي وسؤال حقيقي ومهم، وفيه تحديات وفيه فرص. إذا نحن قدرنا أن نحلل الواقع نستطيع أن نفرض الفرص، حتى لو كان ضعفنا الآن موجود في أنه نحن نكون بديل أو نسقط المعارضة، لكن هذا الكراك على الأقل يساعدنا في أنه نحن ننتقل إلى وضع أفضل مما عليه، على الأقل في تحقيق الأهداف الكبيرة اللي بنتكلم عنها فيما يتعلق إريتريا، دولة مستقرة، دولة موحدة، دولة يعني عندها مؤسسات وعندها دستور وعنده ديمقراطية، على الأقل حتى لو ما كانت ديمقراطية كاملة، لكن على الأقل ديمقراطية مقبولة، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يدخل بلده ويطلع منه، يكون عنده طموح سياسي، يفتح تجارة، يعمل كل هذه الأشياء الموجودة في الدول الطبيعية اللي ما هي دول ديمقراطية بالمعنى الليبرالي اللي موجود في الغرب. هذا تقريبا كل اللي أقدر أقوله. شكرا مرة أخرى على الاستضافة، وشكرا على الاستماع، وشكرا على الحضور أيضا كلهم، واحد واحد من أعلى، من أول واحد لآخر واحد. وإن شاء الله أكون كنت ضيف خفيف عليكم، وإن شاء الله قدرت أقدم مادة قد تكون معروفة لدى الأغلبية، لكن على الأقل قدرت أفتح منافذ للحوار حول قضية أنا أعتبرها قضية مهمة جدا، وسؤال حيكون مصيري لمستقبل إريتريا. وشكرا جزيلا. اوكي تيناي حتى شانتن باشاين زغربو نايكلتي ام حسابات درجه استقال العربيين ابو داي تقاوم مزت الكورين انا وين ابتي زرباي نزك نزيناي لوم مشت استي كبربون كلخو بجيجا كاين رد ابو بداي تقاومو كنزارب كلنا ابزي وان زي حيزو زلو مدباتو كلو اتينه سلطان من ملغاس زغبرو بصراحه كالستاتون ولا زخونه يخون كندي فرا ادرو ان بخون دحريت كيبلك خصلو كم زلو بوك خيط كم زلو سكا مود داتا حيال بوتي تي كل هنا ان فلتو كاب بعل بيتاون ودعاون كنتات زبقس دخمتاتو دم ناب لو ناب حيلي ان لو وطون كخيط سلازي بزي ملك ازي كنتم متولنا اتي اتي انا زبر فوق توسخي وين كابو كيتب كابو خيت فلي بهند بتاوي ملغس مزفتر زي شجر زي عبي شجر كخون سلازي خل نزو قداي زي بخمي كنريو قالونا ازي يود مخنياتو اتي مسجز اللونا دخمت ازي خونتات ازي كمزن دادا ترخيبو سرحات ناي قالسي تقاومو تقصل الله يقصل يو جنكا اتي زركب جداد تدقيمكا مستي اتي زمس حدش حيلي كير ك ك ك هاسو كبلو زدلي ناي حقاونت من داي نزي تدقيمكا كاب زخوني يخون حتى ديمقراسي ديو حتى لعلن حق ديو حتى كم حتى ملكع كابو حريت كيبلتا وينعو نقول نخي قدفكا مزي زمست زل حيلي انتاي كتقبر تخلنا تزرخ بعدلات كم يجير كاتف الترول نزخا كم عدل نسخا كمولو زي كوني التحاقر ناب سلامن ناب مرققائن نابتي أرحيق كاتف تطلمتو ديمقراسي نقصون كخيد نزي كم عدل تدقيمك نزع الدلزي أب تقمي نايتي مسرتاوي تاريخاون فتحاون حقاون حتوتات كانتو إلو إلى إيه
جليس أني رسلازي نزي عد مزجبر كملي يمسجن أني زرباي أبزي ودي اللخو سلازي يغني اللي يبل نحن أيضا بدورنا نشكرك أستاذ دكتور عبد الرازق كراك وأعطيتنا من وقتك يعني كثير، وبالتالي الوقت طبعا عندك يمكن يكون يعني ما يسمح لي أن تعطينا فرصة أكثر من ما أعطيتنا، فبالتالي بدوري أيضا أنا أشكرك جدا، لكن حتى لو بعدت المسافة وتوقيت وتوقيتنا وتوقيت معظم الدول العالم الأخرى هو مختلف، لكن أرجو أن لا تنقطع عننا، وإن شاء الله نقابلك في فرصة أخرى. أنا أبو غني ون مسكنك جزيخا مستيز اللوكانا يرحت ما يبوتان نايت جزت نايت جزي في اللياتن كابزن العالي عد زي فكد يفون نتيجة هاب كنا عد البتعمين مسكنك قن مهنيات الحتات جزيان نايب ناي بمحك في اللي جزيان رحت بوتان كي ترحق أنا أبو كسالوين بستفعل لتماسا سالي تحستو مسانا أب سمينار كتمسي نلابو كابو غني أستاذ أبو ناصر ودكتور أني قاشانا نختفانو عد كهوكم. شكرا دكتور عبد الرازق كرار على الندوة الضافية والمهمة، وشكرا على سعة صدرك في التجاوب مع على كل التساؤلات والطروحات. وأستاذ دكتور نبيل تفضل، وأستاذ نبيل، أستاذ أمينو، وأستاذ عقبة. السلام عليكم كلاتكم. ناب زغمزي رأينا طيفين أغنينا أستاذ دكتور عبد الرزاق أني غني لنا بتعمينا المسكن عبي أرستينا حزنا مسكنا إن شاء الله أب تمسونا سفيحة قلت لنا سبوع دخلنا توبيك خايزكا مسيحة نتما بزمسنا بحنسا يغني لنا بلوم أمينو ونابعها. شكرا شكرا أستاذ الدكتور عبد الرازق، يعني كانت ندوة قيمة ونشكرك يعني اللي أعطيتنا من وقتك وحتى الطروحات اللي قدمتها، والندوة كانت ممتازة ولك الشكر جزيل عزيزي، يعطيك العافية. أستاذ عقبي، شكرا شكرا شكرا. قرمان أبغى اوكي اذا كبرات خطات التنا كبرات بز غزا زلخوم نايلو مشيت سيمينارنا بز ودينا لنا جن سقاب دخيمونا نبل كن قصل نخلينا من محدارنا غزا وابو ناصر ودكتور نبيل او امينو وينالو هذا كبا